السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برحب بحضراتكم جميعا وبرحب بالأستاذ رقيه أمين. الأستاذة رقيه أمين دوكمنت كنترول ومدرس مدقق رئيسي، والأستاذة رقيه خبرة في مجال المحاسبة لمدة عام و4 سنوات في العمل الإداري و15 سنة في دوكمنت كنترول وثمان سنوات في تدريب وتدريس في مجال الدوكمنت كنترول. الاستاذ رقيه حاصله على البكالوريوس من قسم المحاسبه بجامعه عين شمس، ودبلومه في الاداره، ودبلومه في المهارات اي او اس الجوده الشامله من الهيئه المصريه للعمل والمواصفات والجوده والاتصال، متقدم من الاكاديميه الدوليه للتدريب والاستشارات، دبلوم في فن وعلوم البرمجه، ودبلوم متخصص في الاداره اي ان ال بي تي اي، واشتغلت في العديد من المشاريع، ومدقق رئيسي معتمد من معهد الجودة المعتمد IRCA. شكرا جزيلا طبعا لحضرتك دكتور، وحضرتك دلوقتي لو حابة تبدأي تمام كده، احنا كده جاهزين. تمام، أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أهلا بيكم كلكم، شرفتونا النهاردة في أول محاضرة من محاضرات الدوكيمنت كنترول أو دوكيمنت مانجمنت أند انفورميشن مع أكاديمية إريبيا أو فونكس. احنا كنا قبل كده قدمنا كورس زمان في 2014 مع أكاديمية البرين. دلوقتي الكورس ده هيبقى تكملة ليه، يعني هنحاول ان احنا نراجع شوية جزء من الحاجات اللي احنا اخدناها زمان، بس هنبتدي برضو نتكلم في كونسبت جديد، لان طبعا الدنيا اتطورت من 2014 لحد دلوقتي. تمام، اول حاجة هنتكلم فيها الكالندر بتاعتنا. هنبتدي النهاردة ان شاء الله 22 مارس، هنبتدي المحاضرة الاولانية بإذن الله. هنبتدي بعد كده هيدخل علينا ان شاء الله رمضان في اول ابريل، فهنضطر ان احنا نقف بإذن الله في شهر رمضان، وهنرجع نعاود تاني إن شاء الله النشاط بتاعنا بعد العيد بإذن الله، هيبقى في حدود مثلا 10 مايو ولا حاجة. إن شاء الله بإذن الله الكورس بتاعنا عبارة عن 10 محاضرات، كل محاضرة ساعتين مرة واحدة في الأسبوع. إحنا كنا اتكلمنا، شفت شوية على الجروب بنتكلم على إن إحنا الميعاد مش مناسب، الساعة دي الساعة 7 بتبقى لسه الناس ما رجعتش من شغلها، يوم التلات ده يوم في وسط الأسبوع، فاحنا هنحاول ان شاء الله ان احنا نخليها السبت لو نافع مع الاكاديميه، لو ده متاح مع الاكاديميه ان شاء الله هنغير الميعاد، ممكن ناخره مثلا الساعه 8 عشان لو حد عنده شغل ولا حاجه يوم السبت يقدر ان هو يتابع الشغل، يعني يتابع معانا كورس باذن الله بعد ما يكون راجع من الشغل. فده السكادول بتاعنا باذن الله اللي احنا هنمشي عليه، ده البلان باذن الله، وهنحاول ان احنا ان شاء الله نرتب المواعيد زي ما اتكلمنا فيه. هندخل بعد كده ان الكورس بتاعنا ده بيتكلم عن document and information management. ايه الاوبجكتيف بتاعتنا بتاعت الكورس؟ اول حاجه الكورس هنا بيعرفنا، اول حاجه بيتكلم معانا التعريف الدوكيمنت اند انفورميشن مانجمنت كونسبت، ايه هي الاساسيات بتاعت الدوكيمنت كنترول او الانفورميشن مانجمنت، ايه الكونتنت بتاع الكواليتي سيستم المتعلقه بالدوكيمنت والكواليتي، بعد كده ازاي الدوكيمنت كنترول بيقدر ان هو يشيو وإن هو يكنترول كل الدوكيمنتس بتاعته في البروجكت. طبعا احنا كده دلوقتي بنتكلم عن الكونستراكشن بروجكت سبيشالي، مش بنتكلم عن الاويل اند جاز، مش بنتكلم عامة عن الدوكيمنت بشكل عام، احنا بنتكلم عن البروجكت الكونستراكشن الموجودة mainly في مصر. تمام، بعد كده ازاي بنتكلم ان احنا بنطور الكواليتي بوليسي والكواليتي مانيوال اوبريشن مانيوالز اللي احنا بنتعامل بيها، وكمان بنتكلم في الكورس ده ان احنا ازاي نقدر ان احنا نعمل procedures و work instructions خاصة بينا في المشاريع. كمان اخر حاجة بنأكد عليها ان انت ازاي حضرتك بتقدر ان انت تقدر تتعامل مع السجلات ومع الدوكيمنتس بتاعتك خلال فترة المشروع، ازاي تقدر تعمل لها maintain وازاي تقدر تعمل لها retain، امتى تتخلص من الدوكيمنتس دي، امتى بتحاول ان حضرتك تعمل لها register، امتى بتعمل لها ريبورتات، كلام من كده. كل ده طبعا according الستاندرد بتاعت الايزو 9001 على 2015، هي دي الستاندرد اللي احنا هنشتغل عليه. طيب مين اللي المفروض يحضر الكورس ده، او ليه انا احضر كورس زي كده، ليه احضر كورس عن document control؟ اولا عندنا سببين. اولا الدوكيمنت كنترول منتشرة في حياتنا بطريقة غير طبيعية، اي حد فينا شغال في شركه كونستراكشن محتاج ان هو يعرف الكونسبت بتاع الدوكيمنت كنترول ماشي ازاي، محتاج ان انا يعرف ان انا بكنترول الدوكيمنتس ازاي، بتعامل معاها ازاي، يعرف وظائف الدوكيمنت كنترول، يعرف ان هو
ايه المهام الوظيفية بتاعته، ايه السكوب بتاعه، وظيفته بيعمل ايه، شغال ازاي، علشان اقدر ان انا اتعامل مع الدوكيومنتس دي بطريقة صحيحة. طيب الكورس ده هل هو موجه للدوكيومنت كنترول بس؟ لا، الكورس ده موجه للدوكيومنت كنترول والعاملين في شركات الكونستراكشن، عشان حضرتك تقدر تعرف الراجل ده شغال على انه سيستم، السيستم بتاعه شغال ازاي، لازم حضرتك تفهم هو شغال ازاي علشان تقدر تتعامل مع الدوكيومنتس اللي هو بيتعامل بيه. انا دلوقتي شغال على السيستم، انا باخد الحاجه دي وبسكنها وببتدي ان انا اتعامل مع الدوكيومنتس وبحطها عندي على السيستم. لو المهندس اللي عندي مش قادر ان هو يدخل على السيستم ده، او مش عارف المعلومه اللي هو بيدور عليها موجوده فين بالظبط على السيستم، هيحتاج ان هو يعني يطلب المساعده من الدوكيومنت كنترول ده. دي مش وظيفه الدوكيومنت كنترول، وظيفه الدوكيومنت كنترول ان هو يتعامل مع الدوكيومنتس ويعمل لها ديستريبيوشن ويعمل ويخليها واضحه ومتاحه لكل العاملين الموجودين. طيب انا بوظيفتي كمهندس او انا كاستشاري او انا وديفر، انا شغال في ايه، او انا درافت مين، سهران في الشغل وبدور على حاجه والدوكيومنت كنترول مش موجود، اضطر ان انا اساله على المعلومه دي، ولا لازم ان انا ممكن ان انا اعرف الماب اللي هو شغال عليها ازاي، وازاي هو بيقدر ان هو يسيب المعلومه، فين المعلومه الصحيحه، فين الابديتد، فين اخر ريفيجن عندي على الحاجه، فين. كل ده هيساعدني في الكورس ان انا اعرف اوصل. طيب احنا هنقدر كمان هنغطي ان شاء الله في الفتره باذن الله بتاعه الكورس دي النمبرنج سيستم، الريجستريشن، الديستريبيوشن، طريقه توزيع الدوكيمنت ازاي في المشروع عندنا، ازاي انا بقدر اعمل الدوكيمنت دي فيه فولو اب، ازاي انا بقدر اتعامل مع مختلف انواع الدوكيمنتس الموجوده قدامي. طيب هل كل الدوكيمنتس حاجه واحده؟ هل كل الدوكيمنتس بتحتاج ان هي تعمل يحصل لها ريفيو في وقت واحد؟ هل كل الدوكيمنتس بتبقى مهمه زي بعضها؟ ازاي بقدر ان انا احدد البرايفسي بتاعت كل دوكيمنت، مين ممكن يشوف الورقه دي، الورقه دي مهمه لمين بالظبط؟ فاحنا بنبتدي نتعامل مع الدوكيمنت دي، فده اللي احنا هنغطيه ان شاء الله طول فتره الكورس. تمام. طيب مين اللي ممكن يحضر معانا الكورس ده؟ اول حاجه الدوكيمنت كنترولرز، كل الدوكيمنت كنترولرز اللي شغالين في المجال، الجداد والبروفيشنال ولسه الناس الجينيورز الجداد والناس الكبيره، لان هو بالنسبه يعني الراجل اللي خلاص اشتغل في المجال وبقى بروفيشنال فيه هيبتدي ان هو يعمل ريفرش للمعلومات اللي عنده، الراجل اللي لسه صغير هيبتدي ان هو يفهم الكونسبت. انا هو عارف ان هو بيعمل الحاجه دي، عارف ان هو بيعمل واحد اتنين تلاته، بس هيفهم هو ليه بيعمل كده، ايه اهميه القصه اللي هو بيعملها دي، انا ليه لازم اخلي عندي كل الرينيمينج بتاع الدوكيمنتس اللي عندي كلها ماشي في سيكونس واحد لو انا ماشي مانوال، ليه كل الدوكيمنتس اول ما تيجي لازم اعمل لها ريجستريشن واعمل لها سكان في نفس الوقت عشان مش حاجه تضيع منها. فهو هيبقى فاهم ايه الكونسبت، من ايه الهدف، ايه الفايده من الحاجه اللي هو بيعملها دي، هيبقى مقتنع بيها، مش هينساها تماما، مش هيحس ان دي حاجه لود ورك لود عليه هو بيعمله زياده، ده بالنسبه له هيبقى ايه تمام، هو كده هيبقى فاهم الدنيا. طيب مين تاني؟ اي ريكورد كليرك او اي مانجرز. المانجرز طبعا مهم ان هم يبقوا عارفين الناس اللي تحت منهم شغاله ازاي، الناس اللي تحت منهم شغاله في ايه، عشان ده هيفيدهم في اللي هم يبقوا عارفين الورك لود اللي عندهم قد ايه، يبقوا عارفين الناس دي مضغوطه قد ايه، عارفين الناس دي هتفضى امتى، يومها بيبقى عامل ازاي، يومها بيبقى ماشي ازاي. تمام. مين تاني؟ التكنيكال اسيستنتس، الناس المساعدين، مساعد مدير المشروع، المساعد الفني اللي موجود في المشروع، الادمنز اللي موجودين في المشروع دول برضه حاجه زي كده هتفيدهم، لان هو هيبقى وهو بيطلع مثلا لتر او هو بيكتب جواب هيبقى فاهم ايه الحاجات اللي لازم يراجع عليها في الجواب، الريفرنسز لازم تبقى مظبوطه ازاي، الديت الانكلوجر الموجود مع الجواب اللي هو هيطلعه، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي مهم ان يعرفها كل التكنيكال ادمنز الموجودين او الادمنز او السيستمز الموجودين في المشروع. كمان محتاج ان هو كل افراد المشروع اللي موجودين شغالين في الكونستراكشن بروجكت لازم برضو يبقوا عارفين ايه الكونسبت بتاع الدوكيمنت كنترول او الدوكيمنت مانجمنت عشان يعرفوا يتعاملوا معاه بطريقه صحيحه. اخر حاجه، كل اللي شغالين في الكونستراكشن كومبانيز محتاجين ان هم ياخدوا اندكشن عن الدوكيمنت كنترول علشان يبقوا عارفين اهميته وعارفين يتعاملوا معاه ازاي، عارفين لو احتاجوا له في اي وقت، او ان هم لو اضطروا ان هم يقوموا بالجوب دي في وقت من الاوقات يعرفوا ينفذوها. طيب
طبعا الاستاذ احمد كان هو اتكلم عني، انا رقيه احمد امين، خريجه كليه تجاره جامعه عين شمس، اشتغلت في مجال المحاسبه شويه، واشتغلت في مجال الاداري شويه، وبعدين اشتغلت من 2014 الى الان انا بشتغل في المجال اللي هو التدريس او المجال بتاع التريننج بتاع الدوكيمنت كنترول. اشتغلت من دوكيمنت كنترول من حوالي 2006 مثلا في الكونستراكشن كومبانيز، في انجينيرنج كومبانيز، الى يومنا هذا الحمد لله. فده بريف مختصر عني. طبعا انا كان بودي طبعا ان انا اتعرف عليكم، بس ما شاء الله العدد كبير. احنا ممكن يعني ممكن نسيب بوست كده على الجروب بتاعنا على الواتساب او على الفيسبوك، ان كل واحد فيكم مشكورا يقول لي بس هو اسمه ايه وهو وظيفته ايه. مش لازم يكتب لي اسم الشركة، بس يكتب لي بس يعني هو شغال ايه، الوظيفة بتاعته ايه، التايتل بتاعه، وهو داخل الكورس ده ليه، والاكسبكتيشنز بتاعته في الكورس بتاعنا ايه، هو منتظر من الكورس بتاعنا ايه اللي هو يحصل عليه، عشان بس ناخدها في الاعتبار ونبقى عارفين الدنيا ماشية معاكم ازاي. تمام، دي الكونتاكتس بتاعتنا خلال فترة الكورس إن شاء الله. ده الفيسبوك جروب، الإيميل بتاعنا اللي احنا هنبعت عليه الأسايمنت إن شاء الله بتاعتنا، واتساب جروب، اللينكد إن، هسيب لكم ده إن شاء الله في آخر الكورس، في آخر المحاضرة، علشان لو حد لو حد مش داخل معانا، مش مشترك معانا على أي جروب من الجروبس دي. ده الكورس كونتنت بتاعنا. الكورس بتاعنا عبارة عن 5 مديولز. أول حاجة الـ Foundations of Document and Information Management، بعد كده تاني مديول بيتكلم عن Implementing Document and Information Management، اللي هو إزاي أنا بقدر إن أنا أطبق الـ Document Management Scope عندي في الشركة بتاعتي، أو إزاي أنا بقدر أتعامل معاها. بعد كده مديول نمبر 3 اللي هو الريكورد مانجمنت، التسجيل بتاع الدوكيمنتس عندي، عن طريق اذا كان تسجيل يدوي او اذا كان تسجيل اوتوماتيك، اذا كان عندي سوفت وير مثلا بشتغل عليه ولا لا. وبعدين بنتكلم على البلاننج فور دوكيمنت انفورميشن سيستم، لو انا عندي اي دي ام اس مثلا بشتغل عليه، فانا ازاي اقدر ان انا اعمل البلان بتاعته عشان ان انا ابتدي اشتغل عليه. واخر حاجه تطبيق الدوكيمنت عند information system جوه الشركة بتاعتي بيطبق ازاي. اول حاجة انا طبعا أنا لازم اعمل لأي حاجة بلان، فبالتالي بعد ما عملت البلان وخلاص حطيتها على الورق ببتدي ان انا اطبقها. طبعا التطبيق ما بيحصلش فجأة او مرة واحدة، لازم التطبيق بيحصل على مراحل، فاحنا هنا هنتكلم عن المراحل بتاع تطبيق السيستم في اي شركة من الشركات. هنبدأ النهاردة بإذن الله الموديول الاول Foundations of Document and Information Management. هنبتدي النهارده، دي هي دي المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها. اول حاجه لازم نفهم الكونسبت الاساسيه للدوكيمنت انفورميشن مانجمنت. بعد كده هنتكلم في الستاندرد اللي احنا بنتعامل معاها، ايه الستاندرد اللي احنا بنستند اليها في الدوكيمنت مانجمنت عامه. وبعد كده بنتكلم عن تعريف الاليمنتس او العوامل او اهميه العوامل، او السيستم بتاعي يبقى ازاي كويس او يبقى ازاي متطبق تمام ومتطبق efficient بطريقة كويسة. بعد كده بنتكلم على الديليفربلز بتاعت المشروع عندنا، ايه هي المخرجات بتاعت المشروع عندنا او المخرجات بتاعت العمليات بتاعت الدوكيمنت كنترول. وبعدين بنتكلم عن تعريف الدوكيمنت، ايه هي انواع الدوكيمنت اللي انا بتعامل فيها، وايه هي التمبلتس، لو انا عندي تمبلت ايه هي التمبلتس اللي انا بتعامل عليها. واخر حاجه بنتكلم فيها الترانسميتلز اللي احنا بنقدم فيها الدوكيمنت بتاعتنا، الكفرز اللي احنا بنقدم عليها الدوكيمنتس بنسميها ترانسميتلز. طبعا لو حد بالنسبه له المجال لسه جديد، هتبقى بالنسبه له المصطلحات دي فيها مشكله. احنا هنحط تيبل كده فيه كل المصطلحات اللي احنا بنتعامل بيها خلال الكورس ان شاء الله، او بنتعامل فيها عامه في الكونستراكشن دوكيمنت او الكونستراكشن فيلد، علشان لو في حد لسه مش داخل المجال قوي او بالنسبه له المصطلحات دي صعبه بالنسبه له، هيبقى بالنسبه له بعد كده سهل ان هو يتعامل. هنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نتكلمش بمصطلحات معقده شويه، او ان يكون شويه احنا بنتكلم باللغه شويه، هنتكلم بحاجه تكون بسيطه علشان لو حد لسه داخل المجال من الاول تماما او لسه معانا جينيورز،
يبقى بالنسبة لهم الموضوع سهل إن هما يتعلموا. أول حاجة النهاردة هنتكلم فيها، يمكن النهاردة هنغطي إن شاء الله اليوم كله بإذن الله، هنغطي الجزئية دي. هسيب فترة آخر نص ساعة مثلا في المحاضرة الأسئلة بتاعت حضراتكم، لو حد عنده استفسار، لو حد عنده سؤال. فخلينا النهاردة الجزء بتاعنا شوية هيبقى صغير علشان يبقى عندنا مجال أكتر للأسئلة. النقط اللي هنغطيها النهاردة، أول حاجة تعريف، إيه هو تعريف الدوكيمنت مانجمنت؟ إيه هو تاريخ الدوكيمنت مانجمنت؟ نشأ إزاي وطلع من فين؟ وإزاي وصل لنا بالطريقة اللي هو اللي إحنا شغالين بيها دلوقتي؟ بعد كده السكوب، هو نطاق التنفيذ بتاعه أو نطاق التطبيق بتاعه. وبعدين البيربوس، إيه هي الخصائص بتاعته أو الهدف بتاعه من التطبيق. واخر حاجه، مين هو المسؤول عن الدوكيومنتيشن، ايش مين هو الشخص المسؤول عن الدوكيومنتيشن عندنا في الشركه. اول حاجه تعريف الدوكيومنت مانجمنت. الدوكيومنت مانجمنت تعريفها يعني بتتكلم عن ان هي اداره المستندات. اداره المستندات هي نظام او عمليه تستخدم لالتقاط وتعقب وتخزين المستندات الالكترونيه. زي ايه المستندات الالكترونيه؟ زي مثلا المستندات اللي بتبقى جايه على شكل بي دي اف مثلا، زي المستندات التانية، معالجه النصوص اللي هو الوورد الاكسل، دي برضو بتعتبر من ضمن المستندات. زي ايه كمان؟ زي الصور الرقميه للمحتوى الورقي اللي موجود عندنا. فاحنا عندنا السيستم، الدوكيمنت مانجمنت سيستم ده، بنقول هو ازاي بيقدر يدير المستندات بجميع اشكالها. ازاي حضرتك بتقدر من ساعة ما تدخل لك ورقة في الشركة عندك لحد ما تطلع بشكل ريبورت، أو لحد ما تطلع بشكل ليتر متسلم لعميل أو لكلاين، أو دوكيمنت عليها ريسبونس من الشركة بتاعتك، عليها تكنيكال ريفيو مثلا، أو حصل لها إن هي حصل لها تكنيكال ريفيو. فكل البروسيس دي كلها من أولها لآخرها اسمها دوكيمنت مانجمنت. تمام؟ الإدارة المستندات دي بتوفر لك وقت كتير جدا، وبتوفر لك فلوس، وبتوفر لك حاجات كتير. انت تخيل حضرتك كده، انت عندك أوضة كاملة مليانة ورق من جميع الأنواع، جوابات على مستندات مهمة، على عقود، على حاجات تكنيكال، حضرتك مش مرتبهم بشكل صحيح. تعالى كده فكر ان انت تدخل تدور على حاجة فيهم مش معمول لهم سيريال، مش معمول لهم، مش مترتبين في مكانهم الصحيح. حضرتك هتاخد وقت قد ايه علشان توصل لمعلومة انت عاوزها؟ طيب فرضنا ان حضرتك بتحط كل الورق ده في مكان واحد، مش وارد ان ورقة مثلا تطير من الورق ده، ورقة تضيع، ورقة يحصل لها دامج، يحصل لها ان حاجة تقع عليها، ما تعرفش توصل لها في يوم من الايام. ده كده الريسك اللي بيقابل كل الناس اللي موجودين معانا في السيستم ده، لان حضرتك وارد ان الورقة دي تكون ورقة مهمة، تكون حاجة مثلا بتثبت حقيقة حضرتك في جزء معين في المشروع، او في سكوب مثلا معين، او في فلوس المفروض ان حضرتك بتطالب بيها حد تاني. لو الورقة دي ضاعت حضرتك مش هتعرف تثبت حقيقتك بالكلام ده. طيب فرضا ان حضرتك عندك نفس الأوضة دي، بس انت متأكد ان مفيش حاجة ضاعت، فانت هتاخد وقت فيها كبير جدا عشان تقدر توصل للمعلومة اللي انت عاوزها. طيب فرضا حضرتك حطيت كل الحاجات جنب بعضها، يعني مثلا لو انت مثلا سي احنا بنجيب الجوابات بنحطها مع بعضها في فولدر معين، او بنحطها لوحدها في جنب واحد من الاوضه دي، بقيه الاوضه تانية متقسمه، كل حاجه تبع نوعيه الورق اللي هو موجود منها ده. طيب لما نيجي ندور برضو فيها، حضرتك بعيده عن ان انت هتتعب، هتلاقي ان انت مش مرتاح وانت داخل تدور في الاوضه دي. فبالتالي الدوكيمنت مانجمنت دي نشأت علشان تخليك بتدور على حاجة بأريحية، بتوصل للمعلومة بطريقة سهلة وسلسة. فرضا إن الشخص المسؤول عن الدوكيمنتس دي في يوم من الأيام مش موجود، أو في يوم من الأيام ساب الشغل، أو تاب، أو تفر حصل أي حاجة ليه. لما حضرتك لو أنت مش عندك سيستم قوي، اللي هيجي يدور على المعلومة وراه مش عارف يوصلها، لأن هو الوحيد اللي عارف المعلومة دي يعرف يوصلها إزاي. طيب أنا دلوقتي عندي الحاجة محطوطة في مكانها، بيتعمل لها أبديت ديلي، الحاجه بتجيلي من بره بتتحط على طول وبيتعمل لها الرينيم بتاعها عشان تبقى موجوده. هيبقى سهل جدا على حضرتك حتى الشخص ده لو مش موجود، ان الحاجه بتبقى اخر مره هو موجود فيها هتلاقي الحاجه كلها مترتبه في نفس المكان. ده اللي احنا بنتكلم فيه في الدوكيمنت مانجمنت، ان احنا بنقول ان ده بيوفر لنا وقت وفلوس كتير جدا، وبيوفر لك امان للدوكيمنت بتاعتك، ويخليك انت مرتاح
ومطمن ان الدوكيومنتس بتاعتك دي وان كل النولج اللي عندك او المعلومات اللي موجوده الانفورميشن اللي موجوده عندك في الشركه موجوده في امان، وان انت سهل ان انت تتحكم فيها وسهل ان انت توصل لها في اي وقت انت عاوزه. وبالتالي انت بتقدر ان انت بتشوف ان انت لو حبيت ان انت تعمل عليها اوديت في اي وقت بتعرف توصل لها او بتلاقي نتائج الاوديت بتاعتك تمام. يعني فرضا ان الشركه دي مثلا محتاجه ان هي تاخد ايزو، لازم هي تبقى ماشيه على مانجمنت رول معينه علشان تقدر تحصل على الشهاده دي. فلو حضرتك عندك السيستم ده من الاول او انت ماشي على التراك ده من الاول، مش هتاخد وقت معاك ان انت تقعد ترتب الكلام ده، مش هتلاقي متطلبات الايزو بالنسبه لك حاجه سهله جدا، مش هتاخد فيها وقت ومش هتاخد فيها ان انت تعلم التيم اللي عندك الكلام ده. فده بيبقى سهل جدا عليك ان انت لو بدات فروم سكراتش ان انت تظبط الورق بتاعك وتحطه على سيستم، ايفن حتى لو سيستم مانيوال. احنا طبعا كل المتجه دلوقتي في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي ان كلنا شغالين على برامج او شغالين على سوفت وير او على اي دي ام اس والكلام ده، بس ستيل احنا النهارده بنشرح النظام المانيوال. ليه؟ لان في الاخر انت حضرتك لو عندك برنامج احنا بتشتغل عليه وحضرتك بالنسبه له يوزر داتا انتري، حضرتك بتدخل بس الداتا بتاعتك على البرنامج ده، بس هل انت وانت بتدخل الداتا دي هيجي لك الراجل اللي بيعمل لك التريننج على الكورس ده او على البرنامج ده؟ هيجي يقعد مع حضرتك مثلا يومين يقول لك حضرتك لما تحب تدخل الداتا بتعمل الحاجه الفلانيه، حضرتك لما بتحب تدور على معلومه بتدور في الخانه الفلانيه، حضرتك لما بتحب تجيب تعمل ريبورت بتطبع من الايقونه الفلانيه. طيب هل انت كده بقيت دوكيمنت كنترول بروفيشنال؟ لا طبعا، لان انت مش فاهم ايه الكونسبت بتاع الدوكيمنت كنترول. احنا عندنا اساسيات في الدوكيمنت كنترول، حاجات ما ينفعش تمشي من غيرها، حاجات حضرتك لو انت فاهمها هتقدر تتناقش مع مدير المشروع بتاعك وتقنعه بوجهه نظرك، لان انت عندك ستاندر ماشي عليه، انت مش ماشي من مزاجك، انت مش بتقول ان كده احلى فانا خلاص ده مريحني فانا هعمل ده. لا، هيبقى الفيصل ما بينكم انتوا الاثنين ستاندر الايزو هي اللي حطاها، هي اللي بتفصل اذا كان حضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله مظبوط او الكلام اللي بيقوله مدير المشروع هو اللي مظبوط. فبالتالي ده هيدي حضرتك ثقه لان حضرتك وانت بتتكلم او انت بتظبط شغلك انت بتظبطه بطريقه بتريحك وفي نفس الوقت بطريقه صح. تمام، فاحنا دلوقتي هنرجع تاني نتكلم عن الدوكيمنت مانجمنت ونقول ان هي الطريقه الوحيده اللي توفر لحضرتك مجهودك وفلوسك في الشركه وتبقى مطمن وبتديك الامان ان كل الدوكيمنتس تحت الكنترول وان انت بتقدر تبص عليها في اي وقت، تقدر تدور عليها في اي وقت تلاقيها موجوده، وبتقدر ان انت تعمل عليها اوديت لو انت حابب ان انت تتاكد ان السيستم بتاعك ده شغال تاني. تمام، تعريف تاني للدوكيمنت مانجمنت، بنقول ان هي اداره المستندات، هي الطريقه اللي بتقوم بيها المؤسسه بتاعت حضرتك لتخزين المستندات الإلكترونية وإدارتها وتتبعها. أهم من إن حضرتك تقدر إن أنت تدير المنظومة الورقية في الشركة بتاعتك أو في الأورجانيزيشن بتاعتك، أهم منها إن حضرتك تعرف تعملها تراك. لأن إحنا ككونستراكشن كومبانيز مثلا شغالين فيها مهم قوي إن أي ورقة تدخل أنت أكيد هي جاية لك لسبب. حضرتك استلمت، حضرتك بصفتك مثلا حضرتك شركه انجينيرنج مثلا او كونسلتنت، دخل لك مثلا ريكويست من الكونتراكتور او من المقاول اللي انت شغال معاه، اكيد هو طالب من حضرتك رد. لو هو طلب من حضرتك الرد ده وما جالوش مثلا في خلال الفتره التعاقديه ده، اكيد عندك مشكله ان هو كده طلب منك معلومه او طلب منك كلاريفيكيشن من الشركه بتاعتك حضرتك ما ردتش عليه في الوقت المناسب. طب مين اللي هيقدر يقول ان ده فين الوقت المناسب او الورقه دي دخلت امتى او الورقه دي خرجت امتى؟ الدوكيمنت كنترول، لان بالتالي الورقه لما بتدخل عن طريق الدوكيمنت كنترول هو بيقوم ختمها ختم الاستلام. ختم الاستلام ده بيقول للراجل المقاول ان انت ابتدي عد عليا من الوقت ده، فخلاص هو هيبتدي يعد عليك ان الورقه دي حضرتك استلمتها من اليوم الفلاني، هو يبتدي يحاسبك اليوم الفلاني ده تعقديا. مثلا احنا بنتكلم في 15 يوم، في 21 يوم المفروض حضرتك ترد تراجع في الدوكيمنتس دي وترجعها له تاني، تكتب الرد الانجينيرنج بتاعك على الورقه دي. ففي خلال الفتره دي لو حضرتك ما طلعتش ما عملتش سبميت للدوكيمنتس بتاعتك دي، انت كده عندك مشكله، لان هو ممكن يرجع يعمل لك كليم او هو يطالبك بفلوس في اخر المشروع حضرتك اخرته في تنفيذ الشغل بتاعه، ان يعني انت رديت عليه متاخر.
دي حاجة من ناحية العملية. طب من ناحية النظرية التانية، مش هيبان ان انت عندك كنترول على الدوكيومنتس بتاعتك، مش هيبان ان انت عندك الناس شغالة او الناس بتتابع شغلها. فوظيفة الدوكيومنت كنترول اللي ماشي على سيستم كويس ان هو يدي لحضرتك الارم ان الدوكيومنتس دي محتاج الرد عليها في الوقت الفلاني، ان الدوكيومنتس دي بيندنج عندي، ان انا بعمل لها تراك، ان هو يفضل يشوف الدوكيومنتس دي مسؤولية مين في الشركة بتاعته لحد ما تطلع ويطلع لها رد منها. وانس ان انا طلعت لها الرد من شركتي يبقى انا كده خلاص عملت الدوكيمنت دي تراك، بعد كده عملت لها سكان وحفظتها في مكانها، كده الدوكيمنت خلاص انا خلصت كل السكوب بتاعي عليه. فانا كدوكيمنت كنترول هي دي وظيفتي من ساعه ما استلم اي دوكيمنت داخل الشركه لحد ما تطلع من عندي. طبعا السكوب بيختلف، احنا عارفين ان احنا عندنا اكتر من مجال في الكونستراكشن. اذا كان طبيعه عملك حضرتك في الشركه، اذا كانت مالك او اذا كانت مقاول او استشاري بتختلف، او ان حضرتك سب كونتراكتور بتختلف بطبيعه التاسك واقفه عندك فين. هل حضرتك اللي بتنشيت التاسك دي، هل حضرتك اللي بتنشيت الدوكيمنت دي، انت اللي بتعمل لها، انت اللي بتبتدي ان انت تشتغل عليها الاول، حضرتك اللي بتعملها فروم سكراتش بعد كده بتسلمها للكونسلتنت، ولا انت حضرتك بتعمل ايه؟ فاحنا هناخدها من كل السكوبس. يعني انا احنا هنبتدي الدوكيمنتس، هنبتدي نشرح الدوكيمنتس من ساعه ما بتطلع من عند المقاول، علشان يبقى الدوكيمنت كنترولرز اللي شغالين مع المقاولين فاهمين الدنيا ماشيه عندهم ازاي ومتنظمه عندهم ازاي، وهو فاهم برضو حقوقه والواجبات اللي عليه تجاه الكونسلتنت اللي هو الدوكيمنت كنترول التاني اللي شغال مع الكونسلتنت، ويبقى عارف ايه العلاقه اللي ما بينه وما بين الكلاينت، برضو هو هيبقى محتاجه في ايه. فمهم جدا ان كل واحد يبقى عارف الواجب اللي عليه، ويبقى عارف مسؤولياته، ويبقى عارف حقوقه عند الاطراف الموجوده التانية في المشروع ايه. ده شيء مهم جدا وهيساعدك جدا جدا ان انت تبقى انت عارف ان هو ما حدش يضحك عليك ويشيلك شغلانه مش بتاعتك. يعني مثلا كنا بنتكلم زمان قوي في الدوكيمنت كنترول، كنا بنقول في اول في الكورس الاولاني بنقول ان الدوكيمنت كنترول مش سكرتاريه، مش ادمن، ما تعملوش ان هو اركايف، ما تعلموش، ما تتعودش، ما تحاولش ان انت تتعامل معاه على انه حد بيتقال له اعمل كذا وهو هيعمله. حضرتك سكوبك مختلف تماما، مع احترامي طبعا للناس بتوع الادمن وبتوع السكرتاريه، بس احنا سكوبنا مختلف كدوكيمنت كنترول. سكوب الدوكيمنت كنترول هو بيبقى عارف هو هيعمل ايه، مش مستني ان يجي حد يقول له اعمل كذا، لان هو عارف التاسكس الموجوده عنده. فمهم جدا ان حضرتك تبقى عارف التاسكس الموجوده عندك، تبقى عارف ان انت ملزم ان انت تقدم كل شهر ريبورت مثلا شهري عن الستاتس اللي موجوده عندك في المشروع، ايه واقف عندك، طب وايه واقف على حد تاني، طب انت حاجتك المفروض اللي عند الناس هيترد عليها امتى. ان حضرتك تبقى دايما عارف ان الدوكيمنت اللي تحت ايدك الديدلاين بتاعها ماشي ازاي. مهم جدا انت تعرف الكلام ده، مهم جدا ان انت تبقى عندك آلية تعرف تقدر تعمل بيها تراكنج للمشروع بتاعك، علشان في الاخر هي دي وظيفة الدوكيمنت مانجمنت عندك. وظيفتك ان انت تبقى تقدر تحط كل المشروع على التراك، ان انت ما تبقاش متأخر في حاجة، ان ما يبقاش عندك ورقة المفروض ان في مهندس تاني يرد عليها وحضرتك ما فكرتش المهندس او ما بعتلوش قلم. مش وظيفتك ان انت ترد عليها، بس وظيفتك ان انت تعلمه، ويبقى عندك اثبات ان انت تعرفه ان الحاجة دي بندج عند حضرتك وان هيحصل عليها تأخير لكذا وكذا، علشان تبقى الآلية كلها يبقى في الاخر التأخير مش عندك، تبقى انت حضرتك عرفته ان هو في مشكلة في ديبارتمنت معينة، بالتالي الهيد سكشنز يبقوا عارفين، بالتالي انت تبقى مسؤوليتك ما عندكش اي مسؤوليه في الموضوع. تمام، ده بالنسبه للتعريفات بتاعه اداره المستندات. طيب ايه الهيستوري بتاع اداره المستندات؟ يعني اداره المستندات دي طلعت امتى او كانت عباره عن ايه؟ بالنسبه للدوكيمنت مانجمنت بيقولوا ان في الثمانينات، طبعا الحاجات دي كلها يعني ريسيرش، يعني احنا حاجات مش متاكدين منها، يعني الناس يقال ان هم موجودين في الوقت ده. زي مثلا الدوكيمنت كنترول، يقال ان الدوكيمنت كنترول بدات، السيستم بتاع الدوكيمنت كنترول بدا من ايام عصر الفراعنه. قال لك ان كان هم عندهم برديات وعندهم كالكوليشنز وعندهم دروينج ورسومات للبناء، كانوا محتفظين بيها من ايام الفراعنه، كان هما بيحتفظوا بكل مستندات البناء موجودة عندهم. بس كانت عندهم مشكلة إن هو شخص واحد أو جماعة واحدة اللي بتحتفظ بكل الدوكيمنتس بتاعة البناء دي.
احنا ما كناش فاهمين هل هو ده مثلا كانت وظيفه الكنترول في وقتها، مثلا كان هو في شخص مسؤوليته ان هو يجمع كل معلومات البناء او كل الرسومات بتاعه البناء دي او الكالكوليشنز او الحاجات دي كلها بيجمعها هو لوحده، تفضل موجوده في مسؤوليته هو. بعدين شفنا بقى في عصر الرومان كمان كانوا بيعملوا نفس القصه دي، الموضوع تطور معاهم شويه وبدأوا إن هم يخلوا الدراسات دي برضو documented، بيحتفظوا بيها بعد ما يخلصوا كل مشروع عندهم أو حاجات دي. بعد كده دخلنا بعد كده في العصر اللي بيسموه العصر اللي بيسموه إيه، ثانية، في أواخر الثورة الصناعية. قالك في أواخر الثورة الصناعية كان عندهم برضو اختلافات بقى، خلاص كان بدأ الموضوع يختلف وبدأ إن يحصل فيه ثورة في كل العالم، فالناس بقت عندها documents كتيرة وبقى عندها details وتفاصيل كتيرة مش عارفين يحتفظوا بيها. فبدأ يظهر إن في حاجة اسمها خزانة ملفات أو ستور أو أركايف. إحنا مش عارفين بقى هل هم كانوا بيحتفظوا بالمستندات دي وبالورقيات دي والبرديات دي during الفترة بتاعة المشروع ولا بعد ما بيخلص المشروع. يعني احنا اللي احنا حضرنا اللي احنا وعينا عليه او اللي احنا عشناه قبل ما يبقى في حاجة اسمها document control، كان في حاجة اسمها ارشيف. الارشيف ده كانت كل المستندات اللي حضرتك بتخلصها كان هو مسؤولية، يعني مسؤولية موظف الارشيف ان هو يحتفظ بكل الدوكيمنتس القديمة. فرق الدوكيمنتس، يعني فرق الدوكيمنت كنترول عن الارشيف زمان، ان زمان الارشيف كان بيحتفظ بس بالحاجات القديمه اللي حضرتك لو تحب ان انت ترجع لها، انما دلوقتي الدوكيمنت كنترول بيحتفظ بالحاجات اللي هي لسه اللي هي راننج في البروجكت اللي شغاله دلوقتي، مش في الحاجه اللي خلاص اتقفلت وخلصت من زمان. فمهم جدا ان انا برضو احتفظ بالداتا الحاليه دلوقتي والداتا القديمه. الداتا القديمه اكيد هتفرق معايا، يعني لو انا شغال مثلا في مشروع في نفس الاريا مثلا في مصر مثلا او في لبنان او في بيروت، هم بيبقى عندهم اكواد، المهندسين بيبقى عندهم اكواد شغالين عليها، الكود المصري مثلا، الستاندر شغاله مثلا في بلد معينه، اللي بيسموها ايه القوانين بتاعت بلد معينه دي بيسموها lesson learning لكل مشروع. انا مثلا لو خلصت مشروع مثلا في جهه ما في منطقه ما، بحتفظ بالدوكيمنتس بتاعتي دي لفتره معينه مثلا من 10 سنين مثلا ل 15 سنه على حسب الفتره دي، علشان ان انا ممكن من يوم من الايام يبقى عندي مشروع في المكان ده وابتدي ان انا احتاج ان انا اخد مثلا ايه كنكليشن مثلا للجي تكنيكال مثلا لطبيعه الارض في المكان ده، او قوانين مثلا كود مثلا للبلد دي، ابقى فاهم ان القوانين ماشيه في البلد هنا ازاي، الضرايب هنا ماشيه ازاي. الحاجات دي هتفيدني في مشاريع جديده، فبالتالي انا لازم احتفظ بكل الدوكيمنتس بتاعت المشاريع بتاعتي القديمه. ففعلا بيقولوا ان الدوكيمنت كنترول بدا من زمان جدا، من ايام المصريين القدماء وبعد كده الرومان وبعد كده بعد الثوره الصناعيه، بعد كده بدا يظهر بقى الطباعه والنسخ والتصوير والكلام ده، بعد كده بدا يظهر المايكروفيلم وهم بيقدروا يحتفظوا بكميات كبيره جدا على المايكروفيلم، بعد كده بدانا احنا نشوف بقى السي دي او كانوا بيسموها الديسك زمان، هو كان لونه اسود، ده اللي كان بيحتفظ بداتا مش عارفه ب 400 باين ولا حاجه كده، كانت حاجه بسيطه جدا. بدا بقى يظهر عندنا شويه تقنيه ان احنا نبتدي، يعني ان احنا نبتدي نخزن البيانات والمعلومات على اسطوانات مثلا ونبتدي نحتفظ بيها. شويه شويه بدا الموضوع يتطور عندنا دلوقتي لحد ما وصلنا ان احنا بقينا بنعمل سيستمز كامله علشان نحتفظ بيها بالدوكيومنتس بتاعتنا، ترفع على سوفت ويرز او على سيرفرز تبقى موجوده، بحيث ان حضرتك مجرد بس ما انت بتعمل عليها سيرش وتكتب اسم الدوكيمنت او اسم اي حاجه مشابهه للدوكيمنت، تاريخها، اي معلومه انت بتدور عليها، تقدر ان انت توصل للمعلومه دي بسهوله. تمام، فهو ده السيستم اللي احنا وصلنا ليه في الوقت الحالي. طبعا هنا بيقولوا ان الدوكيمنت مانجمنت بدات زمان جدا في كذا سيستم، وبعد كده بدا بقى من 1980 بدأت تظهر الديجيتال دوكيمنت مانجمنت، ان هم بدأوا يتعاملوا مع الدوكيمنتس عن طريق البي دي اف، عن طريق السوفت ويرز. بقت بالنسبه لك المعلومات مش لازم كل حاجه تطبعها علشان تقدر تقراها،
عليك ممكن تقرا الريبورتات كلها والدروينج كل حاجه تبقى موجوده. ظهر الكاد بكل بمختلف الريفيجنز بتاعته، فبالتالي كل الحاجات دي كل البرامج دي بدأت تساعدنا. بدأ يبقى في برامج تقدر ان هي تشتغل على برامج تانية، على الوورد مثلا، على الباوربوينت، على الحاجات دي. يبقى بيسهل لك كتير ان انت مش لازم تغير من البرنامج بتاعك ده البرنامج تاني عشان تقدر ان انت تدخل على السوفت وير ده. بقى السوفت وير ده بيبقى ادبل مع اي برنامج تاني عشان يبقى سهل عليك ان انت تقدر تتعامل فيه. تمام. طيب ايه هو نطاق التنفيذ بتاع الدوكيمنت مانجمنت في المشروع؟ طبعا باختصار كل الدوكيمنت بتاعت المشروع لازم الدوكيمنت مانجمنت بتاعتنا تبقى ابلاينج على كل المشروع عندنا، كل التكنيكال دوكيمنتس الموجوده في المشروع. ما ينفعش ابقى انا ماشيه مثلا على سيستم ايزو في جزء في ديبارتمنت مثلا من الشركه، والشركه التانيه مش ماشيه معايا على نفس السيستم. هتحس ان هما الاثنين مش بيتكلموا نفس اللغه، زي اكنك جايب اتنين، واحد ياباني والتاني هندي، هما الاثنين مش عارفين يتواصلوا مع بعض. الدوكيمنت دي لازم تبقى مكتوبة بلغة واحدة، لازم تبقى معروفة، لازم تبقى ماشية على نفس السيستم، ماشية على نفس الكونسبت. ما ينفعش حضرتك تبقى بتعمل ابديت مثلا على لوج واحد مثلا، او على نوع دوكيمنت معين، مش بتعمل ابديت على بقية الدوكيمنتس التانية. لازم طالما حضرتك هتعمل ابديت يبقى تعمل ابديت على كله علشان تقدر توصل للمعلومة بسهولة، عشان يبقى السيستم عندك ماشي. فالدوكيمنت اللي حضرتك هتطبقه ده هيبقى ماشي على كل التكنيكال دوكيمنتس سيرفيس الموجودة عندك في الشركة. تمام. طيب ايه الهدف؟ انا ليه بعمل ده؟ انا ليه بعمل دوكيمنت مانجمنت والكلام الكبير ده، وابتدي ان انا اضيع فيه وقت وان انا اشغل فيه ناس؟ اولا ان انت لازم حضرتك لما تيجي تتعامل مع الدوكيمنت تبقى متاكد من 3 حاجات. متاكد ان هي ابروف، ان الورقه اللي انا ماسكها دي ورقه معتمده، مش حاجه مش معتمده، مش حاجه مش متوافق عليها. اكن حضرتك مثلا عملت مثلا تصميم لحاجه واشتغلت عليه خاصة تنزل تنفذه في المشروع. طبعا ده مش منطقي، وده مش اللي احنا بنعمله في المشاريع بتاعتنا. حضرتك لازم عشان يبقى عندك دوكيمنت مثلا لازم تبقى الدوكيمنت دي معتمده، ولازم تكون معتمده من جهه اعتماد معروفه. انا مثلا كمقاول قدمت عندي دروينج، شوب دروينج مثلا، لازم الشوب دروينج دي تروح للكونسلتنت عشان ان انا اقدر ان انا انفذها. طب فرضا ان انا كدوكيومنت كنترول عندي كذا ريفيجن من اللوحه دي، المهندس اللي نزل ينفذ المشروع ده او ان هو بدا يطبق الكلام ده خد دوكيومنت من ضمن الدوكيومنتس دي مش معتمده، الدوكيومنت دي كانت لسه تحت المراجعه وحصل عليها تعديلات واللي اعتمدت نسخه تانية. انا بالنسبه لي كده بدات ان انا يحصل عندي مشكله فعليه في المشروع، هتكلفني فلوس وهتكلفني وقت عشان اصلحها، ويا عالم هيكتشفوها امتى. يعني وارد ان هي يعني الديفرنس محدش يعرف يكتشف الفرق ما بين الحاجتين دول، اللي اتعمل فعلي والمعتمد محدش يعرف يكتشف. فبالتالي الدوكيمنت مانجمنت او الدوكيمنت كنترول مهم جدا جدا ان هو يشتغل على الحاجات الابروفد، او يبقى معرفك ان الحاجه اللي موجوده على السيستم دي اخر حاجه هي ابروفد، ان هي دي متوافق عليها. حاجه تانية ان هي تكون valid، ان هي تكون صالحه للاستعمال. مهم قوي ان انا ابقى عارف ان الدوكيمنتس اللي بتاعتي دي صالحه للاستعمال، ان هي ما تكونش مثلا كانسل، ما تكونش مثلا حصل لها ريفايزد، ما تكونش ان هي حد غير فيها حاجه، ان هي تحت ان هي لسه تحت المراجعه، ان هي كلام من كده. فمهم جدا كمان ان هي تكون اب تو ديت، ان تكون دي اخر نسخه عندي من الدوكيمنت، ما يبقاش عندي طلع لها ريفيجنز تانية، انا ماسكه ريفيجن زيرو هي دي اللي انا نازله اطبقها في المشروع، وانا عندي انا شغاله على ريفيجن 3 دلوقتي واللي فاينل ابروف متاخد على ريفيجن 3. فاهم حاجه الغرض من الدوكيمنت كنترول ان هو يتعامل او ان هو يخلي الواضح عندي والابليكابل عندي اللي موجود في الشركه ان تكون الدوكيمنتس بتاعتي ابروفد وتكون فاليد وتكون اب تو ديت. اول حاجه تكون بتوافق عليها، مقبوله، مفيش اي مشاكل، تكون صالحه للاستعمال. ثالث حاجه تكون up to date، تكون محدثة. طيب تاني حاجة التغييرات. عندنا مشكلة في التغييرات، إن حضرتك ممكن يحصل التغيير على document وإنت نسيت تحط آخر revision، نسيت توزع آخر تغيير ده للمهندس المختص. حصل مشكلة مثلا في الديزاين، فالديزاين اتغير، وحضرتك النسخة اللي هي بتاعت الديزاين المتغيرة دي ما راحتش للمهندس، هي مثلا لوحة ميكانيكا
حصل عليها تغييرات، بس هي ليها علاقة بلوحة تانية أو ليها علاقة بشغل من الديبارتمنت التانية اللي هو مثلا الكهرباء. فحضرتك خدت الحاجة، خدت اللوحة دي اديتها لبتاع الميكانيكا ونسيت تعرف إن الراجل بتاع الكهرباء إن هو حصل عنده تعديل في لوحة من اللوحة دي. دي مشكلة مين؟ دي مشكلة الدوكيومنت كنترول برضه، إن حصل تغيير. عشان كده إحنا بنقول إن إحنا لما بيحصل عندنا توزيع للدوكيومنتس، لما باجي إن أنا أعمل ديستريبيوشن لأي دوكيومنت من عندي، لازم أعمل حاجة اسمها ديستريبيوشن ماتريكس، وصفة مواصفة كده إن هي تقول إن الدوكيومنت دي المفروض تروح لمين فور أكشن، تروح لمين فور إنفو، المعلومة دي هتروح لمين عشان يبتدي إن هو ينفذها، ولازم مين يبقى عارف المعلومة دي بعدين، بحيث إن أنا لما يحصل عندي تغيير على الدوكيومنت دي لما أروح أوزعها أوزعها أزبير المواصفة اللي أنا خدتها قبل كده، اللي أنا وزعت عليها الدوكيومنتس دي قبل كده، علشان يبقى كل التغيرات الموجودة عندي في المشروع كل اللي ليهم علاقة أو ليهم صلة بالتغيير ده يبقى هم عارفين. فهنا بنقول إن هنا التغيرات والكارنت ريفيجن ستيتس، لازم أي تغيير عندي بيحصل على أي دوكيومنتس لازم كل الناس اللي ذو صلة بيهم لازم يبقوا عارفين. دلوقتي هم بالنسبة للسوفت ويرز اللي الناس بتتعامل بيه، أي سوفت وير بيحصل في الأول حضرتك بتبتدي إيه بقى، إيه بيسموها إيه، توفقوا أو تعرفوا على السيستم، تخلي السيستم أبليكابل عندك على شغلك أو على شركتك. إزاي؟ إن حضرتك بتقول والله أنا عندي المهندس بتاع الكهرباء، الهيد سكشن بتاع الكهرباء اسمه كذا، الهيد سكشن بتاع الميكانيكا اسمه كذا، وبتاع المعماري وبتاع الاستراكشر اسمهم كذا. حضرتك بتدخل الداتا دي للسيستم علشان يعرف ان هو اي تعديل على اي لوحه في الميكانيكا هيبعت لفلان. طب لو اللوحه دي ريليتد للكهرباء وللميكانيكا يبعت لفلان وفلان، هتلاقي كل واحد عنده تعديل على دوكيومنتس مثلا عنده بيتبعت له نوتيفيكيشن يقول له ان حصل تعديل على الحاجه الفلانيه، وبيعمل كانسل او بيعمل هولد او بيدي لك اي اشاره كده يعرفك ان الدوكيومنت دي، ان السوفت وير اللي حضرتك شغال عليه ده حضرتك مش يعني ان الحضرتك اللي شغال عليه ده مش الابديت، ده مش اخر حاجه، مش هي دي اخر ريفيجن انت شغال عليه. فبالتالي حضرتك هتبقى عارف ان انت ان اخر معلومه دي شغال عليه. بس احنا قلنا احنا هنا مش هنشرح الجزء اللي خاص بالسوفت ويرز، الجزء اللي هو خاص بالشركات اللي عندها سوفت وير شغال عليه، احنا هنتكلم على الحاجات المانيوال، الحاجات اليدويه اللي احنا شغالين عليها. بنفترض ان الشركه دي ما عندهاش اي حاجه سوفت وير، وبنحاول ان احنا نبتدي على البيز من الاساس، من ساعه ما قالوا يا دوكيمنت كنترول هنشوف الدنيا من اول كانت ماشيه ازاي، ايه الكونسبت، ايه الستاندرد اللي احنا هنمشي عليه، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. تمام؟ فهنا بنقول برضو ان الغرض للدوكيمنت كنترول ان هو يراعي التغيرات الموجوده في الدوكيمنتس الموجوده، ويعرف الناس العاملين عليها ايه هو اخر ريفيجن احنا شغالين عليه. تمام؟ بعد كده بنتكلم كمان في الفايلز، هنا بنتكلم عن السكيورتي. انا دلوقتي عندي مثلا دوكيمنتس خاصة، مثلا أكتر حاجة بتبقى إحنا بنتكلم عنها في السكيورتي بتبقى مثلا الحاجات اللي ليها علاقة بالحسابات، الحاجات المالية، المعلومات دي أكتر معلومات إحنا بنبقى عارفين إن في ديبارتمنت معينة بس هي اللي بتبقى مسؤولة عن الجزئية دي، مش كل الشركة المفروض تعرف المعلومة دي. فبالتالي الدوكيمنت مانجمنت بيديلك بيعمل برايفسي على دوكيمنت معينة إن هو بس اللي يقدر يشوف الدوكيمنت دي، طب بقيه الديبارتمنت التانيه هيشوفوا بس اللي يخصهم. فبالتالي برضو الدوكيمنت مانجمنت ده بيخليك تحدد صلاحيات كل حد في الشركه عندك، وبيخليك كمان تقول ان مين يعمل ايه. يعني انا مثلا عندي مثلا سيرفر وانا بحط الداتا عليه، لازم اقول ان الناس كلها تبقى فيور للسيستم، مين اللي محتاج ان هو يغير، فلان وفلان وفلان، هما دول بس اللي هيعدلوا، بحيث ان حضرتك كل ما حضرتك بتقلل عدد الناس اللي بتعرف تعدل او اللي شغاله اللي عندها صلاحيات كتير، كل ما حضرتك قدرت ان انت تكنترول السيستم عامه. السيرفر عندك كله لازم يبقى قليلين قوي اللي بيقدروا يعملوا كل التعديلات فيه، ما تديش الصلاحيات لكل الناس
فبالتالي لما تحصل مشكلة ما تبقاش عارف الصلاحية عند مين. بس لو حضرتك عندك الصلاحيات الكاملة عند 2 أو 3 موجودين في الشركة عندك، هتقدر تعرف إن الموضوع محصور ما بينهم هما الاتنين، ساعتها هتقدر تكتشف مين اللي عمل الغلطة أو المشكلة عند مين. لأن وارد لو أنا مدي صلاحيات لكل الناس اللي في البروجكت عندي أو كل الناس اللي في الشركة عندي على السيستم، وارد إن حد هو شغال إن هو يعمل شيفت ديليت بالغلط، وارد إن هو الحاجة دي يشيلها من هنا يحطها هنا لو هو عنده كامل الصلاحية. إنما لو أنا عارف إن الدوكيمنتس دي صلاحيتها مع الدوكيمنت كنترول، هو أكتر حد عارف إن هو هياخد باله إن مفيش حاجة اسمها شيفت ديليت، إن مفيش حاجة اسمها إن أنا أسيب الكمبيوتر بتاعي من غير باسورد، مفيش حاجة اسمها إن أنا أي حد يدخل مكتبي وأي حد ممكن يلعب على الجهاز بتاعي. كل الحاجات دي بتبقى محظورات حضرتك بتبقى بتاخدها في احتياطك عندك علشان ما تحصلش منها مشكلة. لأن وارد إن حد يبقى قاعد على جهازك مثلا ما ياخدش باله يعمل ديليت بالغلط، ورقة عندك على المكتب وقع عليها كوباية شاي، طب هتعمل ايه؟ فكده خلاص حاجة عندك خربت، مش هتعرف تعمل فيها أي حاجة. فبالتالي احنا هنا بنتكلم ان انت حضرتك لازم ان انت تقدر تتعامل مع الدوكيمنتس بصلاحيات معينة، تقدر تحدد كل واحد ايه هي صلاحياته، في نفس الوقت بتقدر تتعامل مع الدوكيمنتس دي ان انت تعرف تعمل لها مينتين، وتقدر ان انت توصل لها بطريقة سهلة. يعني انا اقدر اتعامل مع الدوكيمنت دي، ادخلها اعرف الريفيجنز بتاعها، اعمل لها ريجستريشن، اعمل لها كل الحاجه اللي هي عاوزاها، اعمل لها سكان خلاص فايلتها في مكانها، ابتدي ان انا لما احب ان انا اعمل ريتريف للمعلومه دي او ان انا اعمل استرجاع للمعلومه دي اقدر استرجعها بسهوله، ما اقعدش ادور على دوكيمنتس. مثلا انا لو بحتفظ بالبي دي اف مثلا من غير ما تبقى مثلا معمول لها رينيم، مثلا هتلاقيني بقعد ادور في كل حاجه مثلا لانها كلها اساميها شبه بعضها، هي واخده سيريال وهي بتتعمل سكان بس مش ملهاش اسم ملهاش الماتيريال. لو انا بدور في الماتيريال في كل جوه كل الماتيريالز اللي انا استلمتها يبقى صعب عليا جدا ان انا اوصل للمعلومه. انما لو انا عامله توصيف وعامله رينيم كويس لكل الفايلز اللي عندي، هتلاقيني مجرد ما بعمل كنترول اف مثلا او ان انا بدور على المعلومه او ان انا بدور على سيريال لكل حاجه واخده نفس السيكونس في الرينيم، حضرتك هتوصل للمعلومة أو للرقم اللي أنت عاوز توصل له بسهولة. لو أنا كاتبة مثلا إن الليترز مثلا عندي مكتوب لها السبجكت بتاعها مثلا جنبها، أنا بالنسبة لي عشان أوصل لمعلومة يعني ممكن توصل لها عن طريق رقم، ممكن توصل لها عن طريق تاريخ، ممكن توصل لها عن طريق السبجكت بتاع الدوكيومنتس اللي أنت عاوز توصل لها أو الانفورميشن دي. طيب أنا ما عنديش حاجة من التلاتة دول، يبقى ما فيش غير إن أنت مش كده مش هتعرف توصل لحاجة، فما عندكش أي كيورد عشان توصل لها. وحضرتك ممكن تبص في الديت، حضرتك ممكن تبص في السبجكت. فانا عندي كل ما بسهل على نفسي كل ما بعرف اوصل المعلومه اسرع، كل ما بيبقى بالنسبه لي الوقت اللي انا بقضيه ان انا اقعد ادور على حاجه او ان انا اقعد مش لاقيها، اولا هيبقى منظرك قدام التيم اللي انت شغال معاه ان انت مش بروفيشنال، لان الف ب دوكيمنت كنترول ان انت تعرف توصل للمعلومه بسهوله وفي وقت لا يذكر. لو انت قعدت تدور عليه كتير، طب ما هو كان الراجل برضه هيقعد يدور عليه كتير، من الفايده اللي انت عملتها؟ انما لو حضرتك مسهل على نفسك اعمل هايبر لينكس مثلا في الاكسل، مثلا اعمل رنيم مظبوط، مثلا الدوكيومنتس متقسمه، الفايلنج اندكس بتاعك متقسم بطريقه كويسه، ده هيسهل عليك كتير. تمام. نتكلم بقى عن مين المسؤول عن كل القصه دي، مين اللي احنا المفروض ان كل دي هي مسؤولياته. دوكيمنت كنترول. طيب الموضوع ده يعني هيطول معانا شوية، تحبوا ناخد أسئلة شوية نفصل وبعد كده نكمل تاني، ولا تحبوا نكمل على طول ناخد الأسئلة بتاعتنا في الآخر؟ تمام تمام خلينا السلام نكمل عليكم. وناخد. وعليكم السلام. وعليكم معلش حد عمل لي ميوت، فهل أقدر أسأل ولا لا؟ نستأذنك. طيب هم هنا كلهم بيقولوا إن إحنا نكمل، فممكن نكمل. طب ينفع نأجل سؤال حضرتك للآخر؟ ما فيش مشكلة، صح. شكرا. تمام. دلوقتي إحنا هنتكلم عن الدوكيمنت كنترول. المسؤول عن كل اللي إحنا بنتكلم عليه ده هو شخص واحد، أو مش لازم يبقى شخص واحد، ممكن يكون ديبارتمنت، سواء بيقسم التاسكس بتاعته، كل واحد بيشوف التاسك بتاعته. طيب أولا هنا هنتكلم هنا عن مين هو الدوكيمنت كنترول، ايه هي
كواليفيكيشنز بتاعته، ايه هي المهارات بتاعته، او ال او إيه يسموها ايه المهارات بتاعته، ايوه ايه هي مسؤولياته، إيه الكارير بتاعه ماشي ازاي، بيبتدي بايه وبيبقى ايه في الاخر، واخر حاجه هيبقى المفروض ان هو ريبورتد لمين، مين هو مديره المباشر. اول حاجه مين هو الدوكيمنت كنترول؟ الدوكيمنت كنترول هو شخص مسؤول عن ان هو يدير المستندات في المؤسسه او في الاورجنايزيشن اللي هو شغال فيها بطريقه efficient، بطريقة كويسة ماهرة في وقت قياسي. بمعنى إن document control عندي ما ينفعش مثلا يبقى بيجي يعرفني عن الحاجات المتأخرة بعديها، مثلا بعد مثلا الحاجة ما خلصت اتأخرت، طب يعني هو كده أنا استفدت إيه؟ لو هو مش بيديني ألارم مثلا قبل المعلومة دي، قبل التاريخ بتاعه بكتير. طيب فدلوقتي احنا بنقول ان مراقب المستندات لازم يبقى عارف التايم بتاع كل دوكيمنت موجود عنده، تمام؟ فلازم يدير المستندات اللي هي بتبقى قدامه، اللي مستلمها واللي بتبقى في وحدته من اول المشروع لاخرها، لازم يديرها بطريقه احترافيه، يبقى عارف كل دوكيمنت وظيفتها ايه ومين مسؤول عنها وهي موجوده عندي ليه وتفضل موجوده عندي قد ايه، ولازم اسلمها للمسؤول عنها في قد ايه. يعني انا مثلا ما ينفعش ان انا طول النهار مثلا افضل استلم في دوكيمنتس وبعدين اركنها عندي تقعد عندي مثلا اسبوع على مكتبي، والشخص المسؤول او المهندس المسؤول عن الدوكيمنت دي توصل له بعد اسبوع، انا كده خدت 7 ايام من ال 15 يوم بتاعه او ال 21 يوم اللي هو المفروض هيراجع فيها، او اللي هي المفروض جزء من المراجعه بتاعه او جزء من التاسك بتاعته، انا كده احتفظت الوقت ده عندي، وده مش صحيح. المفروض ان المعلومه وانس ان هي توصل لي، او الدوكيمنت وانس ان انا استلمها كدوكيمنت كنترول، لازم على طول اعرف بيها الشخص المسؤول عنه عشان يبتدي هو يتحرك، لان هو اكيد برضو الشخص ده عنده سكاديول تاني شغال عليه، فالسكاديول ده لازم هو ياخد في اعتباره ان هو في تاسك جديده اتحطت على السكاديول بتاعه، ولازم هو يرتب نفسه على هذا الاساس، تمام؟ فاحنا هنا بنقول ان الدوكيمنت كنترول مسؤول عن اعداد واداره المستندات في الوقت المناسب بدقة وفعالية. أهم حاجة إن هو يكون بدقة. لازم أخد بالي إن أنا الريفيجنز عندي بتفرق، إن أنا الريفرنس عندي بتفرق، التريد بتفرق، النقطة عندي بتفرق. الدروينج نمبر لو أنا دخلتها غلط في شيت إكسل لما هاجي أدور عليها مش عارف أوصلها دي. لو أنا بدخل مثلا رقم لوحة أو رقم سبيكس أو أي حاجة زي كده، وقت ما هاجي إن أنا أوصل للمعلومة مش عارف أوصلها بطريقة صحيحة ومش عارف أوصلها أصلا. لو عندي جواب او عندي دوكيمنت مهمه دخلت في فايل مش الفايل بتاعها، هكتشف في الاخر ان انا مش هعرف اوصل لها، لان انا اكيد مش هقعد ادور في كل الفايلات الموجوده عندي في الشركه. فبالتالي لازم تكون شغله يكون بدقه ويكون بفعاليه، لان هو لو كان بدقه بس مش في الوقت المناسب يبقى انا كده ما استفدتش حاجه، لو كان بدقه بس مش بفعاليه انا برضو كده ما استفدتش حاجه. فلازم التلات شروط دي لازم تكون متوفره في الدوكيمنت، ولازم يدير المستندات بتاعته في الوقت المناسب بدقة وفعالية، تمام؟ طيب الدوكيمنت كنترول بيعمل ايه؟ بيتحكم في ايه؟ الدوكيمنت كنترول بيتحكم في النمبرينج سيستم، طريقة الترقيم بتاعة الدوكيمنتس اللي عنده. هو مش وظيفته ان هو يكتب يعمل تايبنج مثلا الدوكيمنتس الموجودة عنده، هو وظيفته ان هو يديها سيريال نمبر، وظيفته ان هو يتشيك على الديت الموجود في الدوكيمنتس دي، التاريخ الموجود ده تاريخ صحيح ولا لا، معمول الفورمات بتاع التاريخ ده مظبوط ولا لا، الفورمات بتاع اللاتر اللي هو طالع من تحت ايده ده المفروض يبقى متاكد ان الفورمات ده طالع بفورمات مظبوط، وكلهم وكل اللاترز لازم تبقى بفورمات واحد، ما ينفعش ان انا في جواب مطلعه باسم مثلا بطريقه معينه او بفورماتنج معين الجواب اللي بعديه يبقى فورماتنج تاني خالص، لازم تكون ستاندرد، لازم يكون نفس نوع الخط، نفس الرقم، نفس السايز بتاع الخط، نفس السبيسنج ما بين الحروف، دي كلها بتدي ايمج كده للدوكيمنت كنترول ان هو حد كويس، ان هو حد بروفيشنال، ان هو فاهم هو بيعمل ايه، ان هو فاهم وظيفته بجد، وان هو عارف الدنيا ماشيه معاه ازاي. انما الدنيا الملخبطه ان انت يطلع عندك جواب النهارده بنوع الخط ده برقم الخط ده، طيب النهارده باللون ده، لا المره دي الفورماتنج بتاعه مختلف،
كل الحاجات دي بتفرق طبعا معايا. انا بالنسبه لي مثلا بعرف ان الدوكيمنت ده الدوكيمنت كنترول ده بروفيشنال ولا لا من شكل الجواب من قبل ما اقرا اي كلمه، حتى لو الانجليش بتاعه مش مظبوط. وظيفه الدوكيمنت كنترول ان هو ياخد الكلام التكنيكال ده، مش لازم هو يكون مسؤول عنه، بس لازم على الاقل يبقى، يعني مش هقول لك فاهم، بس يعني يبقى قاري قبل كده. يعني ما ينفعش تطلع جواب وانت مش قاري الجواب، ما ينفعش تطلع جواب ليه؟ لان انت وانت بتقرا وانت بتطلع الجواب وارد ان يكون المهندس اللي كاتب الجواب ان هو كاتب مثلا ان في جزء من الاسباكس اتاتشمنت، حضرتك ممكن تودي الجواب ده وهو نسي ان هو يحط الاتاتشمنت او الورق المرفق معاه، فبالتالي حضرتك ممكن تبعت الجواب من غير ما تبعت الاتاتشمنت معاه، هيروح للطرف التاني او للناس اللي شغالين معاك في المشروع التاني يقول لك ايه ده، فين الاتاتشمنت، نسيت الاتاتشمنت، طبعا ايمج مش كويس. فمهم وانت بتعمل مثلا جواب زي كده انت تتاكد ان الريفرنس بتاعك مظبوط، ان الديت بتاعك مظبوط، الفورمات مظبوط، السيجنتشر موجود. يعني مهم برضو ان انت ما تطلعش حاجه من عندك مش معتمده، ان البروجكت مانجر يكون معتمد الكلام ده وتبقى متاكد ان هو على علم باللي طالع الكلام ده، تمام. مهم برضو ان انت تتاكد ان الاتاتشمنت موجوده وموصفه في اللاتر اللي انت مطلعه. يعني انت مطلع ورق مثلا حجمه A4 و A3 و E-note و CD والكلام ده، لازم توصفه تحت في اللاتر بتاعك كويس. كمان لو حضرتك كتبت السبجكت بتاع الدوكيمنت اللي انت كاتبها، يعني مثلا تكتب له ان هي نمبرنج اوف كذا A4 مثلا بلس تو بيبر مثلا A3، مهم قوي لو انت دي مثلا مواصفه، لو ده ريفرنس من جواب تاني حضرتك واخده، مهم ان انت تقول له برضو الريفرنس ده عباره عن ايه او الاتاتشمنت دي عباره عن ايه، هتسهل عليه ان انت لو حصل لخبطه، لو هو حد مثلا جيب هو بيسكان الورق ده دخل في بعضه او دخل في سبميت التاني او دخل في ليترز تانيه او لخبط في اي حاجه، هيبقى سهل ان هو يعرفه، هيبقى سهل ان هو يوصل له. حاجه كمان، لو حضرتك مثلا مطلع 5 ورقات يبقى كويس قوي لو حضرتك كتبت 1/5، 2/5، 3/5، ده برضو بيبقى سهل، بيبقى سهل جدا للتكنيشنز اللي شغالين معاك ان هو ما تخليهوش يغلط، ما تخليهوش ينسى الورقه دي اتحطت فين ولا تبع انهي ورقه في دول، انه لما بيجي اخر اليوم بيقعد يسكان ده لو هو شغال مانيوال طبعا، يجي يقعد يسكان كل الورق ده، وارد ان هي مثلا المكنه مثلا يحصل فيها اي مشكله يحشر الورقه منه، فيجي يوصل للورقه يلاقي الورقه دي مثلا اتخبطت في ورقه تانيه ما يعرفش يوصل لها. لو الحاجه دي مترتبه ومكتوب عليها السبجكت بتاعها ومكتوب عليها ان هي كام ورقه اتاتشمنت في الجواب، عمره ما يحصل الحاجات دي. طبعا اوقات ما بنعرفش نعمل كل ده، بس يعني احنا بنحاول بنقول ان ده بيتعمل بالطريقه دي، فيعني الاحسن ان حضرتك تعمل الكلام ده، تمام. فهنا بنقول ان الدوكيمنت كنترول مسؤول عن النمبرنج وعن السورتنج وعن الفايلنج وعن الستورنج. دلوقتي الدوكيمنت كنترول مسؤول ان هو يرتب الدوكيمنتس الموجوده عنده، مسؤول برضو ان هو يعمل اركايف لكل الورق اللي موجود عنده. هو طبيعي ان هو لما هيبقى فيه ورق رايح للشركه بتاعته او جاي من شركه تانية، لازم الورق ده هيدخل في الاخر في ملف وهيحتفظ في مكان بيه، هيحتفظ في مكان بيه كويس مناسب للدوكيمنتس دي في ارشيف كويس. انا هقول لك ليه، لان وارد ان انت مثلا في البلاد الحاره اللي احنا شغالين فيها دي مثلا ان تكون التهويه مش مناسبه في الستور روم اللي هو حاطط فيه الدوكيمنتس بتاعته، فوارد لو في ورق ملون مثلا ان الورق ده يسيح مثلا من كتر درجه الحراره دي، او ان هو اللون بتاعه يبهت، فحضرتك لما تيجي تتعامل معاه تاني ما تبقاش شايف الدروينج مظبوط، ما تبقاش عارف تتعامل عليه. عشان كده احنا كنا توجهنا الفتره اللي فاتت كان ان هو حضرتك تحتفظ بكل الهارد كوبي از سوفت كوبي، يعني ما فيش ورقه تدخل الملف عندك الا لو حضرتك عامل لها سكان وشايلها على الكمبيوتر وعامل منها باك اب، عشان وارد لا قدر الله ان هو تحصل حريقه في المخزن، وارد ان تحصل اي مشكله، وارد ان الهارد كوبي دايما معرض لان هو يحصل له دامج بأي طريقة أيا كان، وارد إن حد يجي يستعير الفايل ده مثلا وتحصل مشكلة في الورقة دي أو إن هو دي أو كده، فلازم تبقى حضرتك محتفظ بكوبي تانية أو بسوفت كوبي منه بحيث إن أنت تقدر ترجع لها وقت اللزوم. كمان ميزة السوفت كوبي إن هو بيبقى سهل إن حضرتك تعمل له ريتريفل، سهل إن أنت ترجع له في أي وقت من الأوقات، أحسن من الهارد كوبي، أحسن ما بتقوم وبعدين بتجيبه وبترجع تحطه في الفايل. لو حضرتك مش محتاج اوريجينال دوكيومنتس، مش محتاجه از كونتراكت، مش محتاج تعمل بيها حاجه او توريها لحد از اوريجينال دوكيومنت، حضرتك بتتعامل بالسوفت كوبي كويس جدا، تمام.
هنا برضو بيقول ان هو بيتعامل مع الحاجتين السوفت والهارد، تمام، وبيبتدي ان هو يتعامل مع التكنيكال تيم وكل الادارات الموجوده عندك في الشركه، تمام. هو ده الدوكيمنت كنترول. طيب ايه بقى هي الكواليفيكيشنز بتاعه الدوكيمنت كنترول؟ عندنا ثلاثة كونسبتس عن الموضوع ده. يعني هنا اول حاجه بنقول الاديوكيشن بتاعه، البرسوناليتي، البروفيشنال سكيلز بتاعته. طيب اول حاجه الاديوكيشن. بصوا، هو يعني بالنسبه للدوكيمنت كنترول مفيش حد خالص على مستوى العالم قال ان الدوكيمنت كنترول لازم يكون حاصل على مؤهل معين، لا. هو بس اللي احنا محتاجينه في الدوكيمنت كنترول ان هو، ولا حتى لازم ان هو يكون خريج جامعه مثلا، او يكون معاه مثلا ليسانس او بكالوريوس او اي حاجه من كده، لان في دوكيمنت كنترولز تانيين شغالين برضو مش واصلين، يعني مش واخدين، مش معاهم مؤهلات عليا، بس برضو بروفيشنال وشاطرين جدا وكويسين. بس هو يفضل ان هو يكون معاه شهاده جامعيه، وتكون اللغه بتاعته تكون تمام، تكون كويسه، ويكون قادر ان هو يتعامل شويه في التكنيك، يكون عنده قابليه شويه ان هو يتعلم حاجه في الانجنييرنج، حاجه شويه في مجال الهندسه، لان احنا طبعا بما اننا شغالين في كونستراكشن، فكل المجال اللي قدامنا ده كله هو كونستراكشن. فحضرتك يعني طالما شغال في نفس المجال، فلازم برضو تتعلم شوية مصطلحات، تتعلم شوية مفاهيم خاصة بيهم. بالخبرة هتبتدي تعرف ان الحاجات دي بتاخد وقت قد ايه، الحاجة دي عبارة عن ايه، الصبة دي بتتعمل ازاي، طب الصبة دي بتتعمل في كام ساعة. شوية شوية هتبتدي تتعلم الحاجات دي، وهتبقى بالنسبة لك يعني حاجات سهلة. طيب احنا هنا بنقول ان هنا مفيش مينيمم معين للدوكيمنت كنترول، تمام، بالنسبة للاديوكيشن بتاعك. طيب بالنسبة للبرسوناليتي بتاعته، بالنسبة لشخصيته، أول حاجة لازم يكون يعتمد عليه ويكون أمين، لأن الدوكيمنت كنترول في إيده كل الدوكيمنتس بتاعة المشروع، يعني هو بيعتبر إن هو القلب النابض للمشروع. فما ينفعش إن هو يكون مش أمين، ما ينفعش إن هو يكون مش بيعتمد عليه، لأن هو عنده تاسك كبيرة جدا، وعنده حاجات مهمة جدا، عنده الكونتراكت مثلا، عنده كل ملفات الموظفين بتاعة المشروع او اذا كان بتاعة الشركة، عنده بتاع ده، عنده دوكيمنتس كتيرة مهمة، كل دوكيمنت المشروع دي مهمة جدا. فأول حاجة في شخصيته لازم يكون يعتمد عليه، ولازم يكون أمين في أداء الوظيفة بتاعته، إن هو لو ما كانش أمين هيبقى عنده مشاكل كتيرة جدا، وهيبقى عنده أزمة ثقة في التعامل مع الناس التانية اللي شغالة معاه. طيب إيه تاني؟ إن هو يكون أكيرت، إن هو يكون دقيق في كل حاجة، لما يجي حد يسأله على معلومة ما يجاوبش في ساعتها. دي دايما النصيحة اللي بقولها لأي حد، حتى لو أنت متأكد 1000000% من المعلومة، خد وقتك، ارجع لفايلاتك، ارجع للسيستم عندك، وبعد كده قول المعلومة دي. هتستفيد منها حاجتين: أولا تفهم اللي قدامك إن أنت مش ماشي شايل المشروع في دماغك، إن أنت بترجع لورق موجود فيه، او بترجع لدوكيمنتس موجود فيها المعلومات دي. ثانيا، انت تتجنب الخطا تحت اي ظرف من الظروف. لو حضرتك قلت لاي حد بيسالك على حاجه، طب خليني ارجع ابص، ارجع ارد على حضرتك في السؤال اللي حضرتك بتسال عليه، دي هتبقى حاجه في مصلحتك جدا، ان انت عندك وقت ان انت ترجع وتبص على الحاجه المعلومه، محدش هيلومك. بس لو قلت معلومه غلط سالت عليها، ساعتها انت هتتحاسب على الغلط. فيفضل دايما ان حضرتك تاخد وقتك في السيرش بتاعك، تاخد وقت في التأكد من المعلومة. يعني أنا كتير ببقى في ميتنج مثلا بيتقال لي ده ترد عليه ولا ما تردش عليه، ما ينفعش أرد في وقتها حتى وأنا متأكدة إن هو ترد عليه، ممكن خليني أرجع وأشوف. طب ترد عليه إمتى؟ خليني أرجع وأشوف، تمام. ممكن أرجع في ثانية أبص عليها وأتأكد إن هي ماشي، طلعت وهي قدامي خلاص، والسكان بتاعها هو تمام، والريفرنس بتاعها كذا، خلاص تمام، أوكي ماشي، هي ترد عليها في الوقت الفلاني. هتاخد منك ثانية، بس ممكن في وقت تاني. حاجة تانية كمان، إن ده بيدي لك ريزيرف إن أنت تعمل سيرش لنفسك. فرضا أنت دلوقتي الحاجة دي أنت لسه شايفها ومتأكد أنت شفتها، فهو لما سألك مديرك أنت قلت له في الوقت الفلاني، هيجي في وقت تاني أنت دماغك مش فايقة، أنت مش مركز، أنت أي حاجة أيا كانت، لو هيبقى منتظر منك إن أنت تدي له معلومة دلوقتي، مش هينفع تستنى عليه تاني، إن أنت عودته إن أنت المعلومة دلوقتي جاهزة عنده. فدايما لما تقول له طب اديني هبص عليها وارجع اقول لحضرتك، انت كده اديت لنفسك ريزيرف عشان ترجع تفكر في المعلومه دي، او انت تتاكد منها، كده انت كسبت اكتر من حاجه.
ما اديتلوش معلومه غلط، اديت لنفسك وقت ان انت تتاكد منها، ما خسرتش الرد على السؤال، انا عندك فرصه ان انت ترد على السؤال ده، تمام؟ فلازم لازم يبقى الدوكيمنت كنترول اكيوريت في كل حاجه هو شغال فيها، في مواعيده، في شغله، في تصرفاته مع الناس، تمام. حاجه تانية كمان، لازم يكون منظم. ما ينفعش دوكيمنت كنترول مهرجل، مش هيقدر يشتغل، لان كميه الدوكيمنتس اللي بنتعامل فيها في البروجكت في اي كان السكوب بتاعك صغير ولا كبير، كتيره. لو الحاجه دي مش منظمه او انت مش متنظم الحاجه بتاعتك ديلي كل يوم، لو انت مش عندك تعمل التاسكس بتاعتك، مش هقول لك ان انت لازم تعملها كل يوم، ممكن تريح يوم، ممكن تريح يومين، بس انت لو طبيعي مش شخصيه منظمه يبقى دي مش شغلانتك، لان الشغلانه دي الشخصيات المنظمه فقط، الناس اللي بتعرف تنظم وقتها واللي بتعرف تنظم حياتها واللي بتعرف تنظم شغلها وتنظم كل حاجه. فبالتالي لازم لازم الدوكيمنت كنترول لازم يكون منظم، وبيعرف ينظم حياته وبيعرف ينظم وقته، لان هو دايما مضغوط في الوقت بتاعه، دايما عنده التاسكس بتاعته اكتر من ساعات اليوم بتاعته. هو دايما لو انت هتديله ان هو يشتغل، ممكن مثلا تكون التاسكس اللي هو المفروض يعملها مثلا في 20 ساعه، وهو الشغل اللي عنده هو 8 ساعات، هو هيعمل ايه؟ لازم يظبط اولوياته ويعرف ايه اللي يبتدي بيه، ويعرف ايه اللي يتاجل، ويعرف ايه اللي يتعمل بعد كده. فبالتالي انت دايما عندك تو دو ليست لازم هتعملها، هتعملها امتى؟ لازم تبقى مرتب اولوياتك ازاي علشان تقدر تنظم وقتك وتقدر تعمل كل التاسك اللي عندك من غير ما تخسر او تنسى اي حاجه فيه. طيب كنا لسه بنتكلم من شويه عن موضوع ان هو عنده تاسكات كتير، هو ورك اندر بريشر، لازم تتحمل الضغط اللي بيحصل عليك، لان انت تخيل انت حد ادمن واحد او دوكيمنت كنترول واحد في المشروع على 20 25 مهندس، بتلاقي لكل واحد طلب مختلف، كل واحد عاوز تاسك بتاعته معينه، كل واحد عاوز تساعده في حاجه، عاوز تدور له على حاجه، لان احنا هندخل كمان في السكيلز، البروفيشنال سكيلز بتاعت الدوكيمنت كنترول، هتعرف ان هو بس مش مسؤول عن الدوكيمنتس، هو مسؤول عن المشروع كله. فلازم يكون عنده القدره ان هو يقدر يتعامل تحت الاسترس، لازم يبقى عارف ان هو شغله كله ستريس، فلازم يقدر يشتغل تحت الضغط ده، ما يبقاش دايما، ما يبقاش هو نفسه بيضغط، يعني يكون هو بيقدر يتعامل مع الضغط ده بطريقه كويسه، ان هو هيبتدي من ساعه ما ابتدى الشغلانه دي يفضل مضغوط لحد اخر عمره، تمام. لازم يبقى عنده كوميونيكيشن سكيلز، ان هو بيتعامل مع كل فئات المشروع، بيتعامل مع المهندس، بيتعامل مع مدير المشروع، بيتعامل مع عامل البوفيه، بيتعامل مع السواق، بيتعامل مع العمال الموجودين في المشروع، يتعامل مع كل الناس. فلازم يبقى عنده communication skills كويس، لازم يكون بيعرف يتعامل مع الناس دي بطريقة صحيحة، بيعرف يتعامل مع كل واحد على قد دماغه، على ان هو بيفهم ازاي، او ان انت بيعرف يوصل له المعلومة ازاي، او بيعرف ياخد منه الشغل، بيعرف ياخده منه بأنهي طريقة. فالcommunication skills مهمة جدا في document control. طيب team working، طبعا الدوكيمنت كنترول بيتعامل مع المهندسين اللي موجودين معاه في البروجكت، ومع مدير المشروع، والناس اللي شغاله معاه في شركته. طيب بيتعامل مع مين تاني بره؟ بيتعامل مع البارتس التانيه بتاعت المشروع. انا مثلا لو بتكلم عن نفسي، مثلا انا شغاله مثلا في مشروع از كونسلتنت، فانا عندي الدوكيمنت كنترولر بتاع الكلاينت بتعامل معاه، عندي الدوكيمنت كنترولر بتاع المقاول برضو انا بتعامل معاه. فلازم ابقى عارفه ان انا اتعامل مع التيم وركينج، لان في الاخر كلنا تيم واحد، وكلنا عاوزين هدفنا واحد، ان احنا عاوزين نطلع المشروع على احسن وجه، كلنا مش عاوزين نبوظ شغل بعض، وعاوزين يبقى كلنا شغلنا مظبوط. فلازم حضرتك تبقى قادر ان انت تتعامل مع التيم ده، مع اكتر من تيم في وقت واحد، تكون متعاون معاهم، تقدر تاخد منهم المعلومات اللي انت محتاجها، وتقدر تديهم برضو تساعدهم بالمعلومات اللي عندك. حاجة تانية، الليدر شاب سكيلز. انت بالنسبه لك، لان حضرتك يبقى عندك الستاندر، يبقى انت ماشي على ستاندر معينه، او ماشي على الايزو ستاندر، الناس اللي حواليك ما بتبقاش شغاله على الايزو ستاندر، او ما بيبقاش في دماغها الكلام ده، كل واحد بيبقى له كونسبت معين. انا مثلا لو انا مهندس مثلا، فانا بالنسبه لي عاوز شغلي يخلص وخلاص، يخلص ازاي ما يهمنيش، انا حد عاوز اطلع مستخلص، عاوز اطلع المستخلص دلوقتي. انت مشكلتك بقى في الاركايف والسكان، وانت ازاي هتحتفظ بكوبي منه، وازاي هتسلم، وازاي بتاع، دي مش مشكلتي. انا التاسك بتاعتي ان انا عملت الكالكوليشن شيت بتاعتي وخلصت حاجتي، وعاوز اسلم شغلي دلوقتي. انا بالنسبه لي بقى كدوكيمنت كنترول، او بالنسبه للشخص بتاع الدوكيمنت كنترول،
عنده تاسك تانية بعد ما هو يستلم منه الدوكيمنت دي، ولازم ياخد منها كوبي، لازم يعمل منها سكان، لازم يتأكد من الإمضاءات إن هي دي كلها تمام، لازم ياخد منها سوفت كوبي، لازم يتأكد إن السوفت كوبي اللي طلع مع الهارد كوبي ده إن هو يكون شغال وتمام وزي الفل. كل الحاجات دي بتتعمل بعد ما المهندس بيخلص شغله. المهندس بيبقى مستعجل على حاجة، فأنت لازم تعرف تليد القصة دي، لازم تعرف تليد إن أنت هاو تو مثلا هاو تو ليد الدوكيمنت مانجمنت دي إزاي؟ إن أنت تقدر توصل الدوكيمنت دي في الوقت المناسب اللي المهندس عاوز يعملها، بس في نفس الوقت تكون أنت خلصت التاسك بتاعتك فيه. فلازم تبقى ليدر في المشروع بتاعك، لأنك شوية شوية هتلاقي نفسك مسؤول مثلا عن الموبيلايزيشن، شوية مسؤول عن على الستيشن بتاع المشروع، شوية مسؤول عن مش عارف ايه. فلو انت شخصيتك مش ليدر، مش بتعرف تليد الناس اللي حواليك، مش بتعرف تبقى انت قائد المجموعة ايا كانت المجموعة دي، حضرتك مش هتعرف تتعامل، لان ساعتها الناس اللي حواليك هتفرض سيطرتها عليك وهيخلوك انت تسمع كلامهم في الشغل بتاعك. يعني انا عاوز اطلع دي دلوقتي، هطلع دي دلوقتي ومش مشكلة باخد السوفت كوبي بعدين. طبعا ما ينفعش قبل ما اطلع اي حاجة لازم اكون محتفظة بكوبي عندي منها، قبل ما اي حاجة تطلع من عندي لازم اكون عندي كوبي منها، متأكدة ان الحاجة اللي طالعة دي مظبوطة، لانها في الاخر لما ترجع هترجع لحضرتك مش هترجع للمهندس اللي عملها. المهندس خلص التاسك بتاعته، في الاخر التاسك دي مسؤوليتك انت. فبالتالي لازم يكون ليدر شيب، لازم يكون ليدر على الديبارتمنت اللي هو شغال فيها او على الاورجنايزيشن اللي هو شغال فيها. تمام. حاجة تانية، بروبلم سولفينج. مش كل مشكلة هتواجهك في المشروع أو في الشركة هتروح بيها عن المدير بتاعك، لازم يكون في جزء من المشاكل أنت بتعرف تحلها. فلازم يبقى أنت بتقدر تهندل المشاكل اللي عندك من غير ما تطلع لمديرك. لو أنت حضرتك طلعت من المشكلة بتاعتك لمديرك، أنت كده مستوى، أنت كده بتتعامل معاه إن أنت بس إيه، بتاخد ده بتاخد من هنا بتودي هنا، بس أنت ما عندكش اي يسموها ايه، اي سكيلز ان انت تحل مشاكلك الخاصه. لو انت عندك مشكله دلوقتي في الشغل وخلاص هي وقفت وانت مش لاقي لها حل، انت بالنسبه لك دورت لها على كل الاحوال تتناقش مع حد فيها عشان تلاقي لها حل، مش لاقي لها حل، فخلاص دي ساعتها تروح لمديرك، لان انت مش انت وحيد بس، مش انت الوحيد بس اللي مسؤول عن المشروع، ناس تانيه مسؤوله، بس هي دي خاص مش في السكوب بتاعك. لو هي في سكوبك انت وانت تقدر تحلها، حلها على مستواك انت، مش لازم تطلعها مستوى اعلى من مستواك الا لو هي فعلا محتاجه تدخل لحد اعلى. انت مثلا محتاج سوفت وير في الشركه عندك، محتاج سوفت وير في البتاع، انت حاجه مش هتعرف انت تشتري، مش هتعرف تروح تتعامل مع الشركه وتقول لهم انا محتاج، يعني مش هتروح للشركه اللي بتدي سوفت وير وتقول لهم انا عاوز اركب سوفت وير عندي، دي مش مسؤوليتك انت، دي لازم تطلع للشركه بتاعتك او لمديرك او للهيد كوارتر بتاعك او الهيد اوفيس بتاعك علشان تقول له انا عندي مشكله وعاوز احلها. بس لو انت حضرتك قدرت ان انت تحلها من عندك احسن، فلازم حضرتك يبقى عندك القدرة ان انت تحل جزء من المشاكل بتاعتك. تمام. لازم يبقى عندك برضو قدرة على التفاوض، يعني مش كل حاجة، يعني مش كل حاجة حضرتك بتقدر تحصل عليه، انت عندك وقت معين لازم تخلص فيه الشغل بتاعك، فانت لازم تتفاوض مع الاطراف اللي حواليك. ممكن مثلا بنتفق مثلا في اول المشروع على مين هيصور لمين، انا هاخد الدوكيمنتس بتاعتي كام كوبي، طب انت هتجيب لي التسليمات امتى، طب انا هديك التسليمات امتى، الكلام ده دي كلها بتبقى قدره على التفاوض. انت بتبتدي تحصل، يعني بتبتدي بتحاول ان انت تحصل على اكبر حاجه تقدر تحصل عليها، خلاص ما حصلتش، يعني تحاول ان انت تتفاوض عشان توصل للي انت عاوزه. فلازم يبقى عنده قدره من المرونه ومن التفاوض، ان هو يكون بيعرف يتفاوض، مش اللي هو انا عاوز كده وخلاص وماليش دعوه وحل انت مشكلتك مع نفسك، ده هيبقى فيه مشاكل كتير جدا في المشروع ما بينك وما بين التيم. تمام. برضو كنا بنتكلم على التايم مانجمنت، لازم يكون عنده قدره ان هو يدير وقته بطريقته، يعني ما ينفعش ان حد يجي يقول له اعمل كذا الساعه كذا، لا مش هينفع، حضرتك اللي عندك التاسك، حضرتك اللي عندك الفيو بتاعت الدنيا، انت شايف الدنيا عامله ازاي، وحضرتك اللي هتقدر تحدد اولوياتك وتحدد وقتك الحاجه دي هتخلص فين. بس لازم تسعى ان انت كل معظم التاسك تخلص في الوقت بتاعك من غير اي تاخير. تمام.
طبعا بما ان احنا بيبقى عندنا كل الضغوط دي، طبعا دوكيمنت كنترولرز فاهميني ان احنا بيبقى عندنا ضغوط معينه، ومفيش حد بيبقى حاسس بالضغط اللي عليك، ولا حاسس بكميه الشغل اللي بيبقى متاخره عندك، ولا بالحاجات اللي انت المفروض بتعملها كتير. فبالتالي لازم انت تكون سيلف موتيفيتد، لازم انت بتقدر ان انت لازم تشجع نفسك بنفسك، ما تستناش ان حد يجي يقول لك برافو انت خلاص انت كويس، او ان حد يحاول يشجعك. حاول تشجع نفسك بنفسك من غير ما تستنى التشجيع من حد او تستنى التقدير من حد، لان انت لو استنيت التقدير من حد مش هتلاقي حد بيقدر الموضوع. التقدير الحقيقي بتلاقيه فعلا لما بتخلص البروجكت بتاعك وبتروح تسلمه، بتعمل الاركايف بتاعك، وبتيجي تلاقي ان كل الدوكيمنتس بتاعتك ما عندكش فيها مشاكل، كل الدوكيمنتس موجوده، كل الدوكيمنتس اركايفد، كل الدوكيمنتس ريجسترد، كل الحاجات دي. ده اللي بيخليك تحس بالفخر ان انت فعلا دوكيمنت كنترول كويس، او ان انت عملت التاسك بتاعتك على اكمل وجه وما عندكش مشاكل. ده اللي بيحسسك بالثقه وبالثقل في الشغل. انما ما تستناش تقدير من حد، ما تستناش ان حد يجي يقول لك شكرا على المجهود اللي انت عملته، لان انت كده كده مجهودك مش بيبان during the project على قد ما هو بيبان بعد ما البروجكت يخلص. تمام. برضه من ضمن الصفات الشخصيه بتاعه الدوكيمنت كنترول ان هو يكون عنده ثقه في نفسه، ان هو لما يبقى بيتكلم او بينيغوشيات في موضوع ان التاسك دي يا جماعه او ده مش موجود في الستاندر، يبقى هو متاكد من ده، يبقى عنده الثقه ان هو يقول ان ده مش هينفع يتعمل كده، يكون عنده ثقه في نفسه ان هو الكلام اللي بيقوله صح، ان اللي هو ما عندوش مشكله، انا مش خايف من حاجه، المهندس اللي شغال معايا هو فاهم في شغله بس انا برضو فاهم في شغلي، انا ما عنديش مشكله في شغلي، انا اللي انا بعمله ده انا متاكد ان انا ان هو ده الصح، ومتاكد ان انا عندي ستاندر وانا مستند على ستاندر معينه هي اللي بتخليني اعمل التاسك دي بالطريقه الفلانيه. فلازم مهم جدا ان هو يكون عنده ثقه في نفسه، تكون واضحه للناس اللي حواليه علشان يتعاملوا معاه من المنطلق ده. تمام. اتكلم بعد كده على البروفيشنال سكيلز. اول حاجه في البروفيشنال سكيلز لازم تكون موجوده في الدوكيمنت كنترول ان هو يكون عنده اي تي سكيلز كويسه كسوفت وير وكهارد وير. بالنسبه للسوفت وير لازم يكون بيعرف اوفيس مثلا، اكسل، اوتلوك، وورد، ايه تاني، اكسس. دلوقتي احنا بنتكلم على اكونكس مثلا ولا البروجكتس التانيه او السيستمز اللي هي التانيه اللي احنا بنتكلم عليها. دلوقتي معظم الشركات لما بتيجي تطلب حد كدوكيمنت كنترول بتطلب ان هو يكون عارف برامج، عارف اي دي ام اس تانية هو بيكون اتعامل معاها قبل كده. فمهم جدا ان الدوكيمنت كنترول يكون على الاي تي بتاعته، تكون خلفيه تكون كويسه جدا في الاي تي، لانه في وقت من الاوقات مش هيلاقي حد يساعده، هو ممكن يكون يبقى موجود في البروجكت لوحده من غير اي اي تي. ساعات الدوكيمنت كنترول بيبقى مسؤول ان هو مثلا يوصل نتورك مثلا للجهاز، يغير باسورد الجهاز مثلا، مهندس جديد او مهندس جه حاجه حصل مشكله في السيرفر المفروض ان هو يكون بيعرف يحلها. مش لازم، دي مش اوبليجيشن على حضرتك ان حضرتك تحل ده، بس لو حضرتك بتعرف تتعامل في ده هتبقى حضرتك اضافه كبيره جدا للمكان، لان هتبقى انت مثلا ممكن تحصل عندك مشكله في برينتر، مشكله في مكان تصوير، مشكله مثلا في تليفون، في اللاند لاين مثلا، او اي حاجه من كده، وحضرتك لازم تكون عندك الخلفيه ان انت ازاي تعرف تحل المشكله بتاعتك دي. لان انت لو عملت ريكوست مثلا واستنيت الراجل بتاع الاي تي يجي يصلح لك الحاجه دي، ممكن مثلا يتاخر عليك يوم يومين، في الاخر انت اللي متعطل عن شغلك، وشغلك اللي واقف والدنيا عندك اللي عطلانه. هو بالنسبه له هيجي يعمل التاسك بتاعته وهيمشي، بس لو حضرتك عارف ان ازاي تعمل القصه دي. انا مثلا واحده من الناس كانت حصل لي زمان مثلا مشكله في الاوتلوك، الفايل بتاع الاوتلوك ما كنتش اعرف ان البيرسونال فايلز بتاعه الاوتلوك بيحصل لها دامج بعد ما توصل سايز معين. فضلت احمل عليه لحد ما عدى ال 20 جيجا مثلا. بعد ما عدى ال 20 جيجا حصل له دامج، تمام، الكهرباء قطعت في المكان، فراح الفايل الاوتلوك ده ضرب وما رضاش يشتغل. طبعا بالنسبه لي فايل الاوتلوك ده كان عليه كل الشغل بتاع الكلاينتس اللي احنا شغالين معاهم والكونسلتنت اللي احنا شغالين معاهم جوه وبره مصر، وما كانش عندي باك اب تاني في مكان تاني غير هو ده، ما كنتش بعرف اعمل فيه حاجه. فبالتالي رحت للراجل بتاع الاي تي، صلح لي الفايل ده. لا ده ما بيتصلحش، يعني يا باشمهندس حاول، طب شوف لي حل، طب شوف لي مش عارفه ايه. لا لا، هو الفايل طالما كوربتد بالمنظر ده مش هيتصلح. طبعا انا بالنسبه لي، هو بالنسبه له مش هتتصلح خالص، هو كده ريح دماغه وعمل التاسك اللي عليه، هو خلاص الفايل بالنسبه له كده ايه، خلاص دامج ومش هيعمل فيه حاجه.
انا كدوكيمنت كنترول شغلي كله، حياتي كلها السنه اللي فاتت دي موجوده على الفايل ده، فكان لازم الاقي حل. قعدت اعمل سيرش على اكتر من ويب سايت، على اكتر من حاجه، وبقيت اقرا كل السيرش اللي هو اللي كنت بشوفه واللي كان بيطلع، كنت بجرب كل الحاجات لحد ما لقيت ان في طريقه كده معينه ممكن حضرتك تعملها، بس بشرط ان الجهاز ما يتقفلش لمده مثلا 72 ساعه، يفضل الجهاز مفتوح لانه هيعمل ريبير للفايل ده لمدة 72 ساعة. تمام، رحت للاي تي وقلت له انا كل المطلوب منك ان انت الجهاز ده ما يقفلش لمدة 72 ساعة، مالكش دعوة. قال لي لا مش هينفع وبتاع ده، وعلى فكرة مش هيجيب اي حاجة ومش هتقول له مش مشكلة، هو لو جاب لي نص الداتا اللي جوه انا كده راضية، بس اهم حاجة ان انا يرجع لي اي جزء من الداتا دي. عملت كده فعلا، الحمد لله حوالي 90% من الداتا دي رجعت الحمد لله. فعلا لازم الجهاز كان يفضل 72 ساعة مفتوح عشان يقدر ان هو يعمل ريتريف للداتا بتاعته. الحمد لله رجعت، ومن يوميها انا بدأت ان انا اعمل ريسيرش على كل حاجة انا هتعامل فيها، بحيث ان انا محتاجش اي اي سي ان هو يجي لجهازي، او ان انا احتاجه بقى امتى، في ان هو مثلا يجي يحط لي مثلا اللايسنس مثلا معينة، سيريال نمبر بتاع اللايسنس مثلا خلصانة من عندي، يعرف لي مثلا حاجة مثلا على الجهاز، برينتر مثلا ولا حاجة. بس خلاص انا دلوقتي بقيت خلاص بحاول ان انا ابقى ملمه بكل الحاجات التانية بتاعت الاي تي، بحيث ان احنا ما تلجألهوش الا في الحالات اللي انت خلاص انت مش عارف تتعامل، اللي هو ما ينفعش هو اللي لازم يتعامل، هو لازم السيريال نمبر مش انت. تمام، فالاي تي سكيلز بتاعتك بتفرق معاك كتير جدا، وبتوفر عليك وقت كتير جدا، وبتوفر عليك مجهود، وبتبقى بتسيف تايم ليك جدا كتير جدا، ان حضرتك عمال ما بتحتاج وهو بيجي لك ده بياخد منك وقت كتير، ولو انت عطلان يوم او يومين الشغل بيتكوم عليك انت مش عليه هو، فبالتالي لو انت حضرتك عندك الخلفية دي هيساعدك كتير جدا في الشغل، هتبقى حاجة كويسة جدا. تمام، تاني حاجة الفورين لانجوج مثلا، دوكيمنت كنترول لازم يبقى عنده لغة، يعني على حسب اللغة، مش لازم يبقى عنده، مش هنقول مثلا ان هو يكون عنده انجلش مثلا او فرنش او حاجة، على حسب الفيلد اللي هو شغال فيه. يعني انا مثلا لو انا شغالة في مشروع مثلا نص سنين شغالين معايا، فانا لازم ابقى عارفة على الاقل يعني كلمات بسيطة، حتى عشان لو حضرت معاهم الدنيا ابقى فاهمة. لو انا شغال مثلا في مشروع مثلا في فرنسا مثلا، او مع شنايدر او مع اي حد من الناس دي، لازم ابقى فاهمة نفس اللغة دي. مهم جدا ان يبقى الدوكيمنت كنترول معاه لغه تانية او لغه ثالثه في المجال بتاعه، عشان يبقى فاهم وعشان يبقى عنده ثقل في التعامل مع الناس. اللانجوج مهمه جدا في السكيلز بتاعته. ايه كمان؟ لازم يكون مالتي تاسكرز، ان هو لازم يعمل اكتر من تاسك في نفس الوقت. ان هو ممكن يكون بيرد على التليفون، بيكتب بتاع ده، وبيعمل ريبورت، بيكتب ريبورت، وبيستلم حاجات تانية، وبيعمل أكتر من حاجة. لازم يكون بيعرف يعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، لأنه لو بيعمل حاجة واحدة وما بيعرفش غير إن هو يركز في حاجة واحدة، هيلاقي في تاسكس كتيرة قوي اتكونت عنده ومش عارف يعمل فيها حاجة. فلازم يكون بيعرف يعمل أكتر من تاسك في نفس الوقت. تمام، لازم كمان يكون بيحترم الديتيلز، بيبقى بيفرق مع الديتيلز، بتفرق مع النقطة، بتفرق مع الشرطة، بتفرق مع كل حاجة موجودة عنده في الداتا، بتفرق معاه. لازم يكون بياخد باله من كل الديتيلز الموجودة، لازم يكون بياخد باله ان هو لما بيشوف ورقة مرة واحدة ان هو بيعرف من اول 5 دقايق بيبص فيها بالورقة، عارف اخطاء الموجودة في الدوكيمنتس دي بتاعته ايه. فلازم يكون بيحترم الديتيلز كويس جدا، ما يبقاش مش مثلا يجي يقول لك ايه فايت في ايه شرطه من نقطه، ما هي الاثنين كده كده معمولين ان هم في الاخر ما بينهم سبيس. لا طبعا بتفرق، عشان حضرتك لما بتكتب الريفرنس بطريقه غلط ترجع ان انت تعمل له ريتريفل مش هتعرف توصل. تمام، النقطه دي دايما عليها خلاف ان هو بيعرف يعمل تايبنج كويس. الدوكيمنت كنترول مش مطلوب منه ان هو يعمل تايبنج لحد، يعني مش مطلوب منه ان هو يتايب مثلا الجوابات، مش مطلوب منه ان هو يكتب الجوابات للستاف بتاعه، بس مطلوب منه ان هو يكون بيعرف يعمل تايب، بحيث ان هو لما يجي يكتب ريبورت مثلا يبقى هو عارف ان هو مش هياخد في ايده حاجه كتير. لما يجي يعمل ريجستريشن مثلا الدوكيمنتس عنده، ما يقعدش مثلا يكون لسه بيدور على الحروف الموجوده على الكيبورد. فدي حاجه مهمه، مش عشان يعمل تايبنج للديبارتمنت التانيه اللي شغاله معاه، بس عشان شغله هو. تمام، دي كنا لسه بنتكلم فيها، رايتنج سكيلز، ان هو لما بيجي يكتب ريبورت او بيجي يكتب
حاجة بيعرف، لازم يكون بيعرف يعبر عن نفسه، أو بيعرف يعبر عن الحاجة اللي هو عاوز يقولها. تمام. حاجة كمان بنتكلم فيها ال document meeting minutes، إن هو يكون بيعرف ي minutes ال meetings، إن دي برضو تاسك من ضمن التاسكات اللي ممكن يتحط فيها ال document control. مش كل project أو مش كل الشركات بتخلي ال document control ي minutes ال meetings، إن هم ساعات يعني ساعات ال meeting بيتجه اتجاه تكنيكال قوي، فالدوكيمنت كنترول بيعطل بقى، ما بيبقاش فاهم هو هما اللي بيتكلموا فيه ده ايه. تمام. ما بيبقاش فاهم ايه الدنيا مشيت كده تكنيكال قوي ازاي. ففي جزء من الميتنجز بيحضرها الدوكيمنت كنترول بيضطر ان هم يعملوا مانتس للميتنج ده، وفي ناس تانية بتقول لك لا، نخلي اللي بيعمل المانتس دي انجينير علشان يبقى فاهم هو الدنيا ماشيه ازاي، او بيبقى فاهم اكتر المصطلحات والتكنيكال اللي بيتقال. طيب، ده احنا هنا كنا بنقول ان هنا برين ستورمينج، ايه هو الفرق ما بين ايه الفرق ما بين السكيلز والبروفيشنال سكيلز، بيرسونال سكيلز والبروفيشنال سكيلز. بس هي المشكله عندنا ان احنا كده الوقت عندنا مش هنلحق ان احنا نجوشيت. هنأجل بس البرين ستورمينج ده لحد وقت المناقشه في الاخر، وبعد كده هنبقى نرجع له تاني. تمام. ده هنا ايه ده؟ ده responsibility بتاعة ال document control. طبعا من خلال الكلام اللي احنا قلناه ده كله، بدأنا ان احنا نفهم ايه هي ال responsibility بتاعة ال document control. اول حاجة ان هو بيعمل set up document system، لو هو انا عندي system هو اللي بيبتدي ان هو يحط الخطوط العريضة للسيستم بتاعي. ببتدي مثلا اقول ان ال documents هتتسلم ازاي، ال workflow بتاعي، هو اللي بيحط السيستم لأي دوكيمنت ماشي عندنا، إذا كان هو هيتعامل مانيوال أو هيتعامل أوتوماتيك في البروجكت ده. فبالتالي السيستم بتاع الدوكيمنتس هو اللي لازم يحطه من الأول، علشان هو اللي هيبقى أكتر حد عارف الدنيا في المشروع هتبقى ماشية إزاي. تمام. تاني حاجة create templates. يعني المتعارف عليه إن الأيزو دايماً لما في شركه بتيجي تاخد الايزو بتديها، بيبقى فيها عندها فورمز وتمبلتس هي اللي بتتعامل فيها، بس بالاخر هو لازم كدوكيمنت كنترول هيخليها ابلايد بقى على المشروع بتاعه. انا مثلا عندي المشروع كذا، هيبتدي ان هو مثلا التمبلتس بتاعته اللي هو خدها من الايزو او خدها من الستاندرد بتاعته من الكواليتي ديبارتمنت عنده، هيبتدي بقى يحط اللوجو بتاع الشركات، هيبتدي يظبط السيجنتشر بتاع الناس، اسامي الناس الموجوده اللي هتمضي، أسامي الشركات الموجودة. فالتابلت دي هو اللي هيبتدي يحط الـ الحروف المبدئية، أو هيبتدي هو يحط كل البدايات بتاعتها من الأول. تمام. manage request for documentation. طبعا احنا قلنا إن الـ document control الشاطر اللي هو ما يخليش حد يجي يسأله على أي document، هو بيبقى حاطط كل حاجة على السيستم، فبالتالي اللي عاوز يسأل على معلومة بيروح يدور فيها على السيستم، ولو ما قدرش ان هو يوصل لها لازم يرجع للدوكيمنت كنترول عشان يساله على المعلومه اللي هو عاوز يوصل لها دي. ففي الاخر هو اللي بيشوف كل الريكوستات، لو حد بيطلب معلومه او حد بيطلب انفورميشن او بيطلب دوكيمنت مثلا، فهو الوحيد اللي بيقدر يمانج الريكوست بتاعه ده. شوف بقى حد محتاج حاجه، حد مش عارف يدخل، حد النتورك بتاعته مش شغاله، حد الجهاز بتاعه مش شغال، اي حاجه من كده، فممكن ان هو يحتاجه. كمان ممكن يكون في حد في ميتنج مثلا محتاج ان هو يوصل لمعلومه مش عارف يوصلها، ممكن يكلم حضرتك كدوكيمنت كنترول يسالك عليها او يوصل لك من خلالها يعني. فدي برضو من ضمن الريسبونسابيلتيز بتاعته. بعد كده دخلنا في قصه الفايلنج. احنا قلنا ان الدوكيمنت كنترول برضو من مسؤولياته ان هو يعمل فايلنج سوفت وهارد، علشان يتاكد ان كل حاجه محطوطه في مكانها الصحيح بطريقه كويسه، وان المكان ده مناسب للستورج بتاعه. تمام. كمان من مسؤوليات الدوكيمنت كنترول ان هو يراجع وان هو يعدل او يتعامل مع الريكوردز الموجوده عنده في البروجكت، وان هو يقدر ان هو يعمل عليها ابديت ديلي. تمام. برضو من ضمن مهام الدوكيمنت كنترول. حاجه تانية برضو الديستريبيوشن، من وظائف الدوكيمنت كنترول ان هو يعمل ديستريبيوشن صح للدوكيمنت.
هندخل في القصة دي بعدين بالنسبة للديستريبيوشن ماتريكس، دي هتبقى لها محاضرة منفصلة إن شاء الله. بس هو برضو اللي بيبقى مسؤول عن إن هو يوزع الدوكيمنتس دي داخليا وخارجيا، طبعا داخليا عشان يبقى لازم يوصل المعلومة اللي جات له من بره الشركة دي لكل المسؤولين عن الدوكيمنت دي داخل الشركة عنده. ولازم لو هو عنده عاوز معلومة عاوز يوصلها خارج الشركة لحد من أطراف المشروع بره، لازم يتأكد إن المعلومة دي وصلت بطريقة صحيحة للشخص المسؤول عنها خارج الشركة. manage process around documents، هو كمان لازم يتأكد إن البروسيس اللي بتتعمل في الشركة للدوكيمنتس تكون معمولة بطريقة صحيحة وتكون معمولة بطريقة سلسة، ما يكونش في حاجة بالنسبة له معمولة غلط، ما تكونش في مثلا بروسيس بتتضارب مع بروسيس تانية. فهو اللي بيعمل مانج للبروسيس، احنا دي كنا اتكلمنا عليه إن هو هيعمل سيت اب، هو هيعمل سيت اب ويرجع تاني يعمل مانج للبروسيس بتاعته علشان يتأكد إن هي ماشية في الأورجنايزيشن كلها بطريقة صحيحة. هنا بنتكلم عن الـ confidentiality بتاعة الـ documents. احنا لسه كنا بنقول إن هو مسؤول عن إن هو يتعامل مع سرية الـ documents دي بطريقة كويسة. احنا كنا لسه بنقول من شوية لازم إن هو يكون أمين، بس دي بقى الـ documents دي لازم يكون بيتعامل مع الـ بيسموها إيه الـ privacy بتاعة الحاجات دي بطريقة كويسة. فالبرايفسي بتاعت الدوكيمنتس دي والكونفيدنشاليتي بتاعتها دي برضو من مسؤوليات الدوكيمنت كنترول، ان هو ياخد باله منها يبقى عارف ان هو يديرها بطريقه صحيحه طبقا للماتريكس اللي هو اتفق معايا عليها من البروجكت مانجر. تمام، هي هنا دي البروجكت اللي احنا دي الريبورتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، بنقول ان هو لازم يدي اد هوك ريبورتس مش بعد الوقت المطلوب، يعني لازم يكون عنده نظرة للريبورتس اللي هو هيطلعها أو للريبورتس اللي هو هيطلعها دي تكون قبل ما تحصل المشكلة مش بعد ما تحصل المشكلة، لأن لو هو عرف الناس إن هو في مشكلة هتحصل أحسن بكتير ما إن هو يجي يقول لهم إن المشكلة خلاص حصلت، أو إن هما يتفاجئوا إن في مشكلة حصلت، إن عندهم دوكيمنتس مثلا متأخرة أو إن عندهم حاجة حصلت أو حاجة بالنسبة لهم مش هيعرفوا إن هم يردوا عليها قبل الميعاد الفلاني. فلازم الريبورتس بتاعته تكون قبليها بفترة، تكون منطقية، تكون مديها وقت للناس إن هي تعرف تراجع على شغلها أو إن هي تعرف تاخد أكشن في التأخيرات بتاعتها. تمام، بعد كده بنتكلم عن دور الدوكيمنت كنترول جوه المشروع. الدوكيمنت كنترول دوره جوه أي construction project بنقول ان هو بيمنتين كل الدوكيمنتس اللي بنسميها اللايف بروجكت دوكيمنتس اللي هي الرانينج اللي انا شغال فيها دلوقتي مش اللي هي حصل لها اركايف. فدي بتبقى كلها مسؤوليته من الاول من الالف للياء لحد ما يعمل لها ريكورد لحد ما يعمل لها اركايف، كل دي مسؤوليه الدوكيمنت كنترول. تمام، فالرول بتاعه في جوه البروجكت ان هو بيتعامل مع كل اللايف دوكيمنتس الموجوده في البروجكت من ساعه ما بتدخل الشركه لحد ما بتطلع من الشركه او لحد ما بتدخل الفايلز عنده از اركايف. تمام، وبرده مسؤوليته ان هو يتعامل ويابديت السيستم ديلي، لازم اي سيستم عنده اذا كان سوفت ولا هارد لازم يابديته ديلي، لان لازم المعلومه تفضل موجوده طول الوقت، آخر معلومة موجودة ولازم تكون دايما up to date ودايما تكون آخر revision موجودة وتكون approved زي ما احنا كنا بنقول من شوية. لأنه لو ما عملش كده، لو السيستم ما تحصلوش update كل يوم، هيجوا فترة عليهم مش هيبقى عارف هو واقف عنده آخر مرة واقف فين عند ال update، فلازم يبقى ال update عنده daily. تمام، هنا دي الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها عن ال numbering والبروسيجر بتاعت المسل ستيتمنت والكلام ده. هنا بنقول ان وظيفة الدوكيمنت كنترول ان هو بيحط النمبرينج سيستم بتاع الدوكيمنتس. تمام، فهو مسؤوليته ان هو يحط يبقى ماشي على النمبرينج سيستم اللي هو حاطه، فهو بيتابع ان النمبرينج سيستم ده ماشي بطريقة كويسة، متأكد ان الفايننج السكشن نمبر موجود في الدوكيمنتس اللي طالعة، متأكد ان السب كونتراكتور
حاطين كل بياناتهم ان كل حاجه تكون مظبوطه. فدي وظيفه الدوكيمنت كنترول، ان هو يتابع الدوكيمنتس اللي طالعه من عندهم الشركه في النمبرنج بتاعها وكل النمبرز والسبيكس الموجوده فيه. دي بقى وظيفته الاساسيه في البروجكت عنده، ان هو بيبقى بيستلم بيكونترول بيتعامل مع الدوكيمنتس دي وبيعمل لها ستورج، ان هو بيحفظها مانيوال، بيحفظها سوري هارد كوبي وبيحفظها برضه سوفت كوبي. وبعد كده لو هو في اي دوكيمنت عنده هتطلع هيحصل لها ايشو من البروجكت عنده، بيضطر ان هو يشوف لها الكابز اللي هي المفروض تتسلم فيها قد ايه، يشوف الماتريكس بتاعت الديستريبيوشن بتاعته ماشيه ازاي، وبيتاكد ان كل معلومه وصلت للشخص المسؤول عنها، بيتاكد ان هو عنده ريسيت بكل حاجه هو بعتها. يعني لو انا ببعت الحاجه بره الشركه لازم اتاكد ان انا عندي اثبات او عندي ايفيدنس ان هو ان الشخص اللي بره الشركه ده استلم المعلومه دي، هي دي مش ان هو مش استلمها من غير ما يبقى انا عندي ايفيدنس، لازم يبقى عندي ايفيدنس المعلومه دي وصلت للشخص. تمام. مسؤوليات برضو الدوكيمنت كنترول داخل المشروع، ان هو بيعد الديستريبيوشن ماتريكس بتاعت المشروع لكل التيم اللي عنده. طبعا دي بتبقى بالتعاون مع البروجكت مانجمنت تيم اللي شغالين معاه، علشان يبقى متأكد ان كل المعلومات وكل الداتا اللي دخلته وصلت للناس المسؤولة عنها. طيب ايه هو الكارير لادر بتاع الدوكيمنت كنترول؟ اول حاجة بيبقى الدوكيمنت كنترول لما بيدخل المجال بيبقى اسمه جونيور دوكيمنت كنترول، وبعدين لما بياخد خبرة معينة في المجال بيتحول لسينيور دوكيمنت كنترول. تمام. بعد كده بيبقى ليد، بعدين بيبقى بعد كده بيبقى دوكيمنت كنترول مانجر، وفي بعد كده دوكيمنت كنترول سكشن هيد. تمام. وهنا بقى تعريف لكل واحد ايه التاسكات بتاعته. يعني الدوكيمنت كنترول الجينيور دوكيمنت كنترول بنقول ان هو بيبقى مسؤول عن الديلي تاسكس بتاعت الدوكيمنت كنترول جوه البروجكت او جوه الديبارتمنت بتاعي. الديلي تاسك زي ايه مثلا؟ زي السكان، زي مثلا الاركايف، زي الرينيم، زي ال ايه تاني، زي النيم الفايلنج مثلا، زي توزيع الدوكيمنتس مثلا ديستريبيوشن. بس الديستريبيوشن بعد ما يكون هو خلاص متفق على الديستريبيوشن ماتريكس بتاعته. تمام. طيب السينيور بقى شويه بيبقى هو الى حد ما بيبقى بروفيشنال شويه، بيبقى عنده اكسبيرينس شويه، مثلا 5 سنين مثلا ولا حاجه. الاكتيفيتي هي بتبقى نفس الاكتيفيتي بتاعت الجونيور دوكيمنت كنترول، بس بيزيد عليها ان هو بيبقى عنده مثلا ان هو مثلا بيتعامل شويه على الريجستر، مثلا بيتعامل مثلا في الاستلامات، فده شويه بيبقى الى حد ما ده اللي بيبقى عنده خبره شويه عن الجونيور، فبالتالي بتبقى عنده تاسكات عنده فيها ثقل شويه عن لسه صغير. بعد كده الليد سكشن، الليد دوكيمنت كنترول ده بيبقى عنده تيم من الدوكيمنت كنترولرز، وهو اللي بيبتدي يتعامل معاهم في التاسكس، هو اللي بيبتدي يوزع عليهم التاسكات ويراجع الريبورتات اللي هم مطلعينها، وبيشوف اذا كانت هم فعلا كل واحد قايم بشغله، وبيشوف التولز اللي هم بيتعاملوا عليها وبيراجع شغله. هو ده التيم ليدر بتاعهم بتاع الدوكيمنت كنترول. في بعد كده الدوكيمنت كنترول مانجر، ده اللي بيحط الخطوط العريضه للديبارتمنت عنده. يعني هو ده مش بيشتغل اي حاجه بايده، ولا بيستلم ولا بيوزع ولا بيعمل اي حاجه، بس هو اللي بيحط الفيجن بتاعه الديبارتمنت كلها عنده، وبيتابع بقى بيتابع مثلا بيبقى ده طبعا موجود سنترال، موجود في الهيد اوفيس، بيتابع بقى البروجكت مثلا، بيتابع التقارير اللي بيديله من البروجكت التانية، بيشوف أداء الدوكيمنت كنترول الموجودين في السايت، بيعمل لهم مثلا أوديت على السايتس بتاعتهم من وقت للتاني، بيعمل لهم مثلا ايفالويشن، بيعمل لهم تريننج من وقت للتاني لو هم محتاجين. كل الحاجات دي بيعملها الدوكيمنت كنترول مانجر، هو اللي بيبقى بيتعامل مثلا لو هم عندهم سوفت وير، لو هو بياخد مثلا بيقدم لهم مثلا كلاريفيكيشن مثلا لاي حاجه. ده كلها من مسؤوليات الدوكيمنت كنترول مانجر. اخر حاجه بنتكلم فيها بقى الدوكيمنت كنترول المفروض ان هو بيريبورت، الدوكيمنت كنترول بيريبورت
لمين؟ دي على حسب طبيعة الشركة بتاعتك ماشية ازاي، تمام؟ يعني في شركات بتبقى الدوكيمنت كنترول تابع للانجينيرنج مانجر، في شركات تانية تابع للكواليتي اوفيسر، في شركات تانية تابع للدبتي مثلا، في شركات تانية تابع للبروجكت مانجر مثلا، ان هو لا هو شغال على البروجكت فمديره المباشر هو البروجكت مانجر، او ان هو شغال تبع ديبارتمنت مثلا، هو شغال في شركه تبع الكواليتي مثلا، كواليتي ديبارتمنت، فهم بياخدوه من شركه من الديبارتمنت دي وبيشتغلوه عندهم في البروجكت ده، فبالتالي مديره المباشر بيبقى ليه ساعات في الوقت ده بيبقى ليه مديرين، مديره المباشر اللي هو الموجود في الديبارتمنت الموجود في الهيد اوفيس عنده، والمدير التاني اللي موجود اللي هو البروجكت مانجر اللي موجود معاه، تمام؟ كل حاجة بتبقى على حسب الاورجانيزيشن بتاعة الشركة، فدي ملهاش كونسبت زي برضو ان هي او زي برضو التعليم بتاع الدوكيمنت كنترول ده برضو ملوش كونسبت، فده برضو زي يتبع الاورجانيزيشن شارت بتاعة الشركة، تمام؟ احنا كده خلصنا النهاردة، طبعا انا طولت عليكم معلش انا اسفة، بس احنا كده هنبتدي الوقت بتاع الاسئلة لو حد عنده اي سؤال. انا حطيت لكم شوية ريفرنسز هنا في اخر المحاضرة على عن المعلومات، لو حد حابب ان هو ياخد معلومات زيادة يعني في البتاع ده، الريفرنسز سايبها لكم في اخر. تمام، حد عنده اي سؤال؟ في حد بيقول هو احنا هنسأل امتى؟ السؤال نص ساعة عدت، معلش انا بس عشان الأول محاضرة دي كانت طويلة شوية، ف هنشوف. بالنسبة يا جماعة للحضور والكلام ده، يعني الكلام ده مع الديبارتمنت يعني نتناقش فيها ان شاء الله بإذن الله على الواتساب، نشوف موضوع الحضور ازاي، يعني ده هيرد علينا الأدمن اللي شغال معانا. طب هو انتوا كده، انا مش عارفة، هو انتوا كده ميوت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور، حضرتك سامعني كده؟ ايوه تمام كده، سامع حضرتك. طيب تمام. طبعا يعني شكرا جزيلا طبعا لحضرتك على المحاضرة القيمة دي، طبعا يعني وايدكم ان شاء الله. كانت غزيرة جدا من المعلومات. طبعا لو في حد يا جماعة عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يعمل رايز هاند وأنا أفتح له المايك. أستاذ محمد عبد المنعم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ شكرا جدا على المعلومات القيمة دي، وحقيقي يعني واضح ان خبرة حضرتك العملية كبيرة. يعني سؤال حضرتك، واضح ان حضرتك اشتغلتي في الكونستراكشن. لو انا دلوقتي انا مهندس عقود اولا يعني، والان الشركة ما عينتش دوكمنت كنترول في المشروع، فبتقابلني مشكلة في ارشفة المراسلات والفواتير والمستخلصات بتاعتي. في يعني اول ما بدات المشروع بقيت اقسمها كلاينت سايد وسب كونتراكتور سايد. تحت الكلاينت سايد بكتب مثلا الاجريمنت، الانفويس، الايشوز، الكورسبوندنت اللي جات لي او راحت من عندي، والسب كونتراكتور بالمثل يعني. بعد كده لقيت ان الموضوع ده اما باجي بسترجع مثلا خطابات معينه بموضوع معين بيدخلني في مشكله ان انا ايه لازم ادور في الاثنين فولدر دول يعني. تمام فهل الحل في حاجه زي كده ان انا اعملها ايه سبجكت وايز، يعني مثلا ايه الاجريمنت احط تحتيها كل الاجريمنت بقى، سواء كانت بيني وبين الجهه المالكه او بيني وبين مقاولين الباطن والموردين بتوعي، وكذلك برضه ايه اعمال فوتره سواء مستخلصات شهريه لينا برفعها للمالك او بيبعتها لي المقاول الباطن بتاعي يعني. أنا عندي بس شايفه استفسار، هي الافضل؟ الحاجات دي بتيجي لحضرتك بريفرنسز ولا بتيجي من حضرتك من غير ريفرنس؟ لا بتيجي بريفرنس تمام المقاولين يعني للاسف لا، مش
يعني بشكل عام بيبقى اخره يحط التاريخ، ما بيحطش ريفرنس يعني، بس طيب الجان هو ممكن اول حاجه حضرتك تطلبها منهم ان هم يحطوا لك ريفرنس، لان طول ما انت ما عندكش ريفرنس انت مش عارف تعمل تراك للدوكيمنت دي. يعني احنا بعد كده هنشرح بعد كده فائده الريفرنس ده، ان هو حاجه بتبقى اي دي لحضرتك. يعني احنا كدوكيمنت كنترول ما بنتعاملش بالسبجكت بتاع الحاجه. يعني انا بالنسبه لي السبجكت بتاع الحاجه ما بيهمنيش، على قد ما انا عندي التعريف بتاع الورقه دي بيتعرف برقمها 1 2 3 جايالي من فين رايحه فين. انما حضرتك هتتعامل بالسبجكت هتلاقي نفسك هتوه كتير، لان انت هتبقى محتاج فايل لكل سبجكت منفصل، ودي هتبقى مشكله عندك. لا هو لا مش هو ده، عفوا ده قصدي، لا انا قصدي ان انا مش هقسم البيانات او الدوكمنت الموجودة عندي ما بين الكلاينت سايد او سب كونتراكتور سايد، لا هو الفولدر اجريمنت تحتي كل ما يخص الاتفاقيات ما بيني او العقود ما بيني وما بين الجهة المالكة. بالظبط، ده كده لان دي ايشيو خاصه بالاجريمنت. يعني انا مثلا بالنسبه لي انا عندي مثلا عقود مثلا حاجه خاصه بالهاند اوفر مثلا، كل ما يخص الهاند اوفر انا حاطه في فايل واحد، جالي بقى من المالك، جالي من الاستشاري، جالي من فين، جالي من يعني ايا كان، بس دي كلها كل ما يخص الهاند اوفر موجوده في فايل. حضرتك لما تحب تدور على اي حاجه خاصه بالاجريمنت مثلا هتلاقيها موجوده في الفايل ده. بس تمام، ما بالنسبه هو للمراسلات لازم حضرتك المراسلات تبقى فيه ان واوت. يعني ممكن حضرتك تحتفظ بالهارد كوبي مثلا بتاع الاجريمنت ده از اوريجينال في المكان ده، بس لازم حضرتك تبقى فيه سيريال للمراسلات في فايل تاني. ما هي دي هتقابلني جميل، ما دي هتقابلني مشكلة ايه؟ ان انا اما تكتر يعني دلوقتي مثلا المشروع بقاله 6 شهور، اما بعد يستمر ان شاء الله وقت يعني حوالي سنة، او جاله تمديد مثلا 3 شهور او 4 شهور كمان، سواء انا موجود او غيري موجود هتبقى الدنيا ملخبطة يعني. طب انا هقول لك على حاجه، حضرتك فكرت تعمل لها اكسل شيت مثلا بهايبر موجود، لينك مثلا اللوج تسكان موجود، الحاجه دي مثلا؟ طيب ما انت اللوج كده موجود. هتقدر يعني حضرتك هتقدر يعني انت كده مش بتتعامل بالهارد كوبي صح كده، انت بتدور في السوفت لا بس. لا لا انا شفت كده طبعا، شفت انا يعني صعبه جدا ان انا اطبع كل الكميه المستندات اللي عندي دي، بالظبط انا اخر بالظبط بالعقد عقدي بتاعي مع المالك بس، الباقي سايبه سوفت كوبي عندي يعني. طيب حضرتك بتتعامل بالهايبر لينكس في الاكسل شيت ده؟ لا ما بتعملش بيه. طيب انت لو عملت الهايبر لينك ده هيتوفر عليك كتير. في معادله كده بسيطه هبقى اعمل لحضرتك شير عليها ان شاء الله. يعني بتخليك ان انت تعمل هايبر لينك في مثلا في اقل من 2 دقيقة مثلا. طب بتعمل ما هايبر لينك ماشي، لكل الدوكيمنتس بالاكسل شيت اللي عندك ده، بحيث انت لو انت بتسيرش على معلومه معينه توصل لها من غير ما تقعد تدور في الفايلات كتير. بس دي الهايبر لينك ده لازم يكون، لو انا حبيت ابعته لحد لازم يكون على نفس الروت لا ما انت تقريبا على غيره. مش هينفع تبعته لحد، هو هينفع حضرتك في ان حضرتك لما تيجي تسيرش عن معلومه هتعرف توصل لها شخص بطريقه اسهل. ليا. بالظبط، شخص ليك او ابليكابل على السيستم اللي انت شغال عليه. لو على طول ما سيرفر يعني. حضرتك بالظبط طول ما حضرتك ما غيرتش مكان الفايل، يعني حضرتك بتحط فايل شيت الاكسل في نفس الفولدر اللي حضرتك حاطط فيه مثلا الدوكيمنتس السكان اللي عندك، طول ما حضرتك ما غيرتش مكان شيت الاكسل هيعرف يوصل للباك بسهوله. يعني تمام، شكرا حضرتك، ومعلش طولت حضرتك ولا يهمك، بالتوفيق. في استاذ بسيطة، حضرتك، بس اللي قلت لي بيشير لنا الجزئية دي ان شاء الله. حاضر إن شاء الله هعمل. يعني لو حضرتك معانا على الجروب بتاع الفيسبوك أنا يعني هحطها لحضرتك. خلاص مش هرفع لا هو انا هرفع مش على الجروب بس يعني هشترك فيه ان شاء الله يعني باذن الله. طيب إن شاء الله بإذن الله. أهلا شكرا بك. جزيلا، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا مع حضرتك ياسر، انا سينيور دوكمنت كنترول في كونستراكشن. انا بس كان ليا سؤال لحضرتك، يعني هو انا دلوقتي عامل لنفسي لوجات وعامل هايبر لينك والدنيا معايا من السيستمة، لكن انا عندي مشكلة ان انا لما بشوف حد من الزملاء او حد من مواقع تانية عامل حاجة افضل من اللي عندي، بروح انا هادد اللي عندي كله وابتدي اعمل غلط لوجات، جدا غلط جدا اللي انت بتعمله ده. فبعمل ايه؟ فانا بعمل بيبقى بيكون هو يعني حتى المهندسين اللي معايا لما باجي انا مثلا بيحسوا بفرق، يعني انا مثلا كنت عامل لوجات انا حسيت ان غيري عامل لوجات افضل مني، بفضل ارتب الخلايا وارتب شكل اللوج واظبط معادلاتي عشان ابقى شبه واحد عامل لوج حاسس ان هو اقوى مني، تمام فده بيخليني دايما ان انا ضاغط نفسي، وفي الاخر النتيجة واحدة، لان ببقى في الاخر
هو بيوصل للمعلوم يعني، هو بس انا بالنسبه لي كمنظر اللوج بحس ان هو اكتر. فحضرتك تنصحيني بايه في التعامل في الموضوع ده يعني؟ بص، انت اي حاجة عجباك اعملها في مشروع جديد، اعملها في لوج جديد، اعملها في فيز جديدة في المشروع، تمام؟ طيب ما تهدش اللي انت عملته علشان تبتدي فروم سكراتش، لان انت وارد لا قدر الله انت تخسر اي حاجة من معلوماتك الاساسية تبوظ، تمام؟ يعني انت تمام ممكن تخسر حاجة، جزء من كميات المعلومات اللي عندك دي تبوظ وانت بتعمل الحركة دي. يعني انا بالنسبة لي مثلا فترة في المشروع بتاعي شتت الاكسل اللي عندي ضربت، تمام؟ لان انا بقالي مثلا 5 سنين في مشروع واحد، وكنت معتمده بقى ان انا عامله هايبر لينكس ومظبطه البروجكت عندي، وعامله معادلات كتير، والمعادله دي مش عارفه تعد من فين، ودي تطلع لي رقم ايه، وكانت زي الفل، تمام. في نص تمام المشروع شيت الاكسل اللي عندي ضرب، اضطريت ان انا اعيده، بس الحمد لله ان انا كنت واخده باك اب مثلا قبلها بشهر، مثلا قبلها بشهرين حاجه كده يعني، تمام. فبعد ما عملت الشيت ده انا شفت، حاولت ان انا اقلل منه المعادلات دي، لان انا في الفيز اللي انا موجوده فيها في المشروع دلوقتي مش محتاجه المعادلات دي، على قد ما انا محتاجه الداتا تكون اكيوريت وتكون بسيطه وسهله، ان انا اعرف اتعامل في شيت الاكسل يبقى خفيف معايا ما يبقاش تقيل. تمام فمش لازم حضرتك كل حاجه تشوفها تنفذها في مشروعك ده، ممكن حضرتك تعجبك تكتبها نوت عندك لما تيجي تبتدي فيز جديده من المشروع تنفذها، او ان انت هتبتدي لوج جديد تنفذها، تمام. بس مش لازم تهد اللي انت بتعمله عشان تعمل حاجه جديده عاجبك خالص. خلاص تمام انت على شكرا. الوضع ده هتضيع وقتك بس في حاجات تانية، وفي الاخر المعلومة موجودة، بس انت كده عندك ريسك ان انت ممكن تخسر جزء من البيانات اللي عندك او المعلومات اللي عندك ما تعرفش ترجع لها تاني. تمام ربنا يكرمك، شكرا جزيلا، وفي ايه يا فندم؟ جزاك الله خيرا يعني. وإياكم. حد تاني يا جماعة عنده سؤال؟ أستاذ مصطفى حضرتك تقدر تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني إحنا بنشكر حضرتك جدا والله، وما شاء الله إحنا مستفيدين جدا جدا من المحاضرة دي حقيقة. عفوا يا فندم، ربنا يخليك. وأنا كنت عاوز بس أسأل في نقطة تنظيمية شوية بخصوص الكورس إن شاء الله، مواعيده، جدوله، المحاضرات يعني عامة، جدول المحاضرات هيكون إمتى، وإجمالي عدد الساعات، بحيث ان الواحد يقدر بس يظبط جدوله يعني، على ان دايما يكون مخصص الوقت ده ومفضيه في اليوم المقرر للمحاضرة. تمام. بالاضافة ان كنت عايز اسأل حضرتك كمان عن المادة العلمية نفسها، منين نقدر نجيبها، او لو ليها مثلا PDF فايل او حاجة نقدر بحيث نراجع تاني او نذاكر تاني المحاضرات يعني. المادة العلمية كبي دي اف بتاع السلايدز اللي احنا بنتعامل فيها دي، ولا انا اصلا جايب الكلام ده فيه؟ لا بتاع السلايدز يا فندم اللي يعني حضرتك السلايدز على دي ان شاء طول. الله هتبقى موجودة ان شاء الله باذن الله معاكم على الجروب بتاع الواتساب، وموجودة على الجروب بتاع الفيسبوك ان شاء الله. بعد ما هنخلص هسيبها واحطها، طيب ممتاز. تمام. بالنسبة بالنسبة لموضوع للمواعيد المواعيد، احنا ان شاء الله باذن الله انا لسه بشوف مع الاكاديمية لو هم عندهم افيلابل ان شاء الله يوم السبت باذن الله، ممكن نخلي السبت مثلا الساعة 8 لو الدنيا افيلابل بالنسبة له. عيد السبت هتبقى الترافيك شوية قليل، والساعة 8 حتى لو حد عنده شغل ورجع هيبقى من 8 ل 10 الدنيا عنده تمام، مش هيبقى في تأخير إن شاء الله، لأن التلات ده في وسط هو الأسبوع كان عامل لنا مشكلة. الحقيقة يعني دايما مواعيد بعد الشغل دي هتكون مناسبة للجميع يعني، يعني إيه بعد الشغل؟ يعني مواعيد 8 دي ممتازة جدا. تمام خلاص زي الفل إن شاء الله. أنا بس فده كنت كله يعني أنا بس كنت يعني كنا مصرين بس على موضوع يوم الثلاث ده، لان انا كنت فعلا مرتبطه بكورس تاني يوم السبت. تمام. الحمد لله كده بعد رمضان باذن الله هيبقى الكورس بتاع السبت ده مش موجود ان شاء الله، وممكن بعد رمضان نبتدي من السبت ان شاء الله، والاكاديميه مع يعني لو الاكاديميه عندها الميعاد ده افيلبل مفيش مشكله حضرتك تقصدي ان احنا هنوقف في رمضان؟ ان شاء الله. هنوقف في رمضان ليه بس كده؟ علشان والله هيبقى الدنيا قليلة، يعني الوقت هيبقى شوية قليل، وهيبقى يعني نستثمر وقت رمضان في حاجة تانية مفيدة أكتر، عشان بس مش هنبقى عارفين نعمل مواعيد رمضان عشان صلاة التراويح وعشان الناس اللي صح بتبقى عندها صح شغل، فالدنيا مش يعني هنبقى عارفين نرتب الناس مع مواعيدها لو ازاي. وقت حضرتك شخصيا والسادة طبعا الحضور، لو الوقت ممكن يكون مناسب حتى ساعة واحدة قبل الفطار، ده هيبقى وقت فيه تحصيل كويس جدا، هي بحيث ان المشكلة إن احنا ساعة قبل الفطار هنبقى في الشغل ما والناس نقطعش التسلسل بس الافكار يعني. شهر كامل هنتوقف، هيبقى يمكن بعدنا شوية عن الموضوع.
والله اتمنى، كنت اتمنى ان احنا نبتدي فتره قبل كده، بس فعلا يعني حصلت ظروف ما خلتناش نبتدي. كان البلان ان احنا نبتدي في اول مارس، بس حصلت نعم ظروف ما قدرتش ان انا ابتدي في اول مارس. فمعلش خلينا نستحمل كده، الشهر ده يعدي على خير ان شاء الله، على خير إن وباذن شاء الله الله، بعد كل سنة رمضان ان وحضرتك شاء الله على طيب. طول نكمل باذن الله. وحضرتك بالصحه والسلامه. تمام يا فندم، شكرا جزيلا. ماشي يا فندم، اتفضل. حد يا جماعة عنده سؤال؟ باشمهندس أسامة صادق اتفضل. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة. طبعا أنا طبعا يعني حابب في الأول أشكر حضرتك طبعا على المجهود الرائع اللي حضرتك بتقدمه لنا فعلا، وكل القائمين على الكورس طبعا بشكرهم جدا جدا، وجزاكم الله كل خير، ويا رب يجعلنا في ميزان حسناتكم بإذن الله. أمين يا رب إن شاء الله. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا كنت بس يعني أنا اسمي أسامة صادق، أنا سينيور دوكيمنتس كنترولر، وبقالي في الفيلد بقالي أكتر من حوالي 10 أو 15 سنة. تمام. تمام. أنا شغال في شركة، الشركة دي هي المسؤولة أو الأونر لمشروع بروجكت معين في الغردقة. تمام. هو أنا عامل اللوج بتاعي على إكسل شيت لعدد سنين كتيرة جدا، وكل اللي حضرتك كل العناصر اللي حضرتك قلتي عليها أنا فعلا بعملها فعلا بالحرف، اللوجز والإن والأوت والسبميتال والريكورد والديستريبيوشن، كل الكلام ده أنا بعمله. تمام. تمام. بس هي الفكرة عندي في حاجة معينة أنا كنت حابب إن أنا يعني يعني أخليها إضافة ليا، فمش عارف بقى إذا كان دي ممكن تكون من ضمن البلان لإدارة الجروب أو لإدارة المكان، إن هي تتيح لينا إن هي كتدريب في حاجة زي كده، أو ممكن تبقى إكسترنال، مش عارف. أنا طبعا يعني بسمع عن سيستمز كتيرة جدا موجودة دلوقتي في الفيلد أو الماركت بتاع الدوكيومنتيشن، زي مثلا الاكونكس او الاي دي ام اس، او انظمه كتيره جدا متاحه وناس كتيره جدا بتستخدمها، وحتى كمان شكل الاستورج بتاع الدوكيومنتيشن اتغير، بقى كله دلوقتي على الكلاود، والدنيا دلوقتي بتتجه للاتجاه ده. تمام. فانا لو كنت حابب ان انا يعني اكون مثلا سيرتيفايد يوزر مثلا لسيستم زي الاكونكس او الاي دي ام اس، او ان انا اكون سيرتيفايد برضو للستاندردز الايزو اللي هي 9001 2015 او 2018. فممكن بس اطلب من حضرتك يعني مساعده حضرتك ان انا يعني اقدر ان انا اخد الكورسات او اكون سيرتيفايد في الحاجات اللي انا قلت عليها دي ازاي. يبقى يعني بص جزاك انا الله هقول كل لك خير على حاجه، حضرتك. هو موضوع الايزو احنا ممكن نعمل عليه، اللي ممكن نعمله كورس منفصل ان شاء الله. يا تمام. ريت يا ريت يا دكتور، يا بس ريت والله. هنعمله كورس منفصل للبريبريشن بتاعته، بس اي ثينك ان هو حضرتك هتبقى محتاج ان انت تاخد الشهاده من الايزو نفسه. تمام. من تمام حد بيكون بيدي الشهاده، يعني تكون مكان بيبروفايد الشهاده دي، تمام الاماكن اللي بتروح على الشهاده. تمام. دي اوكي حاجه. حاجه تمام تانية، بالنسبه للاكونكس مثلا، الويب سايت بتاعهم هم اصلا بيدوا الكورس فور فري. هو انا هو بص هقول لحضرتك على حاجه. هو انا بالفعل عملت سيرش على السايت بتاع الاكونكس، اللي هو لان هو طبعا باورد باي اوراكل طبعا زي ما حضرتك عارفه، تمام. فلقيت ان في ديتيلز كتيره جدا هم بيتكلموا عنها، والصراحه ما قدرتش اوصل للاكونكس از سبيشاليزد للدوكيمنت كنترول او الدوكيومنتيشن، لان يعني انا اعرف ناس كتير بيكونوا سيرتيفايد اكونكس على البروفايلز بتاعتهم على مواقع الريكروتمنت الكتيره اللي موجوده في وقتنا الحالي يعني. فانا بصراحه يعني كنت عايز مساعده حضرتك في الحته دي طبعا، لو تقدري ان انا يعني اكون سيرتيفايد في الحته دي الاكونكس ما ريليتد هقول لك على للدوكيمنت حاجه. بص كنترول. معظم الناس اللي اخذوا السيرتيفيكيشن دي اخذوها اكوردنج تريننج اتعمل لهم في الشركه بتاعتهم، فاهمني؟ يعني هم علشان اشتغلوا الشركة شغالة اوريدي بالأكونكس صح بالظبط، يعني كده؟ هي الشركه جابت السوفت وير واشتغل وعملته وحصل لهم تريننج على السوفت وير ده جوه الشركه، فهو عرفه اداله اندكشنز على جزء بس بتاع الدوكيمنت كنترول، ما ادالوش كل السيستم. ايه تمام. اوكي بالظبط، يبقى انا كده تمام. انا بس كنت عايز اتاكد من حاجة صح بس كده. بس فهي فهم يعني ده بيبقى تبع الشركه. حضرتك لو رحت، لو حضرتك مثلا عاوز تاخد الشهاده دي مثلا، يعني حاول تاخد تذاكر بس الجزء الاولاني مثلا. هو اللي انا فاهماه ان هو 3 ليفل في الاكونتس، الشهاده بتاعتهم اللي موجوده على الويب سايت بتاعهم.
هو مش بياخد تمام. حضرتك اي فيز بالنسبه لان حضرتك تذاكر ان هو يدي لك الماتيريال او ان ان حضرتك هو تذاكر الماتيريال. الفيز اللي هو الوحيده على الانترودكشن. الشهاده بالظبط، الفيز الوحيده على الامتحان اللي حضرتك هتدخله وتاخد الشهاده، فحضرتك ممكن تجرب في الاول. انما بالنسبه لان حضرتك تلاقي مكان تاخد فيه اكونكس، طب انا هقول لك على حاجه، انت ممكن تشتغل في مكان مثلا ما يكونش اصلا شغال في السيستم ده، يبقى انت دفعت فلوسك على مكان يكون شغال بالساب مثلا مش بالاوراكل. مثلا يكون شغال مثلا بالبيم مثلا، فساعتها بالظبط. انت هتبقى دفعت فلوس على سيستم تاني انت ما بتعملوش. بس انا هقول لك على حاجه، في حاجه مثلا معموله في جامعه القاهره اليومين دول، اوكي. السبت والحد غالبا اللي جايين ان شاء الله، اوكي. في ورك شوب كده بتتكلم عن الدوكيمنت كنترول عن طريق الاكونتس. اوكي. فانا هحط البوست بتاعها برضو، هحطها عندي على الجروب يا علشان ريت. بحيث ان لو حد عاوز يروح يقدم فيها ممكن حضرتك تحضر دي كورس مثلا، دي ورك شوب مثلا يومين، حضرتك هتاخد خلفيه بقى انت عاوز بقى خلاص تتجه للسوفت وير ده وخلاص انت نويت ان انت تعمل فيه، فخلاص ده ما فيهوش مشكله. متهيألي الفيس بتاعته تمام. 400 جنيه مثلا ولا حاجه يعني. طب معلش، اتفضل. طب يا ريت يا دكتور لو اللينك زي ما حضرتك بتقولي يبقى يعني جزاك حاضر، الله خير يعني. هبعت البوست حاضر على الواتساب النهارده. طب دي حاجة يا دكتور. الحاجة التانية، معلش أنا آسف لو طولت على حضرتك، بالنسبة للاي دي ام اس برضو نفس الفكرة بالنسبة للاكونكس، ولا الاي دي ام اس حاجة تانية؟ ال ADMS هو بيتكلم عن أي سوفت وير أنت بتشتغل عليه، اللي هو المفروض بيسموه Electronic Management الكس System. يعني تمام؟ الـ ADMS ده المقصود بيه أي سوفت وير ريليتد بالدوكيمنت كنترول. بالظبط، أي سوفت وير أنت بتشتغل عليه، إذا كان بقى بيم، إذا كان بقى أكونكس، أي سوفت وير أنت شغال عليه. اوكي تمام. اوكي تمام. تمام؟ شكر جدا يا دكتور، عفوا شكر يا جدا يا فندم، دكتور، جزاك الله خير، شكرا. وإياكم إن شاء الله. أستاذ محمد سليم تفضل. ألو، أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا حاجة دكتور على كل المعلومات اللي حضرتك بتقدمها النهاردة. بس يعني أنا بس ليا استفسار صغير. اتفضل. أنا دوت كنترول في مكتب استشاري، بدأ المشروع من بعد ما مر منه سنتين. الفكرة أنا كنت عامل شيفت كارير، فأنا فعليا أنا معرفش بداية المشروع بتبدأ إزاي. يعني أنا بعض الديسك اللي بتعامل معاهم كان مثلا في البي ام او الكونتراكتور بلاقي في بعض المعلومات انا ما اقدرش، ما عنديش معلومات كويسه منها. بمعنى في بعض منهم يتكلم عن الكلوز اوت دوكيمنت، عن التست كوميشننج او التيكينج اوفر سيرتيفيكت، تمام. بعض يتكلم عن الكونتراكت، يعني مراحل في البدايه خالص الكونتراكت دوكيمنت. انا بالنسبه لي انا كدوكيمنت كنترول، ايه الداتا اللي المفروض ببدا بيها المشروع؟ يعني عايز اعرف انا خطوتي ببدا واحد اثنين ثلاثه، ايه هي الداتا او الاوراق اللي لازم اكون متعامل عليها، غير طبعا اللوجات اللي ببدا بيها. هو ده هو سؤالي حضرتك يعني. تقصد ان هي تبدا الداتا بمشروع جديد ولا تبدا الداتا في مشروع اصلا، المشروع اللي حضرتك الكيس بتاعت المشروع بتاعت حضرتك اللي انت اصلا شغال فيه؟ لا، مشروع جديد، لان طبعا الكيس اللي انا فيها اوريدي خلاص البروسيس ماشي ومفيش مشكله. خلاص انا بالنسبه لي حاجه معروفه لنفسي، لان انا ما بحاولش ان انا اتعامل على اي بوزيشن في اي مكان تاني غير لما اوصل لنقطتين، نقطه ان اعمل البدايه ونقطه تقفيل المشروع الهاند اوفر. انا قربت تمام. على الهاند اوفر دلوقتي، ففي بص دلوقتي هقول لك عايز على اعرف. حاجه، حاول تتعلم من البروجكت اللي انت فيه اللي انت تقدر عليه، يعني انت خلاص كده هتبقى في انت كده خلاص عديت نص المشروع، هتتعلم بالظبط الهاند انا اوفر خلصت والكلوز الهاند اوفر اوت دلوقتي. هتبقى. تمام؟ ما طيب بالظبط كده، حاول ممكن تتعلم اعرف في ايه المكان التاسك اللي عندك. المطلوب في الهاند اوفر؟ يعني ايه يعني سؤال بس، يعني هو في حاجه بس كانت بالصدفه طلعت قدامي، ان الكلوز اوت دوكيمنت انا كاستشاري ما احتفظش بالاوريجينال. انا في عندنا اداره مشروع، فاداره المشروع هل هي اللي المفروض هي تبقى مناصه ان هي تتعامل مع؟ المفروض المالك يا فندم هو اللي بيحتفظ بالاوريجينال، بس تمام. حضرتك بتسلمه له، يعني حضرتك بس بتحتفظ بيه، انت بتاخده الاول بتستلمه ايوه من المقاول وبتراجعه، وبعد كده في اخر المشروع خالص حضرتك بتسلمه له اسبير السبيكس اللي عندك. انت شوف بقى يعني السبيكس اللي عندك بتقول لك ايه. هقول لك على انا حاجه، انت متنقل من عندك طب في كونتراكت المشروع ده عندك سبيكس عندك في المشروع عندي تقدر سبيكس تحصل على عندي. السبيكس بتاعتك، هتلاقي من ضمنها في حاجة كده بتقول close out documents.
هتبقى حوالي رقمها مثلا 17000 17300 لو هم ماشيين على نفس الستاندر اللي كل الانجينير شغالين عليه. تمام، ارجع حضرتك الستاندر دي وشوف فيها مكتوب فيها ايه اللي المفروض يتسلم. هتلاقيه كاتب لك تفاصيل التفاصيل في التسليم، هيقول لك مثلا التستنج والكوميشننج بيتعمل ازاي. نعم، ده في السبيس، هنلاقي البوينتس دي موجوده في السبيس اللي هو أيوة دي موجوده تعاقديا مع حضرتك ما بين ما بين ما بين المالك وما بين حضرتك وما بين المقاول. بيقول لك ان المقاول المفروض يسلمك باي طريقه، يسلم لك كم سوفت كوبي كم هارد كوبي، الحاجه بيبقى عليها سي دي بتبقى موجود الحاجه عليها بي دي اف وكاد ازاي، بيسلم لك التستنج والكوميشننج باي طريقه. تمام، بيقول لك ان الاوريجينال مين اللي بياخده، كل ده بيبقى موجود في الـ في الـ اسمها في اسمها الجنرال اسمها ايه اسمها جنرال في الجنرال ريكويرمنت بتاعه المشروع. تمام، يعني حضرتك دور كده في السبيكس المبدئيه بتاعه المشروع، بس اهم حاجه تبقى معاك المختومه. يعني سيبك بقى من لو لقيت حاجه مش الورق بتاعها بي دي اف بس مش مختوم مش ممضي ولا حاجه، دي ما تعتمدش. اللي بتعتمد دايما اللي مختومه من الاستشاري ومختومه من المالك ومن المقاول. تمام، دور عليها هتلاقي مكتوب فيها التفاصيل التفاصيل الحاجات دي هتتسلم ازاي. ده اللي انت حضرتك تلتزم بيه في مشروعك، وده اللي انت هتبتدي بيه مشروعك الجديد باذن الله. لما حضرتك تبتدي مشروعك الجديد اللي جاي ان شاء الله هتلاقي برضو السبيكس بتاعه المشروع فيها جزء عن الدوكيمنت كنترول، جزء كده عن الدوكيمنت مانجمنت او عند الدوكيمنتس بشكل عام في البروجكت. هيقول لك بقى ان المفروض المقاول يسلم الاستشاري كام كوبي، والكوبي تكون متسلمه ازاي، وحضرتك تراجع في فتره قد ايه، والحاجه ترجع للمقاول تاني بيكون شكله عامل ازاي. كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده في السبيكس. تمام، وده ان شاء الله باذن الله هنتطرق ليها في المحاضرات دي باذن الله ديورنج ان شاء الله، يعني مش هنتاخر عليها، هنبتديها ويمكن هنمشي بنفس السيكونس بتاع المشاريع عشان لو حد بادئ فروم سكراتش يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. تمام، باشمهندس احمد نادر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك مهندس احمد نادر، انا تكنيكال مانجر في مشروع برضو. حضرتك مشكوره جدا طبعا للتقديم الجميل بتاع المحاضره النهارده، انا استفدت كتير قوي وحاسس ان انا براجع بعمل ريفرش، ويعني يعني بشوف بقى ايه اللي ناقصنا في مشروعنا او في اي مشروع انا هبقى فيه. يعني احنا معانا دكتور كنترول شاطر جدا ما شاء الله عليه يعني، وكنت اتمنى ان شاء الله هيكون معانا باذن الله. انا نسيت بس اقول له على ميعاد محاضره او كده، فكنت حاجه مسجله ممكن هو يبقى اسمعها بعدين. ماشي يا فندم. حضرتك انا بس كان ليا الاول طلب ان حضرتك لو تسمحي لنا بس بتمبلتس او البروجكت مثلا حضرتك خلصتيه كامل، بحيث نعرف اللوكس اللي ممكن تكون ناقصه في مشروع مثلا زي بتاعي او بتاع غيري او خلافه، از بروتوتايب يعني لينا. هنحاول نخليه يعني مثلا زي امام لينا مثلا في حاجه، يعني لو هنستفاد منه او خلافه يعني. وفي نقطه ثانيه بقى، كان ايشيو مثلا معانا في المشروع كنت حابب اسال عليه يعني. الاولانيه بس لو حضرتك معايا يا فندم. اتفضل يا فندم. مع حضرتك السبميتلز مثلا، انا كانت قابلتني المشكله دي ماتيريال سبميتل. تمام، ماتيريال سبميتل فور سبلاير. النهارده انا عندي ماتيريال سبميتل فور سبلاير اكس، وفي واي، وفي زد، وفي عندي فيندور ليست. فانا عندي كذا فيندور انا ممكن اقدم لهم ماتيريال سبميتل. النهارده قدمت ماتيريال سبميتل رقم واحد واعتمد او ما اعتمدش، يعني سيان راح للاستشاري واعتمد وخلاص. تمام، رجع انا عايز اقدم الترناتيف، يعني هل اقدمه از ريف على اللي انا قدمته قبل كده، ولا بسيريال جديد؟ بسيريال جديد، لان فرضا ان هو هقول لحضرتك دي حضرتك هتقدمه بسيريال جديد، لان المراجعه دايما ريفيجن زيرو بتاخد مثلا في عقود معينه بتاخد 21 يوم.
لما تيجي بتراجع اي ريفيجن تاني بعد زيرو بتاخد وقت اقل، بتاخد 7 ايام مثلا، بتاخد 15 يوم، ما بتاخدش نفس الفتره اللي اعتمد فيها ريفيجن 1 زيرو. تمام، دي حاجه. تمام. حاجه تانيه، فرضا هو اعتمد لك، هو فرضا مثلا وافق على السبلاير الاولاني وجي رفض السبلاير التاني، لما حضرتك تيجي تورد نفس الماتيريال دي للموقع، بالنسبه للدوكيمنت كنترول ان الماتيريال دي اخر ريفيجن فيها مرفوض، فبالتالي هو تمام مش هيقدر يقبلها، فهيقدر يتعامل مع السيكونس ازاي؟ تمام؟ ده فحضرتك التفكير اللي احنا هتبقى عامل فكرنا لها فيه. تمام. بالظبط، حضرتك هتعمل لها ريفرنس مختلف علشان يبقى عندك ابروفال لاكتر من سبلاير، لو حضرتك حابب تورد لاكتر من اكتر منه يعني، اللي هتلاقيه افيلابل ساعتها في السوق هتورد من عنده. تمام، هو احنا بالفعل عملنا كده، بس تمام. انا يعني كنت بفكر في حاجه تانية. انا النهارده مع امتلاء اللوج خلاص بقى في كذا سبلاير وكذا حد، هو الديسكريبشن بتاع مثلا الماتيريال سبميتال ده هيتوصف نفس التوصيف ويتحط ما بين قوسين مثلا سبلاير معين، ولا ياخد قلم مثلا قلم ايه في اللوج؟ ما هو انا بيهمني في الاخر بعد ما كل الحاجات دي خلاص اعتمدت او ما اعتمدتش او خلافه، براجع من اللوج يعني، فاهم قصدي حضرتك؟ فالمفروض ان انا هبقى شايف كل واحد فيهم بريفرنس مختلف، يعني خلاص واخد سطر واحد لكل واحده فيهم. فهل هو هيخلي نفس التسميه للديسكريبشن للاثنين؟ ولو حصل كده يبقى هيبقى في كونفليكت بالنسبه لي في اللوج، ولو عمل غير كده هيعمل كولم مثلا يسمي كل مانيفاكتشر لوحده ولا يحطه مع الديسكريبشن؟ لا هقول لحضرتك، هو بيعمل كولم لوحده بيبقى بيسميه سبلاير. تمام، يعني هو تمام بيكتب رقم الماتيريال سبميتال، الريفيجن بتاعها، تاريخها، التايتل بتاع الماتيريال سبميتال دي اسمها ايه او السبجكت بتاعها، وبعد كده بيكتب جنب منها اسم السبلاير، بحيث ان حضرتك لما تغير السبلاير في نفس الماتيريال يبقى انت عندك كولم تاني بتقدر تكنترول منه السبلايرز اللي عندك. يعني هو عامل كلام للسبلاير. تمام كده، لازم يعمل كل من السبلاير لان ده الريفرنس ده اللي عنده في الاسم التجاري. للسبلاير. نعم ده في الاسم التجاري، في الاسم التجاري بتاع بالظبط الشركة اللي هيورد بالظبط. منها. تمام. حضرتك بقى الشركة تعمل دي الكولم بتاع السبلاير زي انت مثلا بتورد جنريتور مثلا، فهتكتب تمام في الديسكريبشن بتاعك جنريتور، مش هتكتب جنريتور اي بي بي او شنايدر. تمام، هتكتب في ماشي السبلاير مظبوط. اللي هو اي بي بي مثلا، يبقى انت عرفت ان السبلاير اي بي بي لما قدمت له الجنريتور ايوه بتاعه مثلا يتوافق عليه، وحضرتك لما تيجي تعمل فلتر على ايوه الماتيريال بالظبط مثلا كده الجنريتور هيطلع لك كل السبلايرز اللي قدامها، هتشوف مظبوط مين مظبوط. اللي ده اتوافق عليه، وده اللي هتبقى حضرتك عارف تتعامل معاه. تمام، يعني هو كده وجهة النظر مظبوطه، ان انا الديسكريبشن هيكون واحد لكن هيبقى فيه خانه اسمها سبلاير، للسبلاير خلاص الدنيا مختلفه. بالظبط الدنيا مختلفه، بحيث انا لما اعمل فلتر على الديسكريبشن هيطلع لي كام الترناتيف انا اعتمدته لحد النهارده في نفس الموضوع. بالظبط. وعشان هو كمان بتسهل عليه لما هو يجي يستلم الماتيريال ديليفر تو سايت، يبقى سهل عليه ان هو يعرف انهي فيهم اللي متوفق عليه، لان لو حضرتك كاتبهم كلهم نفس الديسكريبشن وحاطط جنبه مظبوط السبلاير حاطه في نفس الخانه، لما هيجي يدور مش هيعرف يدور عليه. تمام، مظبوط يا فندم، مشكورة خالص حضرتك يا فندم، ولو توفيق. هكون شاكر اكتر لو حضرتك مثلا عطيتنا مثلا تمبلت لمشروع حضرتك كنت احنا خلصته قبل هنعمل، كده احنا يعني. اوريدي هنعمل التاسك دي اصلا معانا وهتعملوها انتوا بايديكم، يعني المفروض ان احنا هنقسم طيب جروب وكل جروب هيبتدي ان هو هيعمل اللوجز بتاعته هيقدمها للجروب التاني، فدي اوريدي هي تاسك موجودة في الكورس، ما تقلقش. تمام يا فندم، شكرا خالص لحضرتك، شكرا ماشي يا ليك. فندم، توفيق. السلام عليكم باشمهندس حسين الدكروري، اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس حسين حضرتك تفتح المايك. هاي يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حسين داكوري، سينيور دوكيمنت كنترول ريتكون كونستراكشن في مشروع الحياة اللاتيني حاليا بالعمليه. أهلا بك يا فندم. نعم يا فندم. معلش يا فندم، انا كنت في نقطه بس، يعني انا حابب اتكلم اكتر في الحاجه اللي خلناها النهارده في الـ current revision status، في دلوقتي في التغيير، لو حصل تغيير في حاجة ولازم أنبه بيها دلوقتي. في أنا يعني في نقطة ما خدتش بالي منها كويس،
اللي هي مثلا السوفت وير، او طريقه ان انا اعرف، محتاج اعرف اكتر من طريقه ازاي اوصل للناس التغيير. يعني انا بتعامل في حاجات معينه بتعامل فيها بالايميل دلوقتي، انما في طرق تانية. في حاجه يعني ممكن تضيفها لي اتكلمت فيها حضرتك؟ حضرتك بتتكلم ان احنا حضرتك شغال بسوفت وير ولا شغال مانيوال؟ لا لا، شغال مانوال. طيب بصي يا فندم، احنا بنتكلم في الديستريبيوشن ليست دي، ان حضرتك بيبقى عندك دوكيمنت اتوزعت مثلا، فرضا مثلا ان الدوكيمنت دي مثلا عباره عن حاجه المين تريد بتاعها مثلا ميكانيكا، تمام؟ بس هي ام اي بي، تمام فهي ليها علاقه بالكهرباء وليها علاقه مثلا بالمعماري، تمام؟ تمام حضرتك الدروينج دي لما دخلت عندك الاول في الديزاين، حضرتك دخلتها للراجل، فكان متعارف عليها، او البي ام او الديستريبيوشن ماتريكس اللي عندك، فادتك بان هي دي هتروح منها الاوريجينال، منها هتروح تو ميكانيكال فور اكشن، والكتريكال اند اركتكتشر فور انفو، تمام؟ لما يحصل عليها تعديل مره تانية لازم ترجع لنفس الناس، يعني لازم تروح فور ميكانيكال تو اكشن وانفو للكهرباء والمعماري تاني، تمام؟ تمام عشان هم اكيد هم ليهم في هم اكيد ليهم انبوت في القصه دي. فاحنا اللي احنا تمام بنتكلم فيه ان الديستريبيوشن ماتريكس بتفيدك في ان انت لو حصل تغيير على الدوكيمنت تعرف الدوكيمنت الاصليه بتاعت ريفيجن زيرو اتوزعت على مين، عشان لما تيجي تطلع عليها تغيير توزعها على مين تاني. ده بالنسبه للمانيوال. بالنسبه للالكترونيك سيستم، هو اوريدي بتبقى دي حاجه ابليكابل عنده، هو لوحده بيبقى عارف ان هو بيدي نوتيفيكيشن للناس اللي ليها علاقه بالدروينج دي، تمام تمام كده؟ تمام وضحت لحضرتك؟ اه تمام واضح. ماشي يا فندم، ماشي، شكرا. نعم اتفضل. باشمهندس اسلام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك دكتورة؟ احنا والله الصراحة استفدنا من حضرتك كتير قوي النهاردة، الحمد واحنا لله، شاكرين على جهد حضرتك والله العظيم الصراحة. بالتوفيق إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا فندم. والله يا فندم انا كان عندي يعني حاجه كده صغيره كنت عايز اتكلم فيها. يعني انا مثلا بالنسبه للدوكمنت كنترول غالبا يعني 90% من الناس شغالين على مانوال، شغالين اكسل، تمام؟ وطبعا احيانا الاستشاري ما بيبعتش لوجات عشان احنا مثلا نشتغل عليها، او مثلا زمايلنا ان هم بيشتغلوا عليها، او مثلا نحاول ان هو يشتغل عليها. طبعا تمام. كل دوكمنت كنترول بيحاول ان هو يعمل لوج لنفسه ويعمل تقارير لنفسه، بيعمل اشكال مختلفه وبيعمل حاجات مختلفه، صح كده؟ تمام. طيب يعني انا كنت عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا لو عملنا برنامج صغير، تمام، على اي مثلا داتابيز او حاجه، يعني برنامج داتابيز، واحنا يعني ما شاء الله احنا معانا زمايل كتيره بيشتغلوا برضو برمجه وشغالين حاجات كتيره، يعني ما شاء الله. لو عملنا برنامج صغير وينزل مثلا بمبلغ او بينزل بحاجه، او احنا ممكن كلنا نساعد بعض فيه، هيكون شكله افضل واحسن. تمام يا فندم، بس هي كل الشركات دلوقتي متجهة للإلكترونيك، يعني إيه اللي هيخليهم ياخدوا حاجة صغيرة كده، فاهمني؟ لا يعني مثلا في شركات كتيره قوي، يعني انا مثلا عندي في شركه يعني انا مثلا عندي في شركتي شغالين على اوراكل، بس مش مدعمين قسم الدوكمنت كنترول. تمام. انا عامل شيت اكسل لنفسي حاطط فيه كل، يعني مش مقسم شيتات بقى، يعني مثلا المكتب الفني عامله مثلا فايل اكسل واحد من بره كده في يوزر فورم، بكتب انا على اليوزر فورم وهو بيبعت مع نفسه، تمام؟ تمام. محدش غيري ان هو بيقدر يطلع على اللوجات بتاعتي او اي حاجه. اي حد عايز حاجه على طول انا بعمل له سيرش عليها وببعتها له، ببعت له مثلا ريبورت بيها. في طبعا طب فرضا حضرتك مشغول مثلا هتعمل ايه؟ في لو في اسيستنت تحتي ماشي، مفيش مشكله. ما هي بص انا هقول لك على حاجه، احنا كل اللي احنا بنعمله ده علشان نفهم الناس الدوكيمنت كنترول بيشتغل ازاي، وزي ما انا قلت لحضرتك كده الدوكيمنت كنترول الصح اللي ما حدش يجي يساله على حاجه، كويس، تمام؟ يبقى قدامه مظبوط. السيستم موجود، حضرتك اي حد بيجي لك جديد في الشركه بتديله اندكشن كده صغيره ان عندي الحاجه دي هنا، اللترز في المكان الفلاني، السبميترز في المكان الفلاني، اللوج ده لو دخلته هتعمله.
وظيفه حضرتك ان السيستم ده يكون ابديت طول الوقت، بحيث مظبوط ان اللي يدخل يدور على المعلومه يلاقيها. الصح ان هو ما يجيش لحضرتك يسالك على معلومه. حلو كويس يعني تمام. انا في شركه مثلا ما عنديش سوفت وير، انا شغاله هارد وير، شغاله بالمانيوال ده، تمام؟ مانوال مانوال تمام. انا بعمل ايه؟ انا بشير شيت الاكسل بتاعي باللينكات بتاعته طول الوقت على الـ حلو على الـ على السيستم عندي، وطول الوقت بعمل له ابديت، حلو بحيث ان المهندس اللي داخل يسال يدور عليه هيدخل يدور على الحاجه وهيوصل للمعلومه. وانس ان هو عرف يتراك المعلومه اللي عاوز يوصل لها، هو مش هيجي لحضرتك. ما انا فاتح له يا فندم خانه مثلا للسيرش فقط لا غير، انت حضرتك فاهماني يعني اي حد مثلا تمام. هيفتح حاجه تاني، اي حد هيفتح شيت للاكسل في خانه مفتوحه للسيرش فقط لا غير، ملوش تمام اي حاجه غير ان هو يعمل سيرش عليها. انا مش مدي ادمن يعني انا ادمن ومدي زمايلي في المكتب يديله، بس يديله هو يوزر صلاحية الفيديو. بس بالظبط، لكن باقي الناس كلها انا مدي لها ايه؟ مدي لها ان هو فيو بس، ان هو يطلع اطلاع او يخش مثلا يعمل سيرش على حاجه. يوزر فورم طبعا هي الصراحه مريحانه جدا، علشان ما حدش مثلا يخش يكتب حاجه على اللوج مثلا مش مفهومه، او حد مثلا يكتب ميكانيكال يكتبها غلط، او الكتريك يكتبها غلط، او شيء معين مثلا يكتبه غلط، او تايب يكتبه غلط، انت فاهماني؟ تمام طبعا لو عملنا مثلا برنامج حاجه صغيره زي كده يبقى داخل القسم فقط يعني، واي حد اي حد من بره ان هو يقدر يشوفه تمام، بس هو هيبقى ليه صلاحيات معينه. مش يعني احنا يعني معظم زمايلنا كلهم شغالين مثلا اكسل، وعندي مثلا 20 او 30 مستند مثلا في المشروع، لا انا ممكن اعملهم 20 او 30 شيت اكسل، ممكن اعمل كل دوكمنت في اكسل، او كل مثلا او كل مستند في اكسل، او كل حاجه في اكسل. وفي ناس بتعمل مثلا 10 مستندات في اكسل واحد تمام، في عامل تمام طبعا تحت شيتات ومش عارف ايه حاجات زي كده. طبعا في ناس بتبقى يعني صعب عليها انه تقدر تطلع ريبورت بشكل كويس بحاجه كويسه من الشيتات اللي هو فاتحها، تمام. انت فاهمان؟ ما هو في طبعا بقى اقول لحضرتك على حاجه، في مثلا برنامج مثلا اسمه باور بي اي، ده معمول للريبورتات بس، تمام. تمام. ده بيقرا من الاكسل شيت، بيطلع لحضرتك ريبورتات، بيطلع حضرتك باي تشارت، بيطلع حضرتك اي رسمه حضرتك عاوزها او اي ريبورت عاوزه باي طريقه، بيطلع لك الريبورت ده بشكل لطيف. مثلا برنامج زي ده مثلا كويس، ودلوقتي معمول هو جزء من مايكروسوفت وبينزل فور فري، ما حضرتك ممكن تستعمله في اي وقت. هي البوينت بس ان احنا كدوكيومنت كنترول دايما ما عندناش وقت ان احنا نبص لحاجه تانيه، فاهمني؟ احنا دايما طول الوقت احنا لودد بالشغل اللي عندنا. وقصه ان انت تعمل برنامج تعمله عشان تبيعه، دي شويه بحسها ان هي ريسكي. يعني اساسا الشركات الكبيره اوريدي عامله القصه دي، فاهمني؟ فاحنا على قد ما احنا هنقدر ان احنا ندي مجهود في القصه دي، في الاخر مش بتاعتنا، فاهمني؟ فعلا فعلا يعني في الاخر مظبوط في اشطر منك هيعرف يعملها بطريقه احسن وبسعر احسن، فعلا فانت مش مظبوط هتعرف تبقى متميز في المجال ده. فتميز في مجالك انت كدوكيمنت كنترول، يعني تمام تميز انت في مجالك ان انت تعرف تطلع ريبورتاتك بشكل بروفيشنال، طلع الاكسل بتاعك مثلا يبقى فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها، بحيث انت لما تحب تفلتر على معلومه معينه تقدر توصل لها، تعمل مثلا جزء من القوائم المنسدله اللي هو توفر عليك ان حضرتك تعمل تايبنج للحاجات دي. انا بحس ان الحاجات البسيطه دي بتوفر عليك وقت، بتبين للناس اللي حواليك ان انت قد ايه شخص بروفيشنال، قد ايه ان انت قادر تتعلم حاجه زي كده، وان انت قادر تنفذها وتطبقها عندك في البروجكت بتاعك. الحاجات التانية بتاعت البروجرامينج وبتاع الكلام ده، في ناس شاطرين فيها في الدوكيمنت كنترول ما ينكرش، بس في ناس اشطر منهم في مجالهم، تمام؟ فعلا مظبوط انا ما بحبش ادخل في فيلد انا هلاقي فيه حد متميز عني، انا تميز في مجالي انا كدوكيمنت كنترول، تمام؟ ماشي شكرا تمام ماشي يا فندم، بالتوفيق. ماشي شكرا. باشمهندس يحيى اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ دكتور رقيه، انا بشكر بيم ربي على الفرصة السعيدة دي، واتحلت لنا الفرصة ان احنا نستفيد من حضرتك. حضرتك انا كان ليا الشرف يعني ان انا اول ما ابتديت المجال ابتديت عن طريق كورسات حضرتك، وساعدتني جدا.
مساعدني النهارده ان انا بكلم حضرتك وانا دوكمنت كنترول. دوكمنت كنترول النهارده استشاري 3 سنين في المجال، ويعني بتنقل، ابتديت جونيور في اداره مشروعات في شركه كبيره، واشتغلت مقاول بعد كده دوكمنت كنترول، وحاليا استشاري. بس تمام. عندي استفسارين. انا مبسوط جدا ان انا دخلت المجال. عندي استفسارين. الاستفسار الاولاني، امتى احس ان انا اكون في مكان ان انا لا فول ستوب هنا، لازم اخد نقله تانية؟ يعني اوقات كتير بحس ان انا يعني محتاج اخد نقله، بس هل التوقيت صح ولا غلط؟ بحاول نقلة استفيد. بمعنى نقلة بمعنى إن نقله في نقلة ال... من اه يعني نقلة بوزيشن من شركة ولا نقلة في بوزيشن؟ لا في شركة تانية. لا بص هقول لك على حاجة، نقلة في شركة تانية في السوق اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي ريسكي جدا. تمام. تمام، دي حاجة. حضرتك تعمل نقلة في الكارير بتاعك، يعني مثلا دلوقتي حضرتك دوكيمنت كنترول، معاك شهادة ايزو، لا معاك مثلا اللغة بتاعتك كويسة، بحاول اسعى ان انا احسنها. معاك سوفت وير بتشتغل عليه. اشتغلت عليه في الحسابات في السعودية قبل ما انزل، قبل ما ادخل تمام، الدوكمنت. هو ده بقى اللي حضرتك تقدر تعمله. يعني انا بالنسبه لي، انا كرقيه مثلا، من ساعه ما بدات كاريري في مجال الدوكيمنت كنترول وانا بعمل ريزيرف لنفسي دايما ان انا لازم كل سنه على الاقل ابقى واخده كورس جديد في المجال، ايا كان بقى ايزو، كواليتي، دوكيمنت كنترول، انفورميشن مانجمنت، اي حاجه من الحاجات دي، بروجكت مانجمنت، اي حاجه من الحاجات اللي تخليك انت فاهم المجال بتاعك اكتر، بحيث ان هو حتى لو هو مش في السكوب بتاعك. يعني انا مثلا درست بي ام بي، بي ام بي ملوش علاقه بالدوكيمنت كنترول، بس هو بيخبط في جزئيه الدوكيمنت كنترول في جزئيه معينه، في جزء من الشابتر مثلا، بس في الاخر خلاني ابقى فاهمه السكوب بتاع البروجكت بتاعي ماشي ازاي، خلاني افهم ابقى حاضره ميتنج مع المهندسين ابقى انا فاهمه هما بيتكلموا يعني ايه كواليتي بلان، ويعني ايه كوست بلان، ويعني ايه يعني ايه حاجه اسمها بلاند، ويعني استيميتد، ويعني ايه اكشوال. المصطلحات دي كلها هتتعلمها من حاجه جوه الفيلد ده. تمام، لو حضرتك ما عندكش الخبره دي هتلاقي نفسك وانت واقف انت قلقان ان انت تدخل في اي كونفرزيشن او في اي حاجه مع اي مهندس، لو هو مثلا ايه يقول لك لا انت مش فاهم حاجه، انت اصلا انت اصل احنا بنتكلم في حاجه تانية انت مش فاهم. تمام، بس ده خلاك انت مش بتتكلم في التكنيكال، بس بتتكلم في اي ما يخص المانجمنت بتاعك. يعني انا لما بقول ان انا مش هينفع الحاجه دي تنفذ بالطريقه الفلانيه، انا بقول ده وانا عندي ثقه وعندي كونفيدنت في نفسي ان ده، لان انا راجعه للايزو اللي انا درسته، للستاندر اللي انا عارفاه. تمام، عشان لما حد يجي يواجهني ويقول لي انت ليه بتقولي كده، اطلع له الستاندر اقول له الستاندر بتقول كده. زي ما كنت بقول من شويه للاستاذ اللي كان بيسالنا انا ازاي اكمل مشروعي او ازاي ابتدي مشروع جديد، السبيكس بتاعت المشروع بتاعت حضرتك لازم تقراها في اول المشروع عشان تبقى انت عارف انت ليك ايه وعليك ايه في المشروع. تمام، كل الحاجات دي بتفيدك. كل ان انت تنقل من شركه، مش مهم ان انت تنقل من شركه على قد ما انت تنقل من بوزيشن. يعني مش حلو ان انت تطلع دوكيمنت كنترول من الشركه دي تدخل دوكيمنت كنترول في شركه تانيه، الا لو انت ممكن تبقى دوكيمنت كنترول هنا تطلع سينيور للشركه التانيه، تطلع ليد للشركه التانيه، تتعلم في فيلد مختلف. انا دلوقتي مثلا شغاله كل مجالي في الكونستراكشن، انا دلوقتي بتعلم حاجه في الاويل اند جاز، مجال تاني مختلف تماما، بس ممكن يبقى لي فرصه تانيه في ان انا اتعلم فيه وان انا اشتغل فيه. تمام، كنت شغاله فتره من حياتي في السب ستيشنز ومحطات الكهرباء والكلام كده، اشتغلت فيها فتره وبعد كده نقلت للكونستراكشن، بقى عندي خبره في الاثنين، بقيت لو اشتغلت في الاكسبريشنز او لو شفت اكسبريشنز عن الفيلد ده، حتى ايفن لما بتجي لي في البانلز بتاعه الكهرباء وانا في الكونستراكشن بقيت فاهمه هما بيتكلموا عن ايه. فاهمني؟ بقى مهم جدا ان حضرتك تفكر ايه الخطوه اللي انت النكست ستيب بتاعتك في الكارير، اكتر ما انت بتفكر فيها في الشركه انا هروح الشركه دي ولا الشركه دي. في الاخر كل الشركات واحده، كل الشركات بتعينك في مكان عشان تاخد منك اكتر مجهود باقل فلوس من وجهه نظري. تمام، وحضرتك بص لكاريرك ما تبصش للشركه. بس يعني حضرتك يا دكتورة، يعني أوقات المكان ما بيساعدش الواحد إن هو يوصل في الليفل اللي حضرتك بتتكلمي فيه. يعني خلاص، أنا أحس إن أنا يعني أنا زي ما، بدليل إن أنا لسه مبتدي، وبدليل إن أنا يعني يعتبر سينيور في المكان. فأنا أحس إن المكان يعني حقاني زي ما مش المكان اللي هيساعدك، انت اللي هتساعد نفسك. انت مثلا عندك ورك شوب مثلا 5 ايام في مكان، خد اجازه روح خده. فاهمني؟ عندك تمام. مثلا كورس انت هتعمله، خده بعد الظهر.
يعني انت عندك مثلا حاجة مثلا عن الايزو، عندك اليوتيوب موجود فيه بتاع ده، موجود فيه كورسز كتيرة قوي عن الكواليتي وعن الايزو. اللي عاوز يتعلم بيعرف يتعلم، اللي بصراحة يا حاطط في دكتور، دماغه حاجة. يعني أنا يعني كده أنا ممكن أشتغل في اتجاه نظري، بس أنا برضو بفكر إن أنا يبقى حاجة عملية، يعني حاجة برضو أوريدي باخدها نظري وأوريدي المكان بيساعدني إن أنا أشوفها وأستخدمها بشكل مستمر يعني. بص هقول لك على حاجه، انا يوم ما اتعلمت البي ام بي انا ما كنتش شغاله في بروجكت اصلا. يعني انا يوم ما درست البي ام بي انا كنت شغاله في كونسلتنت وفي شركه وبتعامل مع كلاينت من خلال ايميلز، تمام، وما كانش ليها اي علاقه تماما بشغلي. بس لما اشتغلت في بروجكت وايز انا بقيت ساعتها عارفه هما بيتكلموا في ايه، فاهمني؟ تمام. فسبحان الله يعني اللي انت بتركز عليه هتلاقيه قدامك في يوم من الايام. يعني مظبوط. سبحان الله ربنا ما بيحطش حد في حاجة ما بتبقاش صالحة ليه أو ما بتبقاش مناسبة ليه. فهتلاقي نفسك ربنا بيسيرك في مكان، أنت رحت للمكان ده هتلاقي كل العوامل اللي حواليك بتوصلك إن أنت تكمل في ده. تمام. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا مثلا أشتغل في كونستراكشن، كنت طول عمري بشتغل في سب ستيشن. إيه اللي يخليني أقلب المجال تماما وأروح أشتغل في كونستراكشن؟ حاجة كده سبحان الله، كنت قاعدة فترة زهقانة، لا خلاص أنا عاوز أخد كورس أروح الجامعة الأمريكية أخد كورس بي إم بي. تمام تمام، تمام فهي بتبقى كده. فحضرتك السيلف ستادي بتبتدي من كده، حضرتك شوف مجال، اقرا في المجال ده، شوف فيديوهات عن المجال ده، شوف شهادة بتتاخد في المجال ده، روح خدها. يعني في اماكن مثلا ممكن انا ادور من خلالها على الكلام ده، ولا فكرة الاونلاين ان انا ادور على لا في الفيديوهات كتير كتير؟ طبعا، في اماكن كتير طبعا بتمنح الشهادات دي، بتبقى كلها شهادات دولية وحاجات معتمدة. تمام. استاذ حضرتك، بس لو في بس ممكن مثلا روابط او حاجة نقدر من خلالها مثلا. خلاص ماشي، انا هشوف لحضرتك يعني هشوف اي حاجة خاصة بالكواليتي او بالايزو هبعتها لحضرتك على الواتساب على الجروب. تمام. انضين السؤال الاولاني. السؤال الثاني، واسف انا على الاطاله، فكره السوفت وير في الدوكمنت كنترول، هو مستحب الواحد يدخله فيما بعد، او الظروف حطته مثلا الواحد في المكان اللي هو فيه، ولا انا لو دخلت واشتغلت من خلاله انا بالمقابل ان انا هعطل نفسي على خبره عمليه ممكن اكتسبها مع الوقت بص هو الشغل كده يعني. كده اي شركه هتخليك تشتغل على سوفت وير، يعني انت لو انت شغال في شركتك دلوقتي والشركه دخلت السوفت وير ده في شركتك دلوقتي حاليا هتجيب لك حد يعمل لك عليه لا تريننج. احنا كويس. تمام، لو انت هتشتغل في الشركه دي، لو انت هتشتغل في شركه جديده هتلاقي في حد في المكان بيعلمك تشتغل على السوفت وير ده ازاي. بص تمام مشكله كويس. السوفت وير مش هي اخر حاجه في الدنيا، يعني في الاخر السوفت وير انت عارف، انت بتتعامل مع مكنه التصوير ازاي، تمام تعمل سكان من فين، في زرار للسكان، في زرار للتصوير، وفي زرار اللي مش عارفه للوش وظهر، وفي زرار للوش بس في ده عدد الورق. هي بالظبط نفس الكونسيبت، هتلاقي حد بيقول لك الحاجه دي بتتعمل ازاي، انت مطلوب منك ايه. مش هي دي الشطاره في الدوكيمنت كنترول، على قد ما هي الشطاره تبقى انت فاهم الكونسيبت والستاندر اللي حواليك الدنيا ماشيه ازاي. يعني السوفت وير ده جزء من شغلك لا يتعدى ال 10% من التاسكس اللي عليك. تمام تمام، ال تمام 90% بقى بره السوفت وير. ال90% انت عندك ريسيفت وعندك ديستريبيوشن وعندك متابعه مع المهندسين وعندك حاجات جايه مش مختومه وعندك حاجات جايه تتختم وعندك حاجات جايه مش عارفه ايه وعندك فولو اب مع ده وعندك شغل تاني مع الديبارتمنت اللي انت شغال معاها بتاعت الهيد اوفيس بتاعتك وعندك شغل تاني مع المقاول والاستشاري والكلاينت اللي انت شغالين معاه، فاهمني؟ تمام فما تأزمش حياتك ان انت تشتغل على سوفت وير. انا عمري ما اشتغلت على سوفت وير لحد دلوقتي، انا خبرتي 20 سنه من ساعه ما اشتغلت. انا خايف ان هو يعطلني، ان انا يعطلني على مستوى ان انا خلاص ابقى مدخل بيانات وبس. ففكرة ما هو ده اللي المستوى انا بقوله، ان هي فكره السوفت وير ان هي في الاخر انت داتا انتري للسوفت وير اللي قدامك ايا كان بقى اسمه ايه. انت حضرتك بتدخل بيانات بطريقه معينه، هتبقى بروفيشنال بعد فتره من الوقت في السوفت وير ده، بعد ما تقابل شويه اخطاء فيه، بعد ما تعمل حاجات جديده انت ما تعرفهاش، بعد ما تشوف فيتشرز جديده انت اللي بتتعامل فيها. احنا لما اتعلمنا الاكسل اللي كنا يا دوبك بنكتب ارقام وبنكتب حروف، ما كناش بنعرف اي حاجه تانيه غير كده. شوية شوية من كتر التعامل معاه بقينا نعرف إن إحنا نعمل قوائم متسجلة، بقينا نعرف نعمل فورماتنج، بقينا نعرف نعمل معادلات، بقينا نعرف نعمل كل حاجة فيه، لأن أنت اتعاملت معاه بدل ما اتعاملت معاه مرة أنت اتعاملت معاه 1000 مرة، فعرفت إن الخطأ ده بيتعالج بالطريقة الفلانية. تمام؟ ف
فما توقفش عن السوفت وير، السوفت وير مش هيعطلك عن حاجه. هو يستحب طبعا لو جات لك فرصه ان انت تتعلمه وتتعلمه وتاخد فيه شهاده ويبقى تمام، عشان تبقى فرصه ليك لما تحب تنقل الشركه. تمام 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 لو تمام في شكرا شكرا. السلام عليكم باشمهندس عمار، اتفضل. باشمهندس محمد رمضان اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا مشكور يا دكتور. ثانيا أنا عارف إحنا طولنا كلنا عليكي، بس أنا واحد شغال يعني اشتغلت في مصر قبل ما أجي السعودية دوكيمنت كنترول وسينيور دوكيمنت كنترول في أبناء حسن علام إي سي إتش إي سي جي، يعني مجموعة مشاريع كبيرة في القرية الذكية. جيت على السعودية تقريبا أنا بقالي 10 سنين في السعودية. غيرت الكارير شوية، اشتغلت في العقود، خدت الفيديك، خدت ام اس بروجكت، يعني خدت شوية حاجات كده إضافية، دورة إدارة وقت وخلافه، مقاولات، اشتغلت استشاري. أنا دلوقتي في شركة تطوير عقاري بقالي حوالي 10 سنين. يعني أنا كنت سامع حضرتك بتتكلمي مع الأخ من شوية، نفس الكلام. أنا مش حاسس إن في تجديد بالنسبة لي، أنا عايز اغير كارير، او مش هقول اغير كارير، او اطور الكارير. مفيش استفاده جديده بالنسبه لي. فأنا فكرت في ماجستير، انا بدور على ماجستير اداره اعمال. في جامعه معينه ممكن حضرتك تنصحينا بيها لو كده اهوت، لو بفكر فيها. بص، هو الدوكيمنت كنترول يعني من سوء الحظ ان الدوكيمنت كنترول ملوش مرجع، ملوش داتا بيز، ملوش دراسة. يعني هو فاكر احنا لما عملنا الكورس في 2014 ما كانش حتى اصلا ليه ماتيريال. انا ساعتها جبت الماتيريال بتاعته من الديلي بيزز اللي انا بعملها في البروجكت، تمام. فمشكلة الدوكيمنت كنترول ان هو ملوش جامعة ترجع فيها او مجال ترجع ليه، تمام. احنا كدوكيمنت كنترولرز بنلقط المجال بتاعنا من اكتر من مكان، من مثلا من الكواليتي، من البروجكت مانجمنت مثلا، من الادمنستريشن مانجمنت، كل حاجه. فانت بتلاقي الجزء بتا... يعني التاسك بتاعتك متاخده من اكتر من مجال. بس في دلوقتي مثلا معاهد بره في امريكا مثلا او في كندا بتعمل كورسز عشان تبقى حضرتك سيرتيفايد انفورميشن مانجمنت مثلا. دي حاجات بره، في مثلا حاجات زي الايزو مثلا، حضرتك مثلا تتخصص في الايزو، في مثلا حضرتك تتخصص في الاوديت تبقى كواليتي اوديت مثلا، كواليتي اوديتور مثلا. ففي مجالات تانية، بس حضرتك لو انت خلاص انت دماغك انت تكمل document control، ففي حاجات تانية في document control بس تبقى certified مثلا information مثلا specialist مثلا. هو انا لو هنتكلم على مسمى كمسمى وظيفي، انا مسمياتي الوظيفيه كتيره جدا جوه الشركه عندي. يعني انا سينيور بروجكتس ادمنستريتور وبرشيسنج، في انا المساعد الاداري الرئيس التنفيذي، انا مسؤول الجوده في الشركه، انا دارس فيديك زي ما قلت لك، انا العقود كلها تحت تصرفي، العقود الانشائيه. بس يعني هقول لك ايه، ما فيش جديد بالنسبه لي، ما فيش حاجه انا بتعلمها جديد. يعني ما شاء الله انت حضرتك النهارده، انا داخل الكورس اللي انت قلتيه كله تقريبا انا عارفه، يعني تنشيط طبعا لذاكرتنا، بس يعني الواحد عايز جديد، عايز اعرف جديد، عايز ادرس جديد. فمش مش عارف، انا بس عايز اسال حضرتك في النقطه دي، ايه اللي ممكن واحد يدرسه جديد؟ يعني الايزو عندي انا لو على المسمى انا ماسك الايزو في الشركه، لكن مش سيرتيفايد طبعا، بس ايه ادرس ايه؟ يعني انت لو كنت سيرتيفايد هيبقى ده بالنسبه لك احسن، يعني ده وبعدين بالنسبه لك هتبقى حاجه احسن. بص، هو وبعدين دي محدش بيبقى عارف، بعدين دي في ايد ربنا. انا زي ما كنت بقول للاستاذ قبل حضرتك، يعني انا ما ببقاش عارفه بعدين دي، انا ما بدخل لما بروح اخد كورس او بروح اخد ورك شوب او بروح اعمل اي حاجه ما ببقاش عارفه بعدين دي هتيجي فيها ايه، تمام. انا ببقى قاعده زي تمام حضرتك كده زهقانه مش لاقي حاجه اعملها الفتره دي، تمام. عندي شغلي وخلاص الديلي، صحيح. بعد حضرتك عارف بعد سنتين من المشروع او 3 سنين من المشروع انت بتبقى عندك الشغل كله كوبي بيست،
خلاص بقى البروجكت عندك مش وانا انا مهم. بقول لحضرتك انا بقالي 10 سنين في الشركه، مسكت بدل المشروع حوالي 8 مشاريع لشركتنا، وكنت ضابط اتصال مع الشركه الام بتاعتنا، فكنت انا اللي ماسك لهم برضو الاداري المشاريع لكل المشاريع بتاعتهم حوالي برضو 8 مشاريع. كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست، بقت ايوه تمام. الموضوع بالنسبه لي ممل شويه، وعشر سنين كتير. وعارفة يعني نفس اللي انت قلتيه من شوية، ان برضو السوق مش محتاج اي ريسك ان الواحد يحاول يعمل شيفت لاي شركة تانية. الدنيا ضبابية تماما. انا في السعودية، فالدنيا برضو عندنا مش يعني مش حلوة قوي، فالكلام ايه يعني انا بحاول اطور نفسي ومش عارف، يعني محلك سر. ما هو حضرتك اللوكيشن بتاع حضرتك في لو السعودية، يعني لو فمفيش تنصحينا. حل قدامك غير السوفت وير، يعني غير السوفت ستادي، ان حضرتك تذاكر حاجة على الانترنت امتحانها بره، وحضرتك تشوف مكان بيبروفايد الامتحان ده. خليني ابعت لحضرتك شوية لينكات مثلا عن الـ عن الكواليتي مثلا، او عن الـ عن الاوديت مثلا، يعني مش عارفة ممكن يبقى مجال لحضرتك. انا اخذت سيجما 6، اخدت سيجما 6 واخدت فيديك، وخدت دورات اداره وقت، دورات في الام اس بروجكت، يعني حاجات كتير اخدتها، ويعني في اللي بينفع في معلومه وفي اللي ما بينفعنيش. فيعني اللي ما بينفعنيش طبعا بتيجي بعد فتره بدون تطبيق، بتلاقي الموضوع خلاص. يعني الام اس بروجكت بالنسبه لي اعرف بس ان انا اقرا، لكن بدون تطبيق ما فيش. فانا انا اتجه بقى للبروجكت مانجمنت مثلا، لو حضرتك ما درستش حاجه على البروجكت مانجمنت ابتدي تبص فيه، يمكن دي هتفيدك شويه، هتحسسك شويه ان انت فاهم ان ديتيلز السكوب بتاع البروجكت عندك، الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا في مشروع هتقول هو ماشيه. ممكن بس برضو بدون تطبيق، لان احنا عندنا في شركتنا الموضوع يعني لا يا فندم، تخصصي بص زيادة، البروجكت يعني مانجمنت المهندسين مهندسين. حضرتك هتطبقه، البروجكت مانجمنت حضرتك هتطبقه في كل حاجه، حتى في وقتك، يعني حتى في حياتك الطبيعيه. يعني انا البي ام بي دي فرقت معايا كتير ان انا طبقتها في حياتي الطبيعيه، انا بقيت انا عارفه مثلا، يعني هقول لك مثال صغير، مثلا انا مثلا لما حد بيطلب مني شغلانه عارفه ان الحاجه دي هتاخد مني مثلا نص ساعه، تمام؟ احنا اتعلمنا في البي ام بي ان انت تعمل ريزيرف لكل حاجه في حياتك، تخلي فيه فائض كده او تخلي فيه هامش لاي حاجه في حياتك، لان ما صحيح. تضمنش اي ريسك هتحصل معاك. فبقيت بدل ما انا اقول له ان دي مثلا هتاخد مني نص ساعه، بقيت اقول له مثلا هتاخد ساعه الا ربع، هتاخد مثلا مني اكتر من ساعه مثلا، تمام؟ ده عملت لنفسي اتعلمناه من ريزيرف الخبرة ده. يا باشمهندس. ايوه ده بالخبره، وده انا أنا بقيت كبير فاهمه ان انا صغير على بطبقه فكرة. تاني بعدين، تمام؟ ما ده من ده مثلا بي ام بي انا كنت بطبقه في حياتي الطبيعيه عادي، بس ما كنتش فاهمه هو ليه انا بعمل كده. فهمت بعد ما درست مثلا البروجكت مانجمنت ان حضرتك بتسيب الريزيرف ده لاي ريسك ممكن يقابلك، تمام؟ ممكن لا قدر الله وانت شغال الجهاز عندك يعطل، ممكن حد يطلب منك تاسك تانية، ممكن يجي في الوقت ده حد يطلب منك ميتنج مثلا أو تعمل أي حاجة. فالريزيرف ده بيخليك يعني تبقى مش مضغوط في الوقت، وبيخليه كمان على المستوى الشخصي للناس إن هو لما يجي يطلب منك حاجة عارف إن أنت مش فاضي تخلص له الحاجة دي في 10 دقايق وتديها له، فهيبقى عامل دايما إن أنت دايما مشغول وفي إيدك حاجة تانية هتخلصها وبعدين تدي له المعلومة. أنت لو اديت له المعلومة طول الوقت أول ما بيطلبها هو يتعود منك على كده، فأنت لو أنت مشغول هو مش هيقبل بالإكسكيوز إن حضرتك مشغول بتعمل حاجة تانية. دي حاجة مثلا اتعلمتها من البروجكت مانجمنت مثلا، بقيت بطبقها في حياتي كلها. لو انا عندي ميعاد، بدل ما ادي الميعاد الساعة 9 هدي هبقى انا هناك في الميعاد 9 ل 10، ممكن يحصل ريسك لاي حاجة ايا كان، تمام؟ فهو ده بقى اللي بيخلي حضرتك فكر حضرتك يروح لحاجة تانية. الكواليتي برضو لما جيت اطبق مبادئ الكواليتي بتاعت المانجمنت برضو بقت مختلفة، فاهمني؟ فده المجال اللي ممكن يفيد حضرتك ان هو يخليك تفكر ويخليك تركز بره الكارير اللي انت خلاص بقى انت بقيت حافظ فيه كل حاجه كوبي وبيست، يعني ده من وجهة نظري، وبرده الموضوع يرجع لك. حد تاني يا جماعة عنده أسئلة؟ باشمهندس عمار حضرتك موجود ولا كده؟ تمام.
دكتور إبراهيم لو حضرتك عايز تتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكرين على المحاضرة القيمة والممتازة، جزاك الله الف خير وجعل الله في ميزان حسناتك، الله يبارك فيك. أولا يعني كل بنود المحاضرة ما شاء الله يعني تعتبر عاوزة محاضرات تانية كل واحد فيها، مش ما ينفعش لا دي انترودكشن بس احنا لسه ما بدأناش، احنا لسه بنصح. ما انا فاهم، بس يعني الفكرة ان كلمت الاثنين المهندسين اللي قبل كده، وطبعا يعني المفروض ان كل واحد فيهم ايا كان الليفل بتاعه في البوزيشنز لازم يكون في كل انسان عنده طموح ولا مش هيكبر. كل انسان يكون عنده رغبة انه يطور من نفسه، ولو حتى المكان اللي هو فيه كشركة، في شركات بتطور موظفيها، في شركات ما عندهاش كفاءة انها تطور الاستاف بتاعها وهكذا، لازم هو يطور ويدور على مصلحته هيوصل فين، وعاوز النهاردة فين وبكرة يبقى فين. موضوع السوق وموضوع الكورونا اللي حصلت وموضوع المشاكل اللي بتحصل في المشاريع وتوقف مشاريع واستمرار مشاريع، يعني دي سنة الحياة والدنيا معروفة مش مشكلة، بس لازم الإنسان إن هو يعني زي ما انت قلت كده إن يبقى في عنده يعني بلان A وبلان B. إن أنا شغال على ريسك، والريسك دوت بيبقى له ليفل معين بيبقى موجود خلال البرسنتج يحافظ عليها، انه من ممكن يداوم ممكن يداوم في الشغل دوت شهور سنين سنه الله اعلم، بس لازم يكون في عنده خطه انه مش هيداوم في الشركه ديت، لازم يطور من نفسه، يا يطور ويضيف قيمه للشركه يا يروح لمكان يضيف له قيمه. تمام. فالبشمهندس اللي اتكلم من شويه والزميل اللي قبله ان انت ما انتش عارف يعني مفيش ابديت، لا كل مهنه فيها ابديت باشمهندس، كل مهنه حتى العامل في عنده ابديت، عنده ابجريد، بيطور من نفسه، بيطور من التولز بتاعته والسكيلز بتاعته، والمانجمنت له درجات في ليفلز كتير فيه، والريسك له ليفلز كتير وهكذا. فلازم هو كل انسان، لازم كل واحد من حضور الساده الموجودين جزاهم الله خير، لازم يبقى عندنا هدف نطوره، ما يبقاش عامل زي الموظف الحكومي اللي عندنا، معلش مع احترام لكل واحد فيهم، الوالد وغيره وغيره، يعني يروح الصبح المكتب ويروح الظهر والسلام عليكم كل يوم يكرروا زي ما هو قال من شويه. على فكره على فكره حتى برضه موظفين الحكومه بيبقى عندهم ابديت، يعني انت ما متخيلش ان هو حياته الروتينيه دي ما فيهاش حاجه بيتعلمها جديد، وممكن يكون يعني في حد بيقابله وبيتعلم. باشمهندسه يعني شوفي كل جيل له صفاته، جيل السبعينات غير الستينات غير الجيل الحالي غير الجيل اللي جاي. في ناس يعني زي اولادنا، اولادنا بقوا متفوقين احسن مننا، واحنا متفوقين احسن من اباءاتنا واولياء امورنا معايا، والوالد وهكذا وهكذا. فكل جيل ما بيتطور مع تطور التكنولوجيا، مع تطور البيئه، مع توفير الوسائل المتاحه، فتلاقي يعني في عناصر كتير اللي عاوز يطور من نفسه هو اللي بيقول انا هطور، ما يستناش واحد يجي ياخد من ايده كده من على المكتب ويطور من نفسه. اذا ما كانش هو عنده من نفسه الحاجه دي مش هيطور من نفسه، حتى لو انا صرفت عليه ملايين، لا لازم يكون هو عنده العزيمه انه يقدر يطور من مكانته من وظيفته من كل الكلام ده كله. فاللي انا اقصده ايه، عشان بس يعني انا ما عنديش اسئله، انا بس عمليه يعني ايه اضافه للزملاء وتوضيح. يعني انا اولا يعني مدير مشاريع استراتيجيه على مستوى كبير الحمد لله انا السعوديه. فالفكرة إن طبعا الموظف المهندس والدكتور والسكرتير والستور كيبر والاتندنس والأوديتور وكل البوزيشنز اللي موجودة في المشاريع عندنا، كل واحد له سكوب معين هيوديه، لازم يطور من نفسه زي ما انت قلت سعادتك كده، ياخد كورسات أونلاين، يحضر شيء، يقرأ، يشوف هو يبدع. على فكرة احنا بناخد البداية ونطور من نفسنا، نطور في الوظيفة بتاعتي، يعني انا اديت الوظيفة بتاعتي بس انا اقدر اطلعها ببرزنتيشن احسن، اقدر اطلعها بكواليتي افضل، اقدر ان انا اقلل التايم اللي انا عديته فيه. فدي كلها بتعتمد على خبرات من السنين اللي هو بيقديها في شغله. فانا مع احترامي الاثنين زملاء اللي اتكلموا من شوية، فرصة قدامكم كتير يا باشمهندسين، فرصة كويسة جدا، طور من نفسك، احضر دورات، شوف الكورسات الباشمهندسة تبعتها لكم،
ما تبقاش واقف محلك سر، خلي عندك طموح لبكره، خلي عندك طموح لبعده. انت راجل بتؤدي رساله، الرساله ديت ما هياش محطه، عباره عن محطات. الرساله محطات من الشغل، فلازم توصل لكل محطه وتشوف اللي بعدها وتشوف اللي بعدها الى ان شاء الله ربنا يديك العمر الطويل. فده اللي عندي، واسف اذا كنت اطلت عليك. جزاك الله خير يا فندم، شكرا. تمام كده يا دكتور، هو كده الأسئلة كده انتهت، وطبعا شكرا جزيلا لحضرتك على سعادة الصدر، ويعني كانت محاضرة متميزة جدا، وبارك الله في حضرتك وفي مجهودك. وإياكم إن شاء الله، شكرا جزيلا، أشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا، شكرا، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة الجميع محدش ينسى يسجل في رابط الحضور، رابط الحضور موجود في البث المباشر كتعليق من بيم أريبيا باللون الأزرق، وموجود في الشات في الزوم، فيا ريت محدش يغادر من غير ما يفتح رابط الحضور ويسجل فيه. رقم الكود اللي موجود في المطلوب في الاستبيان الرقم اللي تم إرساله لحضرتك في ملف على الإيميل، الإيميل اتبعت لحضرتك رقم موجود فيه لستة بالأسماء جنب كل اسم رقم الكود بتاعه. لو حضرتك حاليا مش متذكر رقم الكود بتاع حضرتك ممكن تكتب رقم الواتساب، وبعد كده هينزل الشيت الخاص بالغياب، حضرتك هتلاقي اسمك في الكشف الغياب ده، هتعرف الكود منه ان شاء الله، بس يا ريت تسجل بالايميل اللي حضرتك سجلت بيه اول مره. مواعيد المحاضرات كانت محددة سابقا، والكورس من الإعلان عنه حتى قبل الفورم الخاص بسجل الانضمام للكورس محدد في يوم الثلاثاء 22 مارس الساعة 7، مدة المحاضرة من ساعة ونص إلى ساعتين. فده كانت معلومات كانت متوفرة أصلا قبل بداية المحاضرة. موضوع تغيير الموعد نفسه دي حاجة لأن الناس طلبتها مننا في الجروب، فقلنا هنعمل عليها استفتاء سواء كان هيبقى الاستمرار في نفس الموعد ولا هيتغير ليوم السبت الساعة 8. كما وضح المحاضر إن المحاضرات هتتوقف خلال شهر رمضان وهنستمر من بعده. فإن شاء الله هنجهز استفتاء خاص بالموعد حسب توافر الوقت مع المحاضر اللي هو موضوع يوم السبت الساعة 8 ده أو يوم الثلاث في نفس الميعاد، بس إن إحنا نشوف، ودول المواعيدين هيبقوا متاحين وهنشوف رأي الأغلبية فيهم. وده يعني ان شاء الله هيبقى الرأي اللي احنا نمشي عليه. الداتا متوفرة ان شاء الله، بمجرد ما ناخدها من الدكتور ان شاء الله هنرفعها على المكتبة، وفي نفس الوقت برضو اللينكات الخاصة بالحضور هتكون نفس اللينك، يعني اللينك اللي حضرتك موجود فيه لدخول لقاعة الزوم هيكون نفس اللينك ان شاء الله. تذكير، احنا بنعمل تذكير في الجروب كل يوم، يعني احنا لا مش كل يوم، كل يوم في المحاضرة بنبعت تذكير قبلها او بعدها وبتثبت الميعاد. رابط الحضور اللي بينزل زي اللي حضرتك شايفه دلوقتي في الشات مكتوب جنبه كلمة رابط الحضور، هل يمكن اسمع منه. حضرتك ان شاء الله بعد ما المحاضرة يحصل لها مونتاج هترفع على قناة اليوتيوب، وفي نفس الوقت اللينك البث المباشر نفسه اللي حضرتك دخلت عليه ده هتلاقي على صفحة بيم أريبيا على الفيسبوك، هتلاقي التسجيل متساب للمحاضرة دي، فمتروك يعني تقدر حضرتك كمان تحمله وتقدر تتفرج عليه، بس ان شاء الله يعني هيحصل ترتيب للمونتاج وتترفع على قناة اليوتيوب بحيث الرجوع ليها. ولكن الاستماع للمحاضرات مش عليه شهاده، يعني لازم حضرتك تسجل في الحضور والالتزام الكامل باي متطلبات من المحاضر سواء كانت مشاريع او اختبارات. هل في اي تساؤل او اي سؤال يخص الدعم الفني سواء من المتواجد معايا داخل القاعة أو اللي متواجد معايا على البث المباشر؟ لو في أي سؤال ممكن حضرتك تكتبه.
او اللي عنده مشكله انا موجود معاهم في القاعه، واللي موجود معايا على البث المباشر يا ريت يدخل القاعه لو عنده مشكله. لو حضرتك كتب بس الكورس مدته 10 محاضرات، وممكن الكورس يحصل فيه مد لو احتاجنا لذلك. حاليا موضوع المحاضرات يا جماعه لسه مش تم فيه التحديد، يعني ممكن يبقى يوم الثلاثاء او يوم السبت. ده هنعمل استفتاء ان شاء الله ونشوف الراي بتاع المحاضره في تكنو كنترول اذا كان هيكون يوم السبت ولا هيكون يوم الثلاثاء، بس هيكون يوم واحد في الاسبوع، وغالبا هتكون في محاضره تقريبا الاسبوع الجاي، وبعدين هنتوقف في شهر رمضان وبعدين هنرجع ان شاء الله بعدها. بعد نهاية الكورس في شهادة حضور من بين العربية وفونكس أكاديمي. الكورس السابق اللي تم عمله الداتا بتاعته تقريبا على قناه اليوتيوب الخاصه بالمحاضر، كنا بعتنا البلاي ليست ليها، هحاول اضيفها ان شاء الله لقائمه اللينكات الهامه في الكورس ان شاء الله في وصف المجموعه. واي ماتيريال ان شاء الله هنحاول ان احنا نوفرها وهنجمعها في المكتبه، وكمان الجروب بتاع الفيسبوك المحاضر موجود، ده جروب عام عليه كل حاجات وتقدر حضرتك تبعت اسئلتك عليه. وان شاء الله موضوع فتح الجروب الواتساب هيفتح بس بشروط، يعني انا عايز جروب الواتساب ما يبقاش فيه اي حاجه فنيه، يعني كلام على تغيير المواعيد، كلام على اي حاجه تانيه، دي حاجه تكلمني فيها على الخاص. لكن الجروب لو اتفتح هيتفتح لحاجه واحده بس وهي المناقشه، يعني في سؤال معين او حاجه معينه تخص موضوعات المحاضرات. اما حاجه بره الموضوع ده سواء كانت مواعيد او غيرها دي حاجه تناقشها معانا او مع اي باشمهندس من المنظمين، بحيث ان احنا نحجم الموضوع ده شويه.